يسعد صباحكم وصباحكم الله بالخير وعيدكم مبارك في رابع ايام عيد الاضحى المبارك. نطل عليكم من خلال برنامج عيدكم مبارك على شاشه تلفزيون دوله الكويت القناه الاولى. وفي بدايه الامر ارحب بزميلتي واختي نجلاء الكندري، اقول لها يصبحك بالخير وعيدك مبارك. صباح النور وعساك من العايدين والفايزين، وان شاء الله يا رب ينعاد على كل من يشاهدنا حاليا على قناة تلفزيون الكويت، وبرنامج عيدكم مبارك ينعاد عليكم إن شاء الله دائما بالخير والسعادة. اللهم آمين. نجلة، يمكن في ظل الظروف هذه وفي ظل الجائحة وفي ظل الأشياء اللي صارت يعني ديورنج السنتين اللي فاتوا، كثير من الأمور وكثير من الأشياء اختلفت وتغيرت عندنا. يمكن أحد أهم هذه الأشياء الهيلثي لايف ستايل، طريقة الحياة الصحية، ذهاب الناس للنوادي، الأمور المنوطة والمتعلقة بالحياة الصحية، في شيء اختلف معك؟ بالنسبة لي لا. حلو. بالنسبة لي لا، لكن أكيد لاحظت مع تسكير النوادي وايد ناس يمكن تضايقت من هذا القرار. صحيح. وحاليا النادي فقط للي خذوا التطعيم. للي خذوا التطعيم. بالضبط. لذلك احنا الخف... أكيد أكيد هناك الناس، بعض الناس يعني لازم تاخذ قرارات. صح. أخرى مغايرة للحياة اللي هم كانوا متعودين عليها قبل كورونا. صحيح. هذا الشيء أكيد. وعشان ناخذ هذه القرارات المغايرة وعشان نحيا حياة سليمة وسعيدة، يفترض علينا أن نغير من قناعاتنا شوي ونكون ناس شوي علميين منطقيين. الإنسان له الحق أنه يبحث في أي شيء هو يبي ويوصل حق اللي يعني يترياه، خلونا نقول شكلك من عندك شيء في بالك، من ساينتفك جورنلز وغيره من هذه الامور وكذي. ليش انا ربطت الموضوع هذا نجله؟ لان كثير مع اغلاق النوادي، مع عدم دخول خلينا نقول غير مطعمين النادي او غيره، قاموا يحسون بخمول، قاموا يحسون باكتئاب، قاموا يحسون بامور يمكن اول مره يحسونها. صارت عندهم سالفه هذه اللي مالي خلق، ما ابي اطلع، لا خلوني انام، تعود على الكسل. إيه. والقعده في البيت، وخاصه ان الجو حاليا ما يسمح. الجو ما يسمح. يعني يمكن الواحد اللي يحب يمارس رياضه المشي او كره القدم او غيره من الرياضات الخارجيه، شوي الموضوع صعب. شوي الموضوع صعب عشان الاجواء الحاره اللي احنا نعيشها يعني كبقعه مناخيه هنا عندنا في دوله الكويت، لكن هذا ما يمنع حتى ان تنزلون الابلكيشنات المعنيه. صح. بالكروسفيت، المعنيه بتمارين اللياقه البدنيه او غيره، عشان تحركون الميتابوليزم اللي موجود عندكم بالجسم، ومتى ما تحرك الميتابوليزم اللي بالجسم ما راح تحسون لا باكتئاب، لا بكابه، لا بضيقه خلق، لا بغلقه، لا بغيره، خاصه ها هذه نركز فيها حق جيل السبعينات والثمانينات، خاصة لمن تعدى عمر 30 سنة وصولا إلى 35 سنة، تحتاج أنك أنت تحرك جسمك وتحرك الميتابوليزم هذا. وأبو حسين مخرجنا يقول لي أنت شايب، أنا شايب، أنا من الطيبين المخمليين يا أبو حسين. إن شاء الله دائما بصحة وعافية يا هاشم، وأكيد دائما الظروف تحيط الناس. صحيح. يمكن طوال العام، إذا مو مثل الجائحة اللي حاشت كل الناس، ممكن أي شخص تحوشه ظروف خاصة، فالتأقلم مع ظروف. صحيح. وإعادة جدولة الحياة ووضع خطط جديدة هي من مهارات الحياة المهمة اللي لازم نتعلمها مع تطور الحياة الحالي. قالت يعني شغلة جميلة أختي نجلة، من مهارات الحياة المهمة. يفترض علينا نتعود أو نتعلم على مصطلحين، مصطلح الكومبرومايزيشن اللي هو التعايش مع البيئة والظروف المحيطة اللي فينا، ونتعلم أيضا على مصطلح الأدوبتيشن وهو التبني لأي ظرف إحنا قاعدين نعيشه. لأن الحياة للأمانة مجموعة يعني عبارة عن مجموعة من التجارب التراكمية، إذا إحنا ما اعتليناها بطريقة حلوة وبطريقة جميلة وعرفنا شلون نتعامل وياها، الحياة راح تغلبنا، وإحنا ما نحب أحد يغلبنا بالكويت. خصوصا إحنا بالكويت. بالضبط. خلونا اليوم نبدأ فقراتنا، نطلع فاصل يلا، وبعدها إن شاء الله نبدأ أول لقاء في حلقة اليوم. ها قد أطل علينا يطرق بابنا، فلنستقبله فهذا العيد أتانا. يلم شملنا كعادته، والفرح دوما في جعبته، والأمل يسمو بعودته. أهلا بالعيد. لا نفترق حتى وإن مدت الظروف تبعدنا، بل تبتغي منا الوقوف. لا تكن وحدك منعزلا، فما من هام إلا فرج، ولكل داء دواء قد وجدا. أهلا بالعيد.
فقدت أمس الأسرة الرياضية في دولة الكويت وعلى المستوى الدولي اللاعب والحكم الدولي السابق جواد عاشور رحمة الله عليه. وبدورنا في تلفزيون دولة الكويت نوجه أسمى معاني التعزية وأرقى معاني التعزية لأسرة هذا الإنسان البار في بلده، لأسرة هذا الإنسان الكريم اللي رحل عنا في يعني خلونا نقول ظروف كنا نتمنى أنها تكون أفضل من هذه الظروف. كل التعازي وخالص التعازي لأسرة الراحل الفقيد أسرة اللاعب والحكم الدولي السابق جواد عاشور، وأنا أخص بالذكر مراقب قسم المذيعين عندنا في إدارة التنفيذ والتشغيل في تلفزيون دولة الكويت الأستاذة الإعلامية القديرة منيرة عاشور، نقول لهم عظم الله أجركم وخاتمة الأحزان يا رب. فقدت الكويت أحد أعلام الرياضة الكويتية لاعب نادي العربي والحكم الدولي جواد عاشور، والذي رحل عن عالمنا عن عمر ناهز 72 عاماً بعد مسيرة أعوام داخل الملعب وخارجه، حيث بدأ الراحل جواد عاشور مسيرته الرياضية بنادي العربي في ستينيات القرن الماضي بلعبة كرة القدم، وبعد اعتزاله اتجه الراحل إلى مجال التحكيم واشتهر بإمبراطور التحكيم. حقق الراحل جواد عاشور نجاحاً باهراً مع ناديه في العديد من البطولات المختلفة، ولفت الأنظار إليه حتى انضم إلى صفوف المنتخب الوطني الكويتي. ومع مطلع الثمانينات انخرط عاشور في سلك التحكيم ليسطر تاريخاً كبيراً صنف معه كأحد أفضل قضاة الملاعب في تاريخ الكرة الكويتية، ويعتبر الراحل من أوائل حكام المنطقة والذين شاركوا في البطولات الدولية، واعتزل التحكيم بمنتصف التسعينيات من القرن الماضي. ولد الراحل جواد عاشور عام 1949 بمدينة الكويت، وتوفي أمس الخميس الموافق 22 يوليو عام 2021 عن عمر يناهز 72 عاماً، داعين المولى تعالى أن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله ومحبيه جميل الصبر والسلوان. مشاهدينا، أولى فقرات حلقة اليوم عن التسويق الإلكتروني، أحد يعني نقول العلوم اللي بدأت في العهد الحديث يمكن في السنوات الأخيرة مع ظهور السوشيال ميديا وكل أمور وسائل التواصل الاجتماعي. بات التسويق، أول يمكن كنا ندرس، اللي يدرس تسويق يدرسها بالجامعة، صحيح. حاليا هناك دورات تختصر لك التسويق عن طريق التسويق الإلكتروني اللي يختصر لك يمكن سنوات من الدراسة الطويلة في دورة واحدة. أكيد يا نجلة، وعشان يكون عندك مشروع ناجح، عشان على قولتهم يو ستارت اب سكسسفل بزنس، عشان أنت تنجح في مشروع يفترض أن يكون عندك مسوقين إلكترونيين. من هم المسوقين الإلكترونيين؟ يفترض أن يكون عندك إي ماركتينج ناجح، تسويق إلكتروني ناجح. شنو سالفة التسويق الإلكتروني وماهية التسويق الإلكتروني؟ هذا اللي راح نعرفه إن شاء الله مع ضيفتنا الأولى لهذا اليوم، أختنا عائشة سعد. حياك الله معانا. هلا والله، صبحك بالخير، صباح النور، أيامك سعيدة. طبعا احنا نحفظ الردود مالت العيد قبل العيد بس ننساهم. صحيح، لا الأمور طيبة لا تحاتين. قبل لا نبدا الكلام عن التسويق، بما ان اليوم رابع يوم من عيد الأضحى المبارك، انت شلون تحبين تقضين العيد بشكل عام بالكويت، ولا كنتي تفضلين السفر؟ لا شوفي، انا نجله طول السنه اكون وايد يعني اشتغل وبالمكتب ما شاء الله. ومن الصبح لليل. انا واحد لما ما يكون عنده وظيفه يكون عنده البزنس ماله يشتغل 24 ساعه، صحيح. فغالبا العيد يكون حق اهلي وحق ربعي، تمام. احب اقعد معاهم، اجمع كل مثلا الحين عندنا حفلات تخرج وكذي، كله وقت العيد، كله حزه العيد. فلا احب يكون بالكويت، احب يكون ويا اهلي ويا ربعي، وما احب اشتغل فيه وايد، يعني كذي يكون ريلاكس اكثر، اعوض طول السنه اللي وقتي مثلا مع امي واخواتي ورفيجاتي. تعطي نفسك الفاميلي تايم، هذا الوقت العائلي اللي انت تحتاجينه. اي مال الفاميلي هذا وايد مقدس عندي، وايد مهم. واحد بيننا وبينك يا اخوك يحتاج منفه للامانه، صح. من ظروف وضغوط الحياه اللي صح. يعيشها. انزين، شو اللي فرق عليك بالعيد ما بين عيد سابقا، عيد احنا عشناه، وعيد حالي يعيشونه خلينا نقول اجيال صغيره اصغر منه؟
اي انا اول وناسه يعني اذكر كان يعني اجواء غير، حتى العيديه غير. شوف اهل التسويق فكروا بالعيديه على طول. هذا اهم شيء يعني. فبس الحين يعني سبحان الله هالسنه وايد وايد فرق، يمكن حتى عليكم فرق، لان ما حد قادر يعني مثلا يتجمع نفسه، اول مو قادرين نطلع حق الناس، اول جمعات المجمعات الاماكن هذه كل شيء، الحين سبحان الله عشان كورونا فكل واحد خايف، فان شاء الله يا رب يعني رد مثل اول ما ادري. باذن الله ان شاء الله العيد الجاي، عيد الفطر الجاي ان شاء الله بعده الله مد باعمارنا نرد نحتفل بالعيد مثل ما تعودنا ومثل ما احنا نحب. عايشه خلينا نتكلم عن التسويق الالكتروني، لو نعطي نبذه بسيطه شنو يعني تسويق الكتروني؟ اوكي. التسويق الالكتروني وايد ناس يفهمونه انه هو التسويق اللي احنا درسناه الاكاديمي ونطبقه بس داخل الاونلاين. نعم. الحين هالشيء اختلف تماما، الطرق القديمه وايد عفى عليها الزمن، حتى النظريات البزنس اللي تدرس اكاديميا تغيرت. تخيل انا على ايامي درست 4 بيز، الحين وصلوا 12. اوكي لا خليني اقول لك اشو انك ذكرتها. شفت الفور بيز هذيل الحين؟ هذيل ما منهم فايده. ما منهم فايده. اي ما منهم فايده. أنا البرايس اللي هو شنو؟ برايس برودكت بليس اند بروموشن. صح. هذيل عفى عليهم الدهر، ما تقدر تستخدمهم الحين حق التسويق. دش وايد بيز معاهم الحين الفور ايز. أي. اللي هو الانجيجمنت، المشاركه، الايموشن. الحين التسويق لازم يكون في عاطفه. صحيح. تبي تنجح. نعم. لازم يكون في ايموشن، عندك اكسكلوزيفيتي اللي هو التفرد والتميز. الحصريه. نعم. والتميز. نعم. فنسيت الرابعه الاراده. تي مع الحوار. اي اي اكسبيرينس اكسبيرينس خبره تجربه. نعم. التجربه اللي راح يعيشها العميل داخل البزنس مالك. حلو. فللاسف انا الحين قاعد اشوف بالانستغرام وايد ناس يكتبونها ويعني قاعد اشوف حرام يعني، وبالدورات يعطونها وكذي، لما يجي العميل يبي يطبق او اللي اخذ الدوره وتعلم حرام يقول شلون اطبق ما اعرف شنو يعني جامد كذي. يفرق النظري عن العمل. ما في اي نتيجه حق العميل للاسف. فهذه الطرق خاص عفى عليها الدهر ما ودنا نستخدمها. الحين التسويق الالكتروني صار عنده طرق غير الطرق اللي هي بالتسويق بس، صار عندنا طرق حق كل بلاتفورم. لان الذكاء الاصطناعي دش بالموضوع. صح. فصار مثلا الالجوريثمز مال انستغرام غير عن تيك توك، غير عن تويتر، فلازم الشخص يكون واعي، مع ان الذكاء الاصطناعي ترى وايد فادنا وبالعكس يعني سهل علينا، لان جمع المعلومات صار اسهل بالذكاء الاصطناعي، وبالتالي الحلول حق العميل صارت وايد اسهل. هذه جايين لها ان شاء الله، بس يعني بعد يعني ما ناخذ سؤالين ثلاثه عن سالفه انه الانستغرام يسمع وسولف ويتذوق، وهذا على قولة اختي نجلة يتذوق. بس انا اللي ابي اعرفه يعني ما شاء الله كثرت مشاريع الهوم بزنس عندنا احنا هني بالكويت. زين، فشلون ممكن نربط مشاريع الهوم بزنس وسبيشالي المشاريع اللي موجوده على انستغرام بانهم يستفيدون من طرق التسويق الالكتروني في ظل هذه الفتره، فتره عيد والناس تبي تبيع وغيره. لو كورونا يمكن مع الوقت. صح. في وقت الحظر مثلا الهوم بزنس او البزنس الخاص في المنازل اشتغل اكثر. صح. وصار عليه اقبال بعد حتى مشاريع ما مثلا تسكرت المولات والمطاعم. اي تحولوا حق هذا. انا قبل لا اذكر هالشيء ودي اقول ان التسويق الالكتروني مو بس حق الهوم بزنسز، لا أهمية كبيرة حتى حق المشاريع الكبيرة. احنا نشوف براندات الكبيرة راح نعرف انهم حريصين على ان يستخدموا الطرق الجديدة حق التسويق الالكتروني. فطبعا بلا شك انه وايد مهم. فنصيحتي اليوم حق اي صاحب مشروع سواء كان قديم من قبل ولا كان جديد، انه لازم تخصص ميزانية، وهذا يمكن عيب قاعد نشوفه بالوطن العربي، وايد ناس ما يخصصون من ميزانياتهم، بينما برا والشركات عاد 20% من ايراداتهم يخصصونها حق الماركتينج ويحطون بجت. فاليوم انا اقول حتى لو كنت صاحب مشروع صغير حاول تخصص وتحط ميزانيه حق التسويق، الا اكيد اكيد هالميزانيه بتفيدك يعني داخل التسويق. ترى مو شرط يكون عندك بجت وايد كبير، تقدر حتى لو مبلغ صغير انك توزعه. اهم شيء تحط استراتيجيه. طبعا البزنسز اول ما يستعينون فينا احنا كماركتيرز نشوف حاله البزنس. ماركتيرز جايه من ماسكتيرز. شفت على نفس الوزن. على نفس الوزن. ثري ماسكتيرز. ثري ماسكتيرز ماركتيرز عندنا الحين. اي فاليوم نقول ندرس الحاله مالت البزنس، هل انت بتبلش ولا تبلش من قبل؟ فاذا انت توك فلازم يكون في خطه حق الاطلاق اول شيء.
وغالبا اللي يبلش ويستعين باحد مختص هالشيء يبلش مثل ما يقولون بدايه نظيفه وجديده وقويه مبنيه على استراتيجيه، ياخذ مثلا من بدايه الاويرنس لين ما يوصل العميل انه خلاص يصير عنده ولاء، وبالتالي يعطي الريماركتينج ونعيد مره ثانيه الفانل مع هذا المشروع. بينما اذا كان قديم نواجه وايد مشاكل. صحيح. واحنا ترى يعني يمكن الناس عبالهم انه المسوق الالكتروني انه بس ينزل بوست ولا يقعد يصور ولا شيء، هو اعمق من كذي ومتعب اكثر من كذي. احنا ندش مع المشاريع في الاوبريشن، شنو قاعد صحيح. تسوي، شنو خططك، شنو المستقبل، شنو الاخطاء اللي تسويها، فنعطيهم حلول لان غالبا يكون عندهم مشاكل. نعم. ونوزع البادجت مالتهم بطريقه انه هو يستفيد من كل فلس ويكون استثمار ويرجع له مره ثانيه. جميل. يعني انا مثلا كصاحبه بزنس، انا ما عندي بزنس بس نفترض ان شاء الله ان شاء الله، لكن فعلا لو اي شخص حاليا قاعد يشاهد هذا اللقاء حاب يبلش بزنس، شنو اهم الاستراتيجيات اللي لازم يتبعها؟ احنا ما نبي نغششهم كل الامور، لكن بالعكس يا ليت يا ليت يا ليت لو فيني والله اعطي كل العلم اللي عندي حق الناس انه يستفيدون. الاشياء الاساسيه اللي لازم يلتفت لها. حلو، مثل ما قلت رقم واحد يخصص ميزانيه حق التسويق، هذا شيء خاص منه، وايد ناس مثلا تخصص ميزانيه انه يشتري برودكت ولا يدفع حق موظفين ويقول ماركتينج بينسى، ما الماركتينج مو نفس اول. ورد اوف ماوث، انا واحد يقول حق الثاني، هذا خاص الموضوع انتهى، شنو اقرب شيء الحين حق الشخص؟ شلون لازم يعني لازم صاحب البزنس يفكر بهالطريقه. انا شلون اوصل حق الشخص وهو منسدح بالصاله وهو قاعد مع ربعه وهو مسافر وهو موده خايس او موده حلو، او شلون اوصل له؟ شلون؟ من خلال تليفونه. هذه الطريقه الاولى. فلازم يكون في وعي ان الماركتينج وايد مهم ولازم انت تحاول توصل حق العميل وين ما كان. هذه اول شغله. الشغله الثانيه انا يعني اوكي في البدايه حلو الشخص انه يعتمد على مهاراته وكذي، بس بعدين حلو انه يستعين في مختص. دائما اقول حق البزنسز، ليش؟ لان البزنس براند يختلف عن البيرسونال براند. البيرسونال براند انا الشخص مثل هاشم، مثل نجله، انتوا بيرسونال براند، اكونتكم والبزنس مالكم وشغلكم يعتمد على صورتكم واسمكم. صح. بينما البزنس علامه تجاريه ويمثلون عده اشخاص، فحلو انك تستعين بفريق يمثلونه. بينما البزنس براند لا، انا خاص معتمد على نفسي، استعين مثلا بالماركتير عشان يعطيني استشاره شنو ممكن الاستراتيجيه اللي امشي عليها عشان اكبر البيرسونال براند هذا. جميل جدا. زين يمكن انا في سؤال يعني قمز ببالي، السؤال هذا متعلق بسالفه طرق التسويق الحديثه. حلو. مع او ضد اجيب انفلونسر وادفع له مبلغ خيالي عشان يسوق لي؟ في ناس ما تقدر على هذه الاستراتيجي مثلا. صح. زين هل انت مع او ضد هذه الشغله؟ واذا انت ممكن تقولين انه حق اللي ما يقدر في سبستيتوتس، في حلول ثانيه، في امور مثلا بديله تكون، شو اللي ممكن انت تفيدينهم فيه؟ اول شيء هاشم مشكور على هالسؤال. يس. اثبت انك خريج ماركتينج. بس هذا زين. لانه ما تدري ايش كثر الناس يسالوني هالسؤال وايد يعني على مر السنين، وللحين يمكن في ناس قاعد يشوفونه قاعد يطيحون بهالاغلاط. طبعا التسويق من خلال الانفلونسرز او من خلال المشاهير هذا مو غلط، هذا موجود، هذه الطرق طريقه من الطرق، البلبورد بالشوارع طريقه من الطرق، سبونسرد اد طريقه من الطرق. في طرق وايد حق التسويق. حلو. ما يصير اي واقول لك لا تستعين في انفلونسر، بس اي اقول لك شنو؟ حط كامبين واستعين في الانفلونسر. ليش؟ لان اذا والله بس ميزانيه وهذا الفلان الله يبيع وايد وحطيت عنده، وانا الكونتنت مال انستغرام وايد سيء، فالناس ايش تسوي لي اصلا فولو؟ وانا مثلا ما عندي خطه وما عندي ناس يردون على اتصالات الناس حق الكامبين. يعني هذه صارت وايد، عميل نسوي له كامبين ما عنده احد يستغل، الناس عرفتوا ما زادت مبيعاتي، لان اوبريشن في عندك مشكله عندك. بس انت قلتي جمله مهمه، ان الانفلونسر يكون جزء من الكامبين او حمله التسويق. بالضبط. وليس هو الاساس، لانه راح تحول الى فقاعه، يعني راح تشوف مبيعات باليوم الاول والثاني، بعدين فجاه وراحوا فلوسي وراحوا تاثير لهذا المشهور. نعم. حتى اللي بيسوون فولو بيسوون انفولو بعدين، فانت لازم تسوي كامبين مدروس تستعين فيه بكل وسائل التسويق، ويكون الانفلونسر جزء داعم كبير حق حملتك ويرفع مبيعاتك. جميل. الحين ناس مثل معروفين او مشاهير وعندهم حسابات شخصيه. حلو. شلون يقدر يحول الحساب الشخصي
الى حساب بزنس، يجمع بين الاثنين ممكن؟ ما انصح بهالشيء. نعم. وهالشيء صعب ومستحيل، لان تخيلي انت لما تدفع عليه مع الجمهور، يعني اعطيك مثال بدون ما اشرح حتى راح تفهميني. نعم. لو اعطيك مثلا والله ايلون ماسك قرر انه هو يشيل صورته وحقنا يا معوده بتويته طيح الكريبتوز خسرنا بتويته وحشتي انا كريبتو كرنسي ما اروح صوبه كلش حلو اخاف من كلمه يعني يتاثر فتخيلي انه فجاه حط لوجو وصار ما يطلع وصار يكتب تكست ويعتمد على ما حد راح ينتبه ليش؟ لان الولاء حق الشخص نفسه عرفتي؟ فانك تحول البيرسونال براند الى بزنس هالشيء صعب، بالعكس اصلا انت يكون عندك بيرسونال براند وتبني عليه بزنس براند من خلال اكونتات منفصله او مثلا مشاريع ثانيه تبني عليها، ايلون ماسك ترك كل مشاريعه ما سوى ولا كامبين ولا صرفوا اي فلس حق كامبين، ليش؟ لانه من خلال بيرسونال براند ماله قاعد يسوق حق باقي مشاريعه. ستيف جوبز نفس الفكره. حلو. فكلهم اليوم في الانفلونسرز ما شاء الله الحين بعد قاعد نشوف وايد منهم بنوا مشاريع على اسمهم. لو عندنا امثله في الوطن العربي عادي اقول اي عادي اسماء نجحت فيه مثلا جويل. نعم. جويل مثال وايد ناجح. جويل تمتلك اكبر عياده تجميل في دبي. في دبي وفي الوطن العربي انتشرت ما شاء الله. ترى بلشت من شنو؟ من اسمها. كانت مثلا تطلع مثلا بام بي سي ونشوفها وتسوي برنامج، بعدين فتحت صالون مسكينه خسر سنتين، وبعدين عيادات وكذي. عندنا بعد اتوقع هدى بيوتي. اي طبعا هدى بيوتي. هدى القطان. نعم. تي ان ان. اي لا ما ادري اذا القطان. هدى قطان. هدى قطان. نعم. لا هي تسولف انجليزي ما اتوقع. لا هدى قطان. بس اذا هدى قطان اوجه لها تحيه طبعا صراحة. هي مثال لامراه ناجحه فعلا. احنا عندنا وايد حتى بالكويت يعني ما شاء الله. شيء حلو. وايد وايد يعني تبارك الرحمن يعني ما من كثرهم ما شاء الله ما قاعد يخطر على بالي، بس اكيد الكل الحين اللي قاعد يشوفنا ملاحظين انه وايد اسامي معروفه سووا لهم بزنس منفصل، اما ميك اب ولا عطورات ولا عيادات على اسمهم. صحيح. فهذه قوه البيرسونال براند. اليوم انا اقول اي شخص عندك موهبه ولا تقدر تفيد الناس اهم شيء وتلهمهم، مو بس ان هدفك تكون مشهور، لان الشهره ضريبه، ترى ضريبه انك تكون والشهره شخص ممكن تكون شيء لحظي. شيء لحظي. اي والله. وما ويعني ممكن ضرره اكثر من نفعه. فانت يكون تركيزك يكون فعال وملهم، وبالتالي ان يعني الشهره تكون تحصيل حاصل. هذا الكلام الجميل الواحد يحتاج يسمعه للامانه في ظل هذه الظروف، ان الواحد يحيا بايجابيه ويستمع للكلام اللي يخليه يرتقي في سلم الحياه. هذا نصيحه اخيره اختي عايشة، حابة انك توجهينها، ايش راح تقولين؟ انا صراحة ما يعني ما عندي نصيحة معينة، بس ودي اقول حق الناس حلو ان انت تكون مطلع على ومواكب حق التغيرات الجديدة اللي قاعد تصير في الاونلاين، في البلاتفورمز مال التواصل الاجتماعي، لان شيء وايد يخرع. احنا بيوم وليلة شفنا انستغرام تحول حق تيك توك. صح. فالناس ها زين ريلز شلون استخدم ريلز شلون كذي؟ فانا اقول لهم حاول لو كل يوم تعطي نفسك نص ساعه تتعلم شيء جديد. يعني احنا كماركتيرز او صناع محتوى قاعد نعطي معلومات مجانيه ومن وقتنا ومن جهدنا داخل انستغرام. فانا اقول حق الناس عطوا لو نص ساعه شوفوا الفيديوهات هذه وطبقوا وتعلموا. وانا بالعكس اكونت يعني حق الناس، واي احد عنده سؤال تنصحين في الدورات ولا القراءة أكثر عن ال وايد ناس يقولون ندرس أكاديميا، أنا أقول لهم هذا يمكن هاشم درس أكاديميا وشاف شلون الوضع. في فرق بين الوركشوبس والسيمينارز وهذا والمجال العملي والدراسة الأكاديمية. أي. لكن وايد أأيد أن الشخص ياخذ ورش، يرجع حق أهل الاختصاص يستشيرهم. الحمد لله يعني ناس، أنا وايد أستانس لما أشوف ناس خذوا استشارة وتغيرت حياتهم، قدروا يوصلون حق بزنسهم حق ليفلز يعني ما شاء الله. شنو مع ريلز يوصل حق مليون، ولا مثلا عميله صح. تستغني عن سبونسرد اد ولا يصيرون ترند. حلو. فالحمد لله يا رب. فاليوم دورنا كماركتيرز مو بس والله ان احنا نبيع حكي على قولتهم المسوقين يبيعون حكي، لا احنا نلهم الناس ونساعدهم يحققون احلامهم وهم يطلعون الدخل اللي يعطيهم الحريه الماليه. بإذن الله كل التوفيق لك أختي عايشة سعد، ومشكورة على هذا الكلام الجميل. شكور. أنت اللي مشكورين والله. إي والله. شكرا عايشة، وإن شاء الله ينعاد عليك بالصحة والعافية. شكورة. متابعينا نطلع فاصل وبعد إن شاء الله نكمل ما تبقى من الحلقة.
عشقناها احنا عشقناها وايد عشقناها احنا عشقناها احنا عشقناها وايد عشقناها من يوم فتحنا فتحنا على الدنيا من يوم فتحنا فتحنا على الدنيا احنا عشقناها احنا عشقناها وايد عشقناها احنا عشقناها احنا عشقناها وايد عشقناها من يوم فتحنا فتحنا على الدنيا ومن يوم فتحنا فتحنا على الدنيا الله 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 يخليها لنا الكويت ديرتنا ويحميها من كل شر امين امين الله 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 يحفظها لنا الكويت جنتنا ويحميها من كل شر امين الله 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 يخليها لنا الكويت ديرتنا ويحميها من كل شر امين الله 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 يحفظها لنا الكويت جنتنا ويحميها من كل شر امين هي امنا وهي ارضنا هي هي الكويت هي امنا هي ارضنا هي هي الكويت وهي امنا هي ارضنا هي هي الكويت هي هي فتحنا على الدنيا ومن يوم فتحنا فتحنا على الدنيا الله 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 يخليها لنا الكويت ديرتنا ويحميها من كل شر امين والله الله الله يحفظها لنا الكويت جنتنا ويحميها من كل شر امين امين هي امنا وهي ارضنا هي هي الكويت هي امنا هي ارضنا هي ورجعنا نتواصل معاكم مره ثانيه في برنامج عيدكم مبارك ورابع ايام عيد الاضحى المبارك على شاشه تلفزيون دوله الكويت وراح يشرفنا وينورنا ويكون معانا في هذه الاجواء الجميله اعلامي قدير جميل جدا هامه وقامه اعلاميه انا تعلمت على ايده كنت استمتع للامانه لما اطلع من استديو بالاذاعه واشوفه امامي كنت استمتع لما يشيد ولا يقول كلمه طيبه ولا ينتقد ولا يعدل لان هذا دور الاعلامي الحقيقي وهذا دور كل من يطبق مدرسه الاعلام الشامل يا نجمه بما انك قلت شامل فخلونا نرحب بضيفنا الاعلامي الكبير علي حسن بوشملان حياك الله معانا وعيدك مبارك الله يسلمكم وعيد عليكم وعيدكم مبارك وللمشاهدين والمتابعين لتلفزيون الكويت هذا التلفزيون اللي فعلا يعني ربينا على هذه البرامج المتواصله مع المشاهدين والمتلقين من خلال تلفزيون الكويت والبرامج الخاصه في المناسبات جميل جدا ابو شملان يمكن انت احد الناس اللي عاشوا حياه جميله في ظل اسوار وزاره الاعلام وفي ظل اسوار وزاره في ظل تلفزيون اذاعه دوله الكويت شنو يطري عليك بالعيد قبل وش اللي اختلف وصولا لسنه 2021 والله الشريط يمشي على طول دائما بالمناسبات هذه الذكريات الجميله والرائعه ان شاء الله الحقيقه فعلا يمكن ما يمضي علينا الوقت في هذه المناسبات ايضا تواجد الفريق العمل في كل برنامج من البرامج صحيح. فعلا يعني الكل متعاون الكل يحب العمل وناتي خصوصا البرامج اللي لها اتصال مباشر مع الجمهور فعلا يعني برامج جميله ورائعه وتحمل كثير من الامور
ويتم الاستعداد لها قبل المناسبة بفترة طويلة يعني. فلذلك نطلع نسجل المقابلات خارجية ونجهزها ليوم البث، وكثير من البرامج في الإذاعة والتلفزيون يعني فعلا نفرح في هذه البرامج اللي تواصلنا مع الناس والمباشر مع الناس، وأيضا النزول إلى الساحة بعض الأحيان، النقل المباشر على طول في الأماكن اللي تواجد فيها الجمهور، وهذه من الأمور الجميلة يعني، خصوصا تلفزيون الكويت يعني هو السباق بمثل هذه البرامج. صحيح. أستاذ علي، في يعني سياق الكلام اللي أنت قلته، هذه الأمور كانت تأخذكم من الأجواء الأسرية، جايز يكون عندكم برامج هواء بالإذاعة أو التلفزيون، شلون كنتوا تنسقون الأمور هذه؟ والله ساعات يعني يصير عندك برنامجين، برنامج في الإذاعة وبرنامج في التلفزيون في مثلا عيد من الأعياد، عيد المناسبات يعني الوطنية أو المناسبات مثل عيد الأضحى وعيد الفطر. وفعلا يعني أذكر أنا في الفترات السابقة في البرنامج الثاني بالإذاعة عندي دوام، صحيح، وعندي الافتتاح البرنامج الثاني بالتلفزيون كان الساعة 7، فالختام هناك في الساعة 7 بالبرنامج الثاني والافتتاح عندي في التلفزيون. أشوى يعني كان قبل كنا في الفترة الماضية التلفزيون كان على البحر هناك أيام، صحيح، يوم قصر دسمان، لكن في اليوم بعدين يعني لما صار مجمع وزارة الإعلام التلفزيون يوم الإذاعة على طول أختم البرنامج الثاني في الإذاعة واروح اركض التلفزيون واقعد على طول افتتح المحطه واقدم البرامج. فعلا يمكن حتى الناس يلاحظون يعني ايش في قاعد يناهت يعني، لان اي ركضه من التلفزيون للاذاعه من الاذاعه للتلفزيون عشان افتتح البرنامج الثاني. لكن الاهم شيء ان فريق العمل اللي معاه كلهم يعني اسره واحده ومتكاتفين ومتعاونين كمصورين وايضا مخرجين و فنيين يعني مختلفين. فعلا يعني ممكن انا من الناس اللي رحت التلفزيون طول فتره الدوام ما اروح اقعد بغرفه المذيعين او المذيعات، لان ما كان في مذيعين، كله مذيعات في التلفزيون. نعم. انا الوحيد المذيع اللي في الفتره، فاقعد ويا الزملاء بالفترات الربط، فاقعد وياهم يعني كلنا نقعد نستانس ونمرح ونفرح في مثل هذه المناسبات، خصوصا يعني البرامج اللي اللي فيها تسجيل خارجي. صحيح. أنا أذكر من الأمور الحلوة مرة طلعنا نسجل حق برنامج من البرامج، برنامج لقاء الخميس أعتقد والله، فرحنا نصور في سوق واجف، سوق الحريم. حلو. هناك فكل ما نتفق ويا واحدة من اللي يبيعون هناك ما توافق، فقال المخرج إيش رأيك نفتح الكاميرا وندش عليهم. ندش عليهم. هم أمام الأمر الواقع. قلت له يلا، فتح الكاميرا ودخلنا، قلت نرحب بكم من سوق واجف الآن في مثل هذه المناسبات، يسعدنا أن نلتقي مع الخوات هنا. أول واحدة جيتها كان أقول لها معك تلفزيون الكويت، وإحنا كانت تقول لي أدلف على الهواء أدلف ما بي، والله مرة كبيرة يعني. فهذه المواقف المحرجة اللي ما تنسي والعمل الإعلامي يعني أبو شملان دائما يحتوي على مواقف خلنا نقول حلوة الواحد ما يقدر ينساها، فالإنسان يصير عنده تعلق وحب لهذا العمل. الحين إحنا نبي نسأل أبو شملان، شنو سر تعلقك بالإذاعة وخاصة البرامج الثقافية والبرامج الجميلة اللي تقدمها على مختلف الإذاعات وخاصة إذاعة القرآن الكريم؟ نعم الحقيقة يعني سر حب ميكروفون الإذاعة. نعم، عشقنا الأول هو الإذاعة يعني، بالرغم من التلفزيون وما لها من يعني جاذبية. نعم. وأيضا تعارف أكثر مع الناس، إلا أن الإذاعة تبقى دائما في دمنا، لأن صحيح. بداياتنا كانت بالإذاعة، والإذاعة من يعني الإذاعات الشعبية، إذاعة البرنامج الثاني كانت في السابق يعني لها تواصل مباشر مع المستمعين. كذلك لما تم افتتاح إذاعة القرآن الكريم يعني أتشرف بأن أنا أول مذيع عين في إذاعة القرآن الكريم كمذيع، حتى موجود اسمي بالقرار في إنشاء إذاعة لها مذيع المحطة إذاعة القرآن الكريم علي حسن، وهذا شيء يعني شرفني، لأن كنت أنا في مدرس في وزارة التربية. صحيح. وكنت مدرس تربية إسلامية، فيعني خذوني على أساس أن أنا في الإذاعة، وتشرف أني أنا يعني عملت في إذاعة القرآن الكريم ولا زلت أعمل فيها في البرامج المختلفة، خصوصا برنامجنا واحة المستمعين، واليوم واحة المستمعين من البرامج المنقولة على التلفزيون أيضا. صحيح. في قناة إثراء الفضائية. ففعلا هذه البرامج يعني الجميله اللي دائما تربطنا بالاذاعه، خاصه بالمناسبات لما يكون اتصال بيننا وبين الجمهور ونحط المسابقات وايضا الاسئله، كثير من الامور، وحقيقه يعني الناس يثقون فينا
بوجودنا في هذا المكان، يعتقدون بأن المذيع أو المقدم للبرنامج يقدر يحل كثير من المشاكل، ما يدري أن احنا أيضا نحتاج من يحل مشاكلنا يعني في يعني معاملات. فوايد وايد ناس يتصلون فينا يقول والله عندي المعامله الفلانيه وكذا خارج طبعا المباشر، فودنا تساعدونا في ساعدنا في عمل يعني ايضا واسطه عشان يعني تمشي معاملتنا. يبيك توصل صوته لكن مو على الهواء. اي والله. جميل، وهذا التاريخ اكيد يشهد لك ان شاء الله ويعطيك طولة العمر وتكمله استاذنا الغالي. لكن انت ايضا عملت على تدريب الإعلاميين الجدد اللي كانوا حابين يدخلون الإعلام، هل لا زلت تقدم دورات؟ لا والله الدورات لا الحين، يعني احنا التزامي بالبرامج المباشرة عندي برنامجين. نعم. فالوقت ما يسمح يعني، لذلك يعني ما متى ما يكلفون الإخوان نقوم بتدريب المذيعين. أيضا يمكن في جامعة الكويت في سنة من السنوات يعني أيضا عملوا دورة فكنت أنا مشارك وياهم، بس أنا كان دوري يعني في الدورة هذه يعني دروس عملية، فكنت أجيب أحضر الطلبة اللي كانوا بالجامعة في الإذاعة وكلفهم بأنهم يعملون برامج أيضا يشاركون في التقديم، وكأن فعلا يعني فعلا يمكن كصحفيينهم أو الإعلاميين يعني دائما يحتاجون إلى التدريب العملي الميداني. صحيح. ولا شك أن التدريب الميداني له دور كبير يعني، ولا زال كثير منهم يتذكرون يقولي والله أول مرة أدخل الإذاعة، أول مرة أسوي برنامج، أول مرة أشوف يعني أيضا التعامل مع الجمهور من خلال برامج الإذاعة أو كذلك التلفزيون. حلو، يعني لو في مثلا إعلامي مبتدئ حاب يدخل الإعلام، نصيحة بما أنك تعطي دورات. والله أنا أهم شيء عندنا أقول لك من الصفات اللي تميز الإعلامي والمذيع الالتزام. يعني الالتزام، إذا كان الالتزام هذا أهم درس وأهم يعني فرصة أو نقطة أنه يكون ملتزم دائما. صحيح. لأن تدري فريق العمل قاعد ينتظرون المذيع المفروض أول واحد، بعض الأحيان البرامج يعني البرنامج يبتدي الساعة 7 إحنا نقول نكون الساعة 5 موجودين، يعني حتى أنا أروح حتى الحين عندي برنامج الساعة 6-7 بالليل تلقيني من الساعة 5 موجود أنا. فلذلك يعني الالتزام أهم شرط من الشروط. بعدين الأمور الثانية سهلة يعني يمكن يقضي عليها الإنسان بالتعامل والممارسة. الآن بعض الأحيان اللي حطوا لي برامج قديمة أنا ما ودي يحطونها بعض الأحيان لأن فيها أخطاء يعني، لكن مع الممارسة الواحد يكتشف كثير من الأمور وفعلا يقول شلون أنا غلطت هالغلطة هذه. الإنسان يتعلم من الممارسة يتعلم. ومن صحيح وبعدين من أهم شيء إنه شنو يسأل الإنسان، أهم شيء إنك تسأل يعني. نعم. قبل لا تطلع الهواء وتنفضح قدام الناس بالغلطة هذه. نعم. يعني تسأل الشخص المختص سواء في الموضوع اللي راح ينزل أو في الجانب اللغوي أو من أي جانب من الجوانب حتى فعلا أنت تطلع بالصورة مكتملة، هذه الصورة اللي فعلا يظهر من خلالها إنسان للناس وهو فعلا مذيع، لكن سائل 100 واحد قبل لا يدش يقدم الفقرة. أنا أشوفكم محظوظين، أنتوا جيل ما كان في سوشيال ميديا، جيل ما كان في سوشيال ما تتوثق المقاطع والأخطاء وإنه هذا في السوشيال ميديا، لأنه حاليا الوقت صاير ما يرحم يعني يهدون جميع محاسن الشخص، ينطرون زلة واحدة عليه عشان ينزلونه في السوشيال ميديا. احنا نقول اخذوها سالفة ميزان يعني، قيسوا الأمور الطيبة الجميلة اللي هي خلونا نقول معنية بالتقديم الإعلامي وابتعدوا عن شخوص الناس. بشملنا برد وياك شوي بالزمن، وندري أن عندك تعلق في أكثر من برنامج، لكن أكيد في هذه المسيرة الحافلة الجميلة هناك برامج أنت ما تنساها. نعم. حسيت أنها صارت جزء منك، شنو هي هذه البرامج على مستوى التلفزيون وعلى مستوى الإذاعة؟ والله في التلفزيون برامج كثيرة يعني، عندك لقاء الخميس، استراحة الجمعة، صباح الخير، مساء الخير. صباح الخير لما كان قبل يعني الصبح وبالاستديو نكون حتى الشمس هذه اللي يحبونها الشمس القديمة اللي هذه ما تنسي يعني، هذه اللحظات وهذه البرامج الجميلة بالتلفزيون ما زالوا الناس يذكرونها ويبونها، مثل برنامج لقاء الخميس واستراحة الجمعة. استراحة الجمعة كان عجيب. نعم. جدا، وهم أول ما بدأ صباح الخير وبعدين مساء الخير. في الإذاعة هم كثير بالبرامج، خصوصا البرامج اللي لها اتصال مع الجمهور، من البرامج اللي فعلا يعني المستمع مع التحية، اسمه برنامج اسمه المستمع مع التحية ومعكم في كل يوم، برامج جميلة جدا. ساعات تصير عندنا يوم الجمعة يوم مفتوح.
يصير مجاميع، احنا كل مجموعه تستلم فتره من الفترات من الصبح للظهر، الفريق الثاني من الظهر ل يعني يصير بث مباشر، وفعلا يعني يصير تواصل مع الناس. حلو. ويمكن ارتباطنا بالاذاعه والتلفزيون، يمكن حتى عيالنا، انا اذكر من الامور اروح الصبح الدوام بالمدرسه، اطلع سيده من المدرسه اروح سيده الاذاعه، عقب الاذاعه اكمل بالتلفزيون لليل. يعني حتى لدرجه ان ام العيال تقول لي الحين لو انت تطق الباب ناس مفتاحك وتطق الباب يفتحون العيال، يقول يمه اللي يطلع بالتلفزيون جاينا، ما يدرون انك ابوهم. يعني لهالدرجه. بالضبط. الطلبه اللي كنت تدرسهم استاذ علي، شلون كان تفاعلهم معك وانت تدرس بالحصه يعني وبنفس الوقت تطلع بالتلفزيون؟ بالعكس، وهم يبوني ساعات في المنطقه، المدرسه فيها، المدرسه في المنطقه اللي انا ساكن فيها، يجوني حتى للبيت. ساعات يجون للبيت يطقون الباب، اقعد اسوي الوسائل، يقعدون يشتغلون معي لان يحبون التلفزيون ويحبون الاذاعه فيتابعوني. حتى انا انحرج بعض الاحيان، مره طلعت من المدرسه شريت من راعي البرد، شريت لي برد، كان طالع استاذ مذيع ياكل برد، مذيع ياكل برد. كثير من المواقف، يعني انا اذكر من المواقف اللي ما انساها، كان عندي يوم من الايام في يوم الجمعه كان عندي افتتاح المحطه التلفزيون الكويت في استديو 160 الموجود الحين. فدخلت اقدم البرنامج، اعرض البرنامج، وانا قاعد اقدم البرنامج واسمع صوت خروف يبنبع، وانا اعلي صوتي، وهذا بالاستديو ابو شملان، بالاستديو انا اقدم زين. وكل ما شوي، لا اول شيء اكو ديش كان يسمع، قام ديش، بعدين صوت الخروف، وانا علي صوتي قاعد استعرض البرامج، شوي ولا صوت خروف، شوي ولا مكرم السامع ولا صوت حمار. تطور الموضوع. يوم قدمت وخلصت حتى واحد دقه، ولا شنو، الباب الخدمات مفتوح وعندهم عمل في استديو 800، فيايبين تكرمون الحيوانات، عندهم مشهد فحاطينهم في المحصار اللي ورا استديو 160. والباب مبطل، حتى واحد دق يقول انت وين قاعد تقدم من صليبيه هناك في الاواخير ولا كذا، اسمع صوت حيوانات. فقلت لا، هذه مؤثرات صوتيه. مؤثرات صوتيه هذه، ومش الموضوع. ومش الموضوع. يمكن نجله هذه الامور يعني تخلي الانسان يتعلق ويحب يعني عمله، وتخليه يعني دائما يعني دائم التعلق في عمله ودائم التعلق في مجاله اللي هو يحبه. ابو شملان، دائما يقولون ان الاعلامي اللي ما عنده شغف وما عنده حب للاعلام لن يكسب الشهرة، ولن بالكويت نقولها ما راح يمشي في مجال الإعلام. إذا هو كان رايح فقط للشهرة أو رايح فقط للبريق الإعلامي، إذا ما كان عنده شغف تجاه عمله وما كان في حب صادق، يقولون عمره ما راح يطلع. إيش رأيك بهالكلام؟ والله كلام صحيح 100%. لكن إحنا لما هنا حبا في العمل، حبا في المجال الإعلامي، يعني في كمذيع في الإذاعة أو في التلفزيون، لكن عمرنا ما فكرنا بالشهرة. صحيح. ولا من الناحية المادية. لأن أول ما اشتغلنا بالإذاعة وطلعنا وكذا، عقب فترة كان يقول لي راجع المحاسبة، يبونك لك مكافأة. قلت أي مكافأة؟ قال لك مكافأة. أروح رحت قلت لهم، كان يقول لك مكافأة، وقع هني واستلم. اعطوني ظرف، اذكر الظرف هذا اول مكافاه اخذته قبل كاش عمي، ها؟ اي، اعطاني المكافاه بالظرف. ليش؟ كان يقول هذا نظير، يعني ايضا مكافاه لك يعني. نعم. عملك. قلت لهم انا الحين جاي بالاذاعه والتلفزيون عشان انا المفروض انا اعطيكم عشان اطلع يعني. فاقول لا، احنا اللي نعطيك. طالب بالمكافاه 14 دينار. أوه. الله، ذيك الساعة 14 دينار بالسبعينات كان شيء يعني جميل. كان المعاش 160، والمكافأة 14 دينار، يعني هذه مكافأة خير ونعمة. وأول مكافأة استلمتها الله يبارك. وما زلت أذكر يعني هذه اللحظات. فعلا واحد لما يأتي للشهرة لا يمكن أن يحقق هذه الشهرة، لكن أيضا من خلال حبه وعمله وشغفه في العمل في المجال الإعلامي. والله كنا إحنا قبل في السابق قبل لا أدخل الإعلام، يوم كنت صغير كنت أحب الإذاعة، كنت دائماً حريص على أني أسمع الإذاعة وأفتح الرادو. كنت أول ما أقعد الصبح أفتتح إذاعة الداخلية بيني وبين نفسي، أقول الآن يبدأ معكم إرسال وكذا، بينك وبين نفسي، بيني وبين نفسي، ونبدأ بالقرآن الكريم، وأقعد مدة يعني مدة ربع ساعة، بعدين نقول صدق الله العظيم، والآن نقدم لكم عرضاً لبرامجنا لهذا اليوم. يعني بيني وبين نفسي، حتى بعدين اللي صار طلعت برا اشوف الربع يلعبون، اقول والان ننقل لكم مباراه كره القدم.
واقعد اعلق، حتى واحد يقول ايش فيه، قاعد يكلم نفسه بروحه بينه وبين نفسه، فواحد يدرب نفسه صحيح. ويحقق رغبته وهوايته، هذا الشغف، هذا اللي يسمونه الشغف. هذه من الامور اللي الانسان دائما يعني يتذكرها دائما في نعم. لكن بالمقابل هل العمل الاعلامي فطري في الانسان مثل ما انت ذكرت الحين انه شلون انت قاعد تعيش الدور والاحساس، ام فعلا ممكن يكون عمل مكتسب اي شخص ممكن يتعلمه ويقدم على الشاشه؟ والله حسب رغبه الانسان واستعداد الانسان، عنده استعداد نعم. بعض الاحيان يكون، وبعض الاحيان فعلا يمكن يسعى لهذا الامر. يعني من الامور اللي اذكرها دائما يعني في المجال هذا، يعني في احب ما انا اجمع المجلات القديمه والجرائد، لا زالت عندك؟ لا زالت اجمع واخذ الفقرات اللي موجوده واعملها كبرنامج يعني. أوكي. وانا اقدمها بيني وبين نفسي، وساعات اول قبل لا نطلع بالتلفزيون اقعد قدام المنظره واقعد اقدم، انا بروحي ادرب نفسي شيء. اتمنى امنيه كانت عندي ما شاء والحمد الله تحققت هذه الامنيه من خلال اسويها انا على مدى على مدى قبل مدى قبل اليوم. قبل ما تطلع الاعلام هل تخيلت نفسك؟ بقول لك سر، انا اقدم في اذاعه المدرسه من وانا باولى ابتدائي. ايوه هذه من وانا باولى ابتدائي المدرسه هذه بروحها. أيوة هذه بروح المدرسه. انا اذكر بالمدرسه فعلا مدرسه النجاح، اشتغلت باذاعه المدرسه يعني بالنشاط، وكنا الصبح اروح احضر الصبح عشان احط القران في الطابور، ايضا اقدم برامج لهذا. وحتى يوم خلصنا من يعني صرت مدرس استلمت النشاط الاذاعي ما شاء الله والنشاط المسرحي. كنا نحب هذه الامور يعني، ايضا اللي فيها مثلا شيء يحقق الرغبه الداخليه اللي عندك انت، حبك لمجال الاعلام وفريق المسرح والتمثيل. وكنا فعلا يعني حتى يوم رحت مع معهد المعلمين هم اشتركنا في فريق التمثيل وقدمنا مسرحيات، يعني واصلنا عملنا ودربنا انفسنا، وحبنا يعني دائما للاعلام يجعلنا نسعى وراء مثل هذه الامور والانشطه اللي نحبها سواء الاذاعه او التلفزيون او المسرح. ما شاء الله يعني ابو شملان لا زلت تقدم يعني من يعني اجمل الاشياء على الاذاعه وعلى التلفزيون، ولا زلنا احنا ننهل من هذا الماضي الجميل ونتعلم منه. ابو شملان شلون تتنبأ للشخص اللي امامك ان هذا فيه بذره اعلامي ناجح، ان هذا يناسب انه يكون مذيع، أو أن تقول لا والله خلي أشوف له شغلة ثانية؟ شلون تنبأ التنبؤ هذا؟ والله هو على الحوار، على أيضا الكلام، على حب الشخص هذا أيضا للتعامل مع الآخرين. يعني نشوفه تحس أنه والله تقول هذا والله في مثل ما تقول يعني جانب معين ممكن يصير مذيع، ممكن يصير مذيع مثلا أخبار ولا مذيع حوارات ولا لقاءات ولا صحافة. أنا أذكر حتى ممكن هذا في يوم كنت ثالثة متوسط رحت قالوا بيقدمون يبون المعهد العالي للفنون المسرحية يبون يسوون معهد، فقلت أنا ودي أروح، ورحت فعلا المسرح هناك علشان يختبرون يعني. كان الأستاذ الله يرحمه زكي طليمات، زكي طليمات هو اللي يسوي المقابلات مع مجموعة من الفنانين يعني الناس الموجودين المختصين. طلعت على المسرح قال لي تفضل قدم ايش عندك، قلت اسمي فلان كذا كذا وعندي قصيده قلتها بطريقه يعني باللغه العربيه، قلتها بطريقه وتمثيليه يعني حلو، كان يقول برافو عليك، بس ودنا نسالك كم سؤال قبل لا يعني نجيزك يعني على اساس تدخل المعهد. كان يقول لي هذه القصيده من له؟ قلت له الشاعر معروف الرصافي. كان يقول صح، طيب معروف الرصافي من وين؟ أنا هني ترتبكت يعني معروف الرصافي أكيد من العراق، ولكن هذيك الساعة يعني تونا بعدين، كان أقول له من مصر، كان أقول له برافو، قال خلاص روح اتعلم بعدين تعال قدم مرة ثانية. أي والله على هالسؤال واحد ما يعني الموضوع مو فقط إلقاء. أيوة. صح. الموضوع ثقافة الموضوع واطلاع. نعم. يمكن هذه هي أهم مواصفات الإعلامي نقول. نعم صحيح. وبعدين انا كنت عملت بالصحافه يعني ايام وانا ادرس، عملت بالصحافه بجريده الراي العام القديمه. نعم. عملت فيها مخبر صحفي، وكنت اروح اتلقى الاخبار واكتبها، وافرح لما يكتبون حددوا لي وزاره الاوقاف، حددوا لي مجلس الامه ومتابعات يعني مختص فيها، فلما يكتب كتب علي حسن، والله مستانس مستانس يكتبوا بالصفحه الاولى كتب علي حسن. وانا شنو اللي ناقل الخبر وكاتبه اجتمعوا وكذا وحضروا وقرروا وكذا. نعم. ففعلا يعني الصحابه هم ايضا من الجوانب الجميله. كنا بالمدرسه نسوي المجله الحائطيه هذه، صح مجله الحائط، اي والله، ونجددها دائما. وبالمسرح نفس الشيء، اذكر المسرح لما رحنا في مدرسه النجاح
قدمنا تمثيليه اخذوها وقالوا لنا بتروحون برنامج ماما انيسه وهم تقابلكم ماما انيسه، ورحنا هناك بالتلفزيون يوم كنا على البحر قبل هناك وقدمنا فقرات. يعني فعلا الواحد ما ينساها، لحظات جميله حققت جانب يعني رغبه كبيره في الانسان انه شايف نفسه فعلا قاعد يحقق شيء وهو تمناه، وفعلا حققنا هذا الشيء من خلال تواصلنا في البرامج وايضا في سواء على مستوى الاذاعه او مستوى التلفزيون او مستوى الصحافه. الف الحمد لله. ابو شملان، بولند يقول لك ينفع يصير مذيع؟ بولند ينفع يصير مذيع؟ الله يرحم ابوه استاذنا محمد بولند الله يرحمه، كان من المصورين الملتزمين وكان هادي وحبيب، كان عندنا واحد كله يسوي مقالب، ما بقى احد ما سوى في مقالب، حتى محمد بولند الله يرحمه ما سلم من مقالب. عبد الكريم بولند، عبد الكريم بولند اي ابو محمد، عبد الكريم بولند يعني من الناس اللي فعلا يعني صراحه ما ننسى دائما يعني نترحم عليه، لكن كان فعلا انسان هادي وحبيب، وكانوا الناس اللي يشوفونا بالتلفزيون يعني يعرفون هذا الانسان الصامت الجميل لكن اخلاق عاليه. لكن هذا الشخص اللي يسوي المقالب بقول اسمه فاضل الصفار، ما بقى احد ما سلم من مقالبه. للحين يقعد بديوانيه قاسم الصراف بالدسمه ويسوي مقالب الى الان. الى الان اي والله، حتى مره من المرات اذكر رحنا نصور استطلاع في حولي، اذكر جاوا الشباب يفتحون باب السياره اللي ورا بيدخلون الاغراض، كان يفتح الباب ويصفق السياره اليمنى وحاشقه. سياره المدير طلعت، مدير المركز اللي احنا مسوي المقابله وياه. يوم قال لازم نعتذر منه، هذا فاضل قال لازم نعتذر منه. يوم قالوا له اسفين ترى احنا علي حسن فتح الباب وحاش لها، مو انا اللي كان يقول لا خلاص ما دام علي حسن خلاص. انت الواسطه اذا فاضل الصفار هو يعني مشكله مقالب من مقالب ما شاء الله. استاذ علي، ايضا انت عاصرت التلفزيون خلينا نقول في بداياته وفي الاذاعه وحاليا انت لا زلت ايضا موجود وان شاء الله دائما موجود. الله يسلمك. ليش في نظرك الناس دائما تحن للفتره القديمه؟ ليش يقولون المذيعين كانوا غير، البرامج كانوا غير؟ يعني حاليا يمكن في تنوع اكثر، في مواضيع اكثر شامله، لكن لا زالوا الناس يحنون للماضي، شنو كان السر؟ والله السر انه يعني قبل يمكن وسائل الاعلام قليله، يعني مثل ما اقول ما في سوشيال ميديا مثل الان محدوده صحيح، فلذلك كانت العين والاذن على اذاعه الكويت والعين على تلفزيون الكويت وما يقدم البرامج، وفعلا الناس كانوا يحنون يحبون مثل هذه البرامج ويحرصون على تلفزيون الكويت مشاهدته، خصوصا هو التلفزيون الوحيد كان في المنطقه يعني في من الـ من الـ من الزمن السابق. قبل انا اقول دائما الان حطيت نفسي يوم من الايام واقول يعني كل وقت كل شيء بوقته زين حلو جميل صحيح، ذاك الوقت حلو وكنا ننظر للمستقبل، لكن ايضا الان البارحه قاعد افكر قاعد اقول مثلا الانسان يقول ودنا نرد للماضي الجميل الحلو الزمن الجميل، فعلا الله حقق لك هذه الامنيه ورجعت الايام القديمه، لعشت بالايام القديمه تقول الله ما كنت انا عندي بيت وقاعد ويا عيالي وهذا واشتاق لهم ودي اروح لهم. لذلك شوف الانسان ما يعني لو يرد للماضي يتذكر الوقت اللي هو فيه الحين صحيح، والان يعني الواحد اللي قاعد وده يشوف المستقبل ايش فيه صحيح. فلذلك دائما الانسان عنده طموح وعنده كثير من الامور، احنا نقول الماضي الجميل حلو وهذا الوقت الحالي هم حلو صحيح. والقادم احلى ان شاء الله، احنا دائما القادم احلى واجمل ان شاء الله، والتفاؤل حلو يعني دائما الانسان يدعو الى التفاؤل والمحبه. يقولون كل الزمن الماضي الجميل فعلا جميل وحلو بما فيه يعني من الناس الأشخاص والأشياء والأحداث، لكن أيضا الحاضر هم حلو جميل ومستقبلنا إن شاء الله يكون أجمل، ونقول دائما القادم أجمل بإذن الله وكل وقت ولا حلاوته. وشملان الشيء بالشيء يذكر، برنامجنا اللي قاعدين نقدمه أنا وأختي نجلة ومجموعة المذيعين اللي ويانا اسمه عيدكم مبارك. نعم. وامس الاعلاميه الجميله دعاء عبد الرحمن منزله فيديو جميل جدا لبرنامجكم انت ابو شملان ودعاء عبد الرحمن، عيدكم مبارك. كان لكم برنامج اسمه عيدكم مبارك، خلينا نسولف عنه. اي نعم، يعني من الاشياء كثيره يعني في الخاصه بالاعياد، يعني كل عيد تلقى مجموعه جديده وايضا مذيعات، يعني انا الوحيد قبل كنت في التلفزيون المذيع الوحيد يعني، فيعني يصير اقدم اكثر من برنامج تلقاني الصبح في صباح الخير والليل بمساء الخير، ولقاء الخميس تلقاني موجود، استراحه الجمعه لانه كنا وكل المذيعات يعني كانوا زميلاتنا يعني دوله شوقي
وأمينة الشراح ومجموعة كبيرة يعني مذيعات سهام مبارك. نعم. يعني كانت يعني فعلا مجموعة. كذلك بالإذاعة في برامج كثيرة نتذكرها إلى الآن، يعني أيضا تجمعنا مع زميلاتنا المذيعات والمذيعين اللي يعني فعلا نعتز ونفتخر أن تعاملنا معاهم، ودعاء عبد الرحمن من المذيعات اللي فعلا يعني إلى الآن هادية وجميلة بما تقدم يعني أيضا. صحيح. والحضور اللي عندها. صحيح. بالأمانة استمتعنا جدا يوم شفنا الفيديو هذا الجميل أمس، يعني كان فيديو جميل رائع. إيه. يعني أبو شملان يعطيك العافية على الثقة الجميلة الحلوة اللي عطيتنا إياها، كونك نورتنا وشرتنا اليوم في برنامج عيدكم مبارك. طبعا اكيد عفوا، وايضا حبيت تقول كلمه اخيره لجمهورك اللي اكيد هم الحين فرحانين بهذه الطله على الشاشه. انا اقول اهم شيء انه يعني انا يعني اهني تلفزيون الكويت الحقيقه على مثل هذه الطاقات الاعلاميه الجميله. شكرا. الرائعه مستقبلك. وكل من يطلع بالتلفزيون واذاعه الكويت يعني الحقيقه فعلا يعني ما يطلع الا من خلال الثقه والمحبه، ويمكن تشوفون ردود الفعل الناس يعني ايضا متابعه تلفزيون الكويت بالرغم من وجود محطات كثيره، لانه يبقى تلفزيون الكويت وكذلك اذاعه الكويت من الصروح الاعلاميه الجميله الرائعه اللي تثبت انه فعلا هي تحتوي الشباب وايضا الجيل الحالي. وفعلا يمكن احنا نحسدكم احنا ايضا انتم الان في الوقت الحالي من خلال وسائل التواصل انتم موجودين، ففعلا يعني يمكن الناس بالرغم من وجود الوسائل التواصل الا ان يحرصون على مشاهدتكم، وانتم ايضا يعني تعتبرون رموز من رموز الاعلام الكويتي. شكرا. من خلال تقييمكم انتم وايضا زملائكم في تلفزيون الكويت سواء في المجال الاخباري او البرامج الحواريه او البرامج المباشره. يعني استاذ علي ما عندك انستغرام؟ والله عندي بس ما اعرف اتعامل معها. يعني مو متواجد على السوشيال ميديا؟ بلى بس خفيف خفيف. يعطيك العافيه. لا سناب شات ولا عندي موجودين بس ما اعرف اتعامل معهم. يعطيك العافيه استاذ علي، شكرا على وجودك وينعاد عليك ان شاء الله بالصحه والعافيه. كل عام وانتم بخير. ومن هذا اللقاء الجميل والرائع مع هذه الهامه والقامه الاعلاميه الجميله الاستاذ علي حسن ابو شملان استمتعنا بالحوار معاه، راح ننتقل حق فاصل صغير ونرجع نتواصل معكم مره ثانيه على شاشه تلفزيون دوله الكويت القناه الاولى، خليكم معنا. مشاهدينا حاليا معنا اتصال مع القنصل في جدة الأستاذ وائل العنزي، حياك الله معنا. يا هلا حياك الله، أسعد الله صباحكم، حياكم الله. يسعد صباحك وعيدك مبارك بمناسبة رابع أيام عيد الأضحى المبارك، ينعاد عليك كل سنة بكل خير وكل عافية أستاذ وائل. كل عام وأنتم بخير وصحة وسلام، الله يطول لي عمرك ويبارك فيك اخوي هاشم واختي نجلاء، حياكم الله وكل عام وانتم بخير باذن الله تعالى. الله يحييك ويبقى. وانت بخير استاذ، وان شاء الله ينعاد على كل المسلمين بالخير والصحه والعافيه. طبعا اليوم يمكن اهم موضوع حابين نتكلم فيه معاك هو عن الحج هذه السنه اللي اقتصر على المتواجدين داخل المملكه العربيه السعوديه، وطبعا وصلتنا اكيد اخبار النجاح الهائل لهذا الموسم والاخبار الجميله ان هناك لم تكن اي اصابات كورونا بين الحجاج. يا ريت تعطينا مزيد من التفاصيل عن هذا الموسم.
اسمحي لي الله يحفظك اختي نجلاء واخوي هاشم، انا اقتنم هذه الفرصه الله يحفظكم من خلال برنامجكم ان نتقدم نيابه عن اخواني اعضاء قنصليه دوله الكويت في جده، وايضا بالاساطة عن نفسي ان نتقدم الى سيدي حضره صاحب السمو امير الولايات المفدى الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، والى سمو ولي العهد الشيخ مشعل احمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، والى سمو رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، والى الشعب الكويتي، والى كل من يعيش في ارض دوله الكويت نقول لهم كل عام وانتم بخير من خلال برنامجكم المميز. ولله الحمد والله الحمد والمنه نجاح من قطع النظير لحد هذا العام الحمد لله. رغم الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم كله، إلا أن السعودية حرصت كل الحرص على إتمام هذه الشعيرة وهذا الركن الخامس من أركان الإسلام بكل مهنية عالية. وأيضا أختي اسمحي لي أيضا أن نتقدم بأعر التهاني والتبريكات للمملكة العربية السعودية قيادة وشعب على التنظيم الدقيق والنجاح الكبير الذي تحقق لموسم حج هذا العام، والذي جاء بفضل من الله ثم بفضل الرعاية الكريمة التي أولاها خادم الحرمين الشريفين وحكومته الرشيدة ممثلة في كافة الوزارات والقطاعات والجهات المعنية التي كرست كافة الطاقات والإمكانيات لخدمة حجاج بيت الله الحرام بكل إخلاص وتفاني، على الرغم يعني من التحديات والظروف الاستثنائية المرتبطة في استمرار جائحة كوفيد 19. نعم صحيح استاذ وائل، اللي عانى منها العالم كلها. صحيح، عشان كذي يمكن الشيء بالشيء يذكر، فاحنا كنا حابين يعني نسألك عن طبيعة خلنا نقول التعايش في ظل هذه الظروف بهذه المناسبات الاجتماعية اللي قاعدة تمر عليكم وانتم خارج دولة الكويت وهناك جائحة عالمية، لكن القلوب إلى الآن ما شاء الله سمحة وشرحة وقادرة تعيش في ظل هذه الظروف، أبيك تسولف لي. الحمد لله، أبشرك الأمور طيبة، وبدت الأمور الآن الحمد لله، بدت نهاية النفق إن شاء الله، بدأت يضح النور إن شاء الله، والأخبار إن شاء الله جيدة في ظل تعاملنا سواء في الكويت ولا المملكة العربية السعودية ولا دول مجلس التعاون الخليجي. هناك حرص كبير جدا من القيادة ومن المسؤولين ومن الجهات المسؤولة في الصحة على متابعة الحديثة لكل تطورات هذا المرض وأخذ الإرشادات والتعليمات محل جد، لأن هذا الفيروس يعني مؤذي والله. صحيح. الحمد، بس الحمد لله قدرنا نتغلب إن شاء الله عليه، وإن شاء الله بإذن الله تعالى نبشركم إن شاء الله أن السنة الجاية راح يكون الكابسيتي أو الطاقة الكاملة للحج إن شاء الله بإذن الله تعالى إن شاء الله نتمنى أكيد بإذن الله. لو نتكلم شوي عن الحجاج الكويتيين هذا الموسم، هل كانوا متواجدين بكثرة أم لا؟ أختي أنت مثل ما تعرفين السنة هذه هي السنة هذه استاذ وائل مقتصرة على الحجاج المتواجدين في السعودية، لكن كان في بعض الحجاج من الكويت. نعم، وانا الله يحفظك من خلال تواصلنا مع المسؤولين في المسؤولين عن الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية حاولنا حاولنا التواصل مع اخواننا. تعرف النظام هذا الحج السنة هذا حج رقمي وحسب المسار الإلكتروني، وكانت مختصرة فقط على من هم متواجدين في المملكة العربية السعودية. فبالتالي حتى عملية الحصول على كم مواطن كويتي من الصعب، أو كم مواطن من أي دولة أخرى صعب، لأن حسب المسار الإلكتروني وتم اختياره وفق معايير خاصة راعت فيها كل الظروف. وأيضا المسؤولين في وزارة الحج والعمرة حرصوا على أن يكون كل الحجاج، طبعا قدمت ما يقارب نصف مليون حاج، تم اختيار 60,000 وفق النظام جديد رقمي،
فبالتالي حتى الحصول، بس انا اتوقع من 10 إلى 15 حاج كويتي تقريبا. الحمد لله هم المتواجدين. وفقهم وقضوا الحمد لله. كانت فرض الجميع. كانت مميزه. سبحان الله، المملكه العربيه السعوديه حرصت كل الحرص على ان تكون تستمر هذه الشعيره حتى في ظل الظروف الاستثنائيه، وكل تقديم للخدمات اللي قدمتها حكومه خادم الحرمين الشريفين لحجاج بيت الله الحرام. لله الحمد والمنه. زين، السؤال اللي يتبادر على ذهن اي شخص قاعد يطالع اللقاء هذا، العمره حاليا متوقفه بسبب القرارات الصحيه، هل من بوادر جديده؟ هل من اخبار حق الناس اللي حابه تروح بيت الله تعتمر غيره؟ ان شاء الله باذن الله راح تصدر تعليمات جديده بعد الحج، سيتم باذن الله الاعلان عنها من خلالكم او من خلال التواصل الاجتماعي، راح يبلغونا عن البروتوكولات الجديده في مناسبه العمره ان شاء الله باذن الله تعالى. نعم استاذ وائل العنزي، كلمه اخيره حاب توجهها في هذه المناسبه. الله يبارك فيكم، كل عام اختي نجلاء واخوي هاشم كل وانتم بخير وصحه وسلامه، ولقيادتنا كل الخير والتوفيق باذن الله تعالى، وعام عيد مبارك للجميع ان شاء الله. ايامك سعيده وينعاد عليك كل سنه بكل خير وصحه وبركه. قنصلنا في منورين الله يحفظكم. الله يسلمك. منورين الله يحفظكم، وعسى الله يوفقكم والسلام للجميع باذن الله تعالى. قنصلنا في جده الاستاذ وائل العنزي من قنصليه الكويت في جده في المملكه العربيه السعوديه، كل الشكر لك على هذه الكلمات الطيبه وعلى هذه المداخله الجميله على شاشه تلفزيون دوله الكويت وبرنامج عيدكم مبارك. فاصل نرجع نتواصل معكم بعد شوي، خلكم معنا. كل عام وانتم بخير، كل عام وانتم بخير، كل عام وانتم بخير، كل عام وانتم بخير، ضحكة فرح من كل قلب يا أحلى عيد، ضحكة فرح من كل قلب يا أحلى. بنادم اليوم يزور أهله، بنادم اليوم يزور أهله، بالفرح والهنا يكمل له، بالفرح والهنا يكمل له، يطلب ربنا يغفر له إلا هو يدوم، وعلى النبي الشفيع نصلوا في نهار اليوم، زينوا نهار اليوم.
خالي قرب العيد بدي منك عيدي خالي يا ابو العبايا وعلا يا ابو العبايا وعلا والعيدي ثوب جديد والعصبي وردني خالي يا ابو العبايا وعلا يا ابو العبايا وعلا يا خالي قرب العيد بدي منك عيدي على الزينة أم الفرسان الولادة ودايم بفرح مالينا دايم بالنصر على السادة ومبروك العيد على الزينة أم الفرسان الولادة ودايم بفرح مالينا دايم بالنصر على السادة ومبروك العيد مبروك العيد مبروك العيد مبروك العيد مبروك العيد على الزينة أم الفرسان الولادة ورجعنا نتواصل معاكم مرة ثانية في برنامج عيدكم مبارك ورابع أيام عيد الأضحى المبارك وعلى شاشة تلفزيون دولة الكويت القناة الأولى نطلع عليكم بإذن الله اليوم لغاية الساعة 2 بعد الظهر. وصلنا إلى فقرة جميلة والسبب شنو؟ أن الشخص اللي راح نقابله في هذه الفقرة شخص جميل جدا محبوب على مستوى واسع من خلونا نقول مجتمع الكويتي والمجتمع الخليجي. إيجابي إيجابي كذي يعني إيجابي بطريقة جميلة وحلوة ودائما ينشر الإيجابية ويحق الحق. نركز عليها ونحط تحتها 13 خط يحق الحق وحب البساطة. من الشخص اللي راح يكون معنا؟ أنا ما كنت غلطانة لما عطيتك البداية لتقديم ضيفة اليوم معنا ضيفة مثل ما ذكر زميلي هاشم كل هذه المميزات فيها وأكثر إن شاء الله. ضيفتي هي زينب بوشهري، حياك الله زينب معنا. هلا والله، شلونك؟ أول مرة أسمعك تقولين زينب، شيء جديد علي. على الشاشة يا زينب، على الشاشة عرفناك فيه واللي نحبك فيه زيزي بوشهري. يعني أنا خلاص لدرجة أن بديت أنسى اسمي، بس يعني أنا أحسب اسمي زينب. بس أنت بالذات كلها تناديني زيزي. هذا بيننا وبين صراحة يعني مقدمة لا متابع بشغف. استحي صراحة. لا عزيزي متابع بشغف واحب فيديوهاتك وايد حق الحق، وتحكين عن شيء بقابيق تكون فينا. شوف الفيديوهات اللي اقولها دائما بناء على موقف انا مريت فيه. صحيح. بس يترجم في دقيقة. تبي تحط كل اللي عندك تختصره. سهل الممتنع. ايوه، وتبي لان انا بشريحة الشباب هم اللي يستفيدون. صحيح. احنا الحين خلاص وصلنا الى مرحلة نعرف كوعنا من بوعنا، بس هم الشباب اللي هم بالعشرينات والثلاثينات أنا بهم هم يسوون فوكس. إحنا إيش قاعد نقول؟ أبي الخبرات اللي إحنا مرينا فيها يأخذونها مختصرة. جميل. حلو. وقاعد تلقين هذا التجاوب. أي والله، لأني أقعد ويا عيالي ويا ربعهم وأسولف وياهم، فأسمعهم هم إيش يقولون، ومرات يسألون إيش تقصدين هني، ليش كذي؟ ليش كذي؟ أو مثلاً ليش أنتم تفكرون كذي؟ شنو وجهة نظركم؟ شوفي، بدام أكو تساؤل إذا هناك شيء في البال يفكر. نعم. يعني في تفكير. اللي ما يسأل وايد عرفي إنه هو ما يفكر وايد. صحيح. اللي يتساءل وايد وخاصة من عيالنا الشباب والبنات معناته إنه في توجه في تفكير. صحيح. إحنا من كثر ما نحبك ويعني مستانسين أنت ويانا باللقاء نسينا حتى نقول لك عيدك مبارك. كل عام وانتم بخير. أيامك سعيدة. أيامك سعيدة. كل عام وانتم بخير وعيدك مبارك. عساكم العايدين والفايزين إن شاء الله. يعني زيزي بوشهري تجمعين ما بين حداثة الحياة وحب الحياة والإيجابية هذه وأيضا التعلق بالماضي وايد، يعني تسوين يعني مقارنات جميلة ما بين الماضي وما بين الحاضر. شو اللي فرق بالعيد قبل والحين؟ شوف خل أقول لك، العيد ما يتغير، هو نفس الطقوس وبنفس كل شيء، الناس هم اللي يتغيرون.
دليل ان العود اللي راح راعي البيت الكبير اليد اليمعات تفلل وكل واحد يصك بابه ولا صارت موده قبل 5-6 سنين يتأمدون الكل يسافر بالعيد ما احبها انا من اكثر الاشياء اللي ما احبها اني اسافر بالعيد لو بسافر اقول ثالث عيد رابع صحيح. العيد وايد مهم بالنسبه لي انا اكون موجوده بالعيد لان في ناس ما تشوفهم الا من عيد نعم لعيد اكيد خاصه الاهل البعاد اللي عيال خاله ام يدت ما ادري منو هذيل فرصه تشوفهم صح التغييرات اللي صارت مو شيء يفرض عليك المجتمع الناس هم اللي يقررونه دليل انك لما تفتح بيتك وتقول حياكم الله الكل صح الكل اذا الناس ما يعني الوضع العام الناس تحب اليمعة تحب الوناسه طبعا تحب يقعدون واكل وشرب وشاي وقهوه وناسه سولفين صح ولا لا يا نجله طبعا ويصورون الحين ويصورون بعد الصور احلى واحلى انا اذكر نفسي يعني ان لما اطلع الالبومات في بيت ابوي اشوف الصور واحنا صغار مثل عيال خالتنا عيال شي اكو ناس مثلا يقول تقول وينهم الحين هذول وين راضيهم وين راحوا وين راضيهم راضيهم من سماهم يعني بس خبرنا فيه ويتزوج صار عنده هالكثر عيال صحيح ومرات انت تنادي تقول تعالوا بس هم يعني ثقال او يستحون او يعتقدون اذا انت جيت مثلا ما راح تستقبل واكو هم اكو ناس بالاهل يصيرون مرات عسرين يعني ينطرون يمعه الاهل علشان يقطون كلمه يقومون ينحشونه بعد ما نشوفه لا السنه الجايه اذا بس هذا كاركتر جميل ننطره احنا بالعيد عشان عطى نعطي لا 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 نجرين إيه؟ لا بس بالعروس يتخانقون شي صح العيد يمكن فرصه لي انه يرد الشمل انه يرد اللقاء ان الناس اللي كانوا بعاد تتواصلين معاهم لاي مدى انت حريصه على هذا الموضوع شوفي نجله الانسان اللي يتكلم لازم ياخذ موقف يعني انا لما اقول والله انا حريصه انا احب الاهل إذا شنو سويتي أنت بدام أنت حريصة وتحبين الأهل؟ نعم. مو لازم أنت تبادرين؟ يعني مثلا في ناس يقول يلا خنشاوف عزمينا مثلا اللي يصر 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 لا تظلون تصرون على موقف معين وأنتم ما تبادرون أساسا فاللي اللي دائما يبي يسوي هالشيء المبادرة تبدأ أنك أولا تفتح بيتك تبدأ من نفسك ابدي من نفسك نعم. لأنك إذا أنت بلشت راح تشوف الكل يتجاوب وياك حتى اللي انت تعتقد انهم عسرين راح يجون صح حتى لو ما يشاركون يجون يقعدون لا يتحجون مو مهم بس على الاقل شفناهم على الاقل نعرف عيالهم مجرد الالتفاف العائلي هذا نحتاجه ترى كبشر بعدين الاولاد أكيد. يشوفون الاولاد والبنات يشوفون البنات يدرون ان هذول اهلهم صحيح باكر اللي راح مكان ولا راح وزاره ولا والله يا ولد عم ابوي والله ولد خاله يدتي يصير صح حتى احنا مرات يعني من الاسم قول احنا نعرف من الامهات بس الشباب الصغار مو كلهم يعرفون بعض صحيح. صح ولا يدرون خاصه الاجيال الثالثه والرابعه ما يعرفون بعض اللي يوصلون عمر التعش هذول المراهقين صحيح ولازم تلزم على الشباب لان الصبيان ما يبون يجون يقول لك لا بس انا بروح الدواوين انزين يعني والاهل الثانيين ما لهم حق علينا المبادره تبتدي من نفسك انت بعدين لنفرض انه اوكي انت بيتك صغير ما يتحمل مكان ما يصير او شيء طق سلفك وروح سير ترى ما حد بيصك باب احد صحيح يعني حتى العسرين راح ينحرجون بيفتحون الباب يقول اهلا وسهلا يعني ما نبي شيء ترى صح. ترى هي بس الشاي والقهوه وتقعد تسولف مجرد انك سيرت هذا بروحه حلوه يعني وترجع انت ولما على فكره انا دائما اقول لهم الشيء الحلو لما تسويه يشجع غيرك يسويه يعني لما انت تروح تسير وترجع تروح تقول حق اخوانك او ترى انا رحت سيرت على خالتي فلان وشي صدق فيحس انه هو كنا مقصر فيروح يسوي نفس الشغله يسوي نفسك يعني زيزي لما نقول الايجابيه صناعه واحنا يعني يفترض علينا ان نصنع هذه الايجابيه وننثرها حق اللي حوالينا عشان يمشون عليها انت يعني ما شاء الله عليك الايجابيه اللي عندك هذه خبرات تراكميه جمعتيها ما شاء الله طوال هالسنين مو خبرات هو اختيار انك تكون ايجابيه صناعه اي اختيار حلو على فكره الإجابة. يعني حتى العزاء اللي هو العزاء اللي فيه وفاه شخص هو له صفات حلوه ثانيه تجمع الاهل صحيح انك تقعد وتسولف وياهم وتقعد وياهم مرات يحطون الغداء يعني ترى ماكو شيء يخلى من الزين والشين صحيح لما تجمع الاهل عندك وتسوي قعدات عندك ترى تعب ولوية وتجهيزات وصفوف والاستكانات وحط بالي تعب صج صح بس تعب حلو له طعم مختلف صح كلامك يعني ولما تشوف الصور تقول انا صج تعبت وكذي بس لما تطالع الصور تقول الله ايش حلوهم طع شكلهم كاشخين ومرتزين وجايين ما
وناسة طبعا صح. أحلى شيء إيه. الصور القديمة هذا شيء خالصين منه، لكن أيضا العيد له طقوس خاصة زيزي صح. يمكن من يوم إحنا صغار تعودنا على أمور، حاليا الأمور قاعدة تتطور وهناك بعض التغيير أو خلينا نقول بعض العادات اللي قاعدة تدخل، سواء ننسى أشياء من الماضي أو تدخل علينا أشياء جديدة. أنت مع التمسك بالماضي أم مع التطور؟ شوفي في أشياء تتغير بسبب الأوضاع، أنا ما راح أتكلم عن كورونا لأني أنا نسيتها خلاص، أنا أتكلم بشكل عام. صحيح. أحيانا لما يصير العيد بالصيف صعب وايد أن الناس يتجمعون يخلون الأهالي يلعبون برا لأنه حر موت، بس مثلا لما يصير الجو حلو، طقوس قبل كانوا الأهالي يلعبون برا يأجروا لهم مثلا دوارف يجيبوا لهم الأشياء. أنا أتذكر أيام قبل عيالي صغار ماكو براحة بالمنطقة ما يحطون فيها دوارف، ما يحطون فيها ألعاب ودوارف صح. ما في براحة تخلى صح، كانت على ربع أو شيء كذي. وعلى أيامنا إحنا كان أكو وايد أشياء، يعني الحدائق، حديقة الشعب وما أدري حدائق الأشياء والمدينة الترفيهية شوبيز وايد هالأشياء إحنا كلنا استمتعنا فيها. صحيح. يعني حتى لما كنا نروح الحدائق كنا نطلع، غير تسير الأهل، غير المسرحيات. المسرحيات هذه كانت يعني واجب إنه لازم نحجز، فرق موسيقية بالليل بالضبط وغير اللي يطلعون برا. ولما كنا نروح أتذكر يعني قبل كم سنة بالمباركية كان أكو فرق شعبية تعزف، والناس تلتم حوالينهم ويستانسون. صحيح، بالتعاون مع تلفزيون الكويت بالضبط. صحيح. خلق الأرواح، الروح العيد تبتدي من رب الأسرة والأم أساساً. الأم ترى وايد لها دور إن هي تخلق الروح. صحيح. وبعدها المجتمع بالكامل، ما يصير بس مثلاً جهة واحدة حكومية هي تقرر تبي تخلق الروح الإعلامية هذا مثلاً العيد إيجابية. إيه ما يصير. نعم. يعني مثلاً الحين لما تطلعين أوكي، أنا ما أفتح تلفزيون الكويت أحس إيه عيد، كل كاشخ لابسين مقابلات، ناس داشة، ناس طالعة ورايحين وأكشن بس لما تطلعين بس عند الأهل، بس لما تطلعين بالشوارع أنا أفرح في كثير من الدول العربية بالأعياد تزين الشوارع. صحيح صحيح، هذا شيء إحنا نفتقده. أنا هذا شيء أحبه، يعني أنا دائما بعيد رمضان وبالعيد الوطني أزين البيت وأزين الفريج، لأن الفريج إحنا كلنا أهل. أزينه إلى درجة إنه أقول له يولع بالليل وإحنا ما ندري. ما شاء الله. صراحة يعني هذه الأشياء البسيطة حلوة، إحنا ليش نسافر أنت عنا بالأوقات اللي زينون فيها الشوارع؟ مو عشان نشوف الزينة؟ ترى كل شيء يفرح، بس الناس هي تختار يبون يفرحون ولا ما يبون. صحيح. حلو. العيدية تفرح. العيدية وايد تفرح. وايد تفرح. تفرح من زمان. تذكرين أول عيدية استلمتيها؟ إي طبعًا، شلون ما أذكر. أنا أول من النوع اللي أستحي لما بيعطوني عيادي ينادوني وأستحي، الحين أستغرب أقول ليش كنت أستحي يعني. إي والله، يعني أتذكر زين مواقف النيوني يحطوا لي إياهم في مخباتي أو الجنطة. إي الجنطة لازم. من نفس النفنوف. سووا لنا إياها نفسنا الحين، لا يعني كشخة لازم. كانت نفنوفنا نفس الجنطة نفس الشباصة، يعني أنا وايد مهم بالنسبة للشباصة. فل باكج الموضوع كان مطقمة. حلو. فالحين اليهالي استانسون على العياد، والله مو بس اليهالي، الكل يستانس. العيدية فرحة، الفلوس تفرح يا جماعة يعني. صحيح. هذا اللي يقول لك وسخ دنيا ترى ما عنده سالفة. لا لا، الفلوس جميلة ترى. الفلوس جميلة. تفرح الفلوس. الفلوس تفرح. واليهالي أعطيتهم يستانسون، لا يعني أول إحنا أتذكر يحطونها ما نطالع، الحين يشوف شنو النوت يتأكد، يدور اللون، وخمسة وعشرة يعني، ويطالع. وبعدين الصغار تقص عليهم تسوي دنانير وأرباع وانصاص عشان تصير وايد. اي والله، ولد أخوي ذاك اليوم جاي كان يقول لي لا أبي خردة. رحنا خردنا على أميات وخمسينات، فرحة طول اليوم، حتى يعني ريحة إيده صارت مو حلوة، بس صراحة كان كان مستانس ومستمتع. لما تشوف الابتسامة على وجهه كذي ومستانس، ويحطهم ويشيلهم ويعدهم وكل ساعة، يعني ترى حلو. فما بالك الكبار. أنا أدري إن حتى يعني في ناس يعيدون أمهاتهم يعني جبر خاطر كذي، يعني أي شيء. صحيح. يعني في ناس يودون حق الكبار هدايا. صحيح. عطر مثلاً، طقم ماعين، مطاطير، أي شيء يعني، يعني نقصة. نقصة. نقصة، بس هي عيدية بس بشكل يعني إنه مو فلوس. صحيح. مو فلوس. بشكل ثاني. حلو. الحين وصلنا لمرحلة إن العيدية صارت باللينك. تيجي مثلاً ولد أخوك، تيجي بنت أختك، والله عميمة ولا خالتي ولا هذا، أبي بس أبي المبلغ الفلاني وأنا أحول لك لينك. شو رأيك بالهبة الجديدة هذه اللينك؟ لا أنا ما أشوفه، هو اللينك له حسناته، مرات ما يمدينا خاصة الحين يعني إذا إجازة وطويلة وما يمديك تصرف من البنك وتبي فلوس جديدة،
واذا مبالغ يعني معينه تقول لينك، بس انت اللينك ما تقدر تعطي حق اي احد، يمكن بس عيالك تمون صح. عليهم، بس ما يصير انت تروح تقول حق عوام طرشوا لي لينك، طرشوا لي لينك عيديتكم لينك صراحه. اي النوط ليه ما صار جديد؟ لا حلاوته ويلزق بالثاني لا حلاوته ولا ريحه خاصه صح ولا عطوك ولا عديته جدا لا حلاوته الحين لا حلاوته. الترند الجديد اللي صاير يحطون العيديه بظروف كشخه يعني، ويكتبون عليها ويحطون انا احط استيكرات وما ادري شنو عشان اليهال، واكتب من عم زيزي ومن خالزي عشان يستانسون اليهال. هذه ذكرى لازم. تظل في ذاكرتهم ترى لغايه ما يكبرون. ايضا يمكن في يعني موضوع مهم بالعيد، حلويات العيد تجهيزها حالها حال العيادي، يعني مثل ما تفكرين انك بتجهزين عيادي لازم تجهزين حلويات. نجل الحين طول السنه ياكلون لك حلويات لا لا 24 ساعه حلويات العيد غير يزيدون شيله بالعياد ما شاء الله لا اله الا الله. يعني ماكو بيت ما تدشيله في اي مناسبه، انا اتكلم يعني مو لاني كويتيه اقول هالكلام، احلى حلويات وكاكاو ذقتهم في حياتي بالكويت، حتى احلى من الكاكاو البلجيكي ومن سويسرا من اقولهم لا الكويت تغطي ما ظل يعني كل شيء. حتى الحلويات الكويتيه القديمه قاعد يسوونها يعني هالتبن إيه؟ وتصفف ما يمديك يعني، انا مرات اقولهم قاعد نشتري بالكيلوات ويخلص العيد وللحين قاعد لان تشكيله كبيره. صحيح الحلويات الحين الناس تبي يعني الاشياء القديمه قرص عقيلي يحطونه ما حد ياكله، احنا هذا اللي نتكلم يبون التناتيش الصغيره والفناتق والخرابيط. لكن تصدقين الناس يعني خصوصا اخواننا في الخليج يجون مخصوص اذا جو الكويت يبون مثلا درابيل يبون الحلويات التقليديه اللي احنا متعودين عليها بالكويت. احنا عندنا تقريبا صغير درابيل حق البرازيل زيزي حق البرازيل يعني انا الحين لو يعطوني درابيل اقول لهم لا ويا شاي لازم، لان صراحه شاي حليب ينشف. احنا عندنا تقرير صغير عن الحلويات نشوفه مع بعض وبعد ان شاء الله نكمل حوارنا. رهش، درابيل، زلابية من ألذ الحلويات الكويتية، وما تحلى زوارة العيد إلا بنقصة منهم ذكريات وسوالف عن الحلو الكويتي مع خالد الحلواتي. لما نتكلم عن الحلو يمكن البعض يروح عن الحلويات الموجودة حاليا التقليدية، أنا لا راح أتكلم لكم عن الحلويات الشعبية التراثية. ليش تراثية؟ تراثية الحلويات، إحنا صنع الحلويات من سنة 1927 وهذه الحلويات كانت ما تخلى من أي بيت في الأعياد، ومن أهم هذه الحلويات الرهش، الدرابيل، قرص عقيلي، البقسم اللي هي دائما ما تخلى من أي بيت من بيوت الكويت. التجهيزات في السابق كانت بسيطة لأن الأصناف كانت أساساً يعني قليلة، قلنا 6-7 أصناف أساسية اللي إحنا دائماً نشتغل فيها. الوالد لما كان من بعض الفطور في شهر رمضان حق العيد ما يطلع للصبح وهو يصنع بنفسه زلابية والحلوى والرهش. فالوقت الحين اختلف مع تطور الزمن مع الأصناف الجديدة اللي طلعت، حاليا في عندنا مشاريع صغيرة فقاعد نواكب هذه الأمور فاختلفت الحلويات، ولكن الأساس موجود اللي هو الرهش والحلوى والزلابية، هذه ما تخلى من أي بيت في مواسم الأعياد. حاليا الأصناف اللي يقبلون عليها شرط طبعا هي الرهش والدرابيل والبقسم والقرص عقيلي، هذه بالنسبة حق موسم الأعياد دائما يحطونها في الصباح بعد صلاة العيد، وتستمر هذه بتكون موجودة لأن في ناس راح تزور الظهاري أو العشاء تكون هذه الحلويات موجودة، وفي إقبال الحمد لله أن يحرصون شعب الكويت وأهل الكويت أن هذه الأصناف تكون موجودة مهما تنوعت الحلويات، إلا أن هذه الحلويات اللي هي حلويات شعبية وتراثية مثل ما قلت لكم وعادات وتقاليد أهل الكويت أن هذه الحلويات تكون متواجدة في كل بيت.
ومن الاصناف الجديده اللي حاليا احنا مطورينها، دخلنا صنف جديد وعلى الحلويات اللي هو الايس كريم البرد بنكهات الرحش، نكهات القرص عقيلي، نكهات الدرابيل، وهذه دائما تكون ماشيه في فصل الصيف، لان فصل الصيف احنا عندنا شوي سوق الحلوى شوي يقل، فابتكرنا هالشغلات ودخلنا الحلويات في الايس كريم والبرد، والحمد لله حاليا موجوده ومنتشره والطلب عليها جيد. ان شاء الله عجبكم تغييرنا، وبعد سوالف الحلو اتوقع ما راح اطلع بدون صينيه هالحلو. مع السلامه. طبعا رجعنا نتواصل معاكم في برنامج عيدكم مبارك، كل الشكر لزميلتنا ومراسلتنا المذيعه ريم تيتون على هذه التقارير الجميله والحلوه اللي تسويها، وهي وعدتنا بنقصه وان شاء الله توصل لنا النقصه باذن الله. بيخلص العيد وما شفنا شيء، انا ونجله ما شفنا شيء الصراحه. بالضبط. زيزي لو نتكلم، يعني قبل شوي قلتي جمله انا لامست شيء داخلي، قلتي الأم هي الأساس. أي والله صح. لأي مدى أنت مؤمنة في هذا الموضوع؟ وايد. أساس لشنو بالضبط؟ خلق الروح الحلوة في البيت. نعم. ترى مرات الريال يكون عسر أو صعب، خلينا نقول يشتغل من الصبح يداوم يروح إيه. نعم. هذه مو شغلته. خلق الروح دائما تبتدي من الأم. دليل الأم لما تكون زعلانة العيال يزعلون وياها. صحيح. وإذا غضبت يغضبون وياها. وحتى الأكلة اللي ما تحبها العيال ما يحبونها، ما راح يحبونها. وإذا أنا مرات أقول حق رفيجاتي اللي يخافون من القطاوة، أقولها لا تخترعين قدام عيالك لأنك راح تنقلين خوفك لهم. صح. الأم هي اللي موجودة أكثر الأوقات، ومو شرط تكون موجودة خلينا نقول طول الوقت، لكن عندها الوقت المستقطع هذا الياهل من هو صغير ياخذ منها كل شيء. دليل إن حتى أنت تذكرين كل الأشياء، تقول أمي تقول، أمي سوت، أمي قالت. صحيح. الأمهات لهم دور كبير ترى في البيت، حتى إذا خلينا نقول مثلا الأبو ياي، مثلا الأبو مو شغلته يروح يختار الهدوم حق العيال ولا يجهزهم ولا يحطهم ولا يعطرهم ولا يبخرهم ولا هو يطلب الحلو. الريال شغلته يقعد ويشوف من يدش ومن يطلع. الأم هي اللي تتصل، هي اللي تفتح البيت. دليل إن في أبهات وايد يحبون بيتهم مفتوح. صحيح. بس إذا الأم صارت عسرة تسك البيت، ما لنا خلق. لا مو ضروري، لا يعني لازم، لا مالي، يمكن انا ما اقعد، شو يصير في الريال؟ ينحرج. صح. يقوم ياخذ موقف انه لا ما يبي يسوي شيء. لكن تخيلي لو العكس، اذا الام حتى لو الريال هو عسر، لما تفتح وتحط وتشيل راح يتشجع. لما اهلها يون واهلها يون وربعهم وحبايبهم، هو راح يسكت ما راح يقول شيء. صح. ترى ما حد يعوف الزين. صح. حتى الشين من تعطيه الزين ياخذه. راح يقلب ويصير زين. ايوه. وحتى البخيل، البخيل طبيعته، حتى نقول واحد ما يبيض، والله هو بخيل ومرته كريمه. نعم. بس اذا يعني هي بلشت هو راح ينحرج. صح. الانسان لما يكبر يخجل انه يظهر صفاته المو زينه. صحيح. يحاول يخشها بالذات قدام عياله، حتى اخطاء اللي سواها وهو شباب ما يحب يذكرها قدام عياله. صح. فالام هي الاساس. صحيح. احنا اللي نجهز هدوم عيالنا ونحطهم ونرزهم ونبخرهم، وهم ما لهم خلق ترى. يعني مرات يقولون يعني لازم ما فارق. اي لازم. 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 ليش لازم تطلعينهم وتجهزينهم كذي؟ لازم لازم. لان هذه الاشياء اللي ثبتت في مخي وانا صغيره. انا للحين اذكر ان مره امي شرت لي بدله خضراء منقطه كامله اتذكر، ويا تنوره وقميص، واتذكر انا لازم كبوس، عندي هالعقده لازم كبوس لازم لازم. حلو. الحين خففت اللعب شويه، الحين على تيجان ورده تدري فيني نجله. فاتذكر يومها يعني لما تطفي الليت بعد فتره شنو تقدر تشوف بالظلام. صحيح. انا للحين ما انسى اني حطتهم بالدور، يعني بلبس اول شيء القميص والهيلو هوب اتذكر. اي لازم كان. إيه. اساسي. نايمه واطالعهم مسدحه خلاص بالليل، بس مو قادرة أنام من فرحتي. تنطرين الصبح علشان أبي ألبس هالهدوم. زيزي للحين جهزين عيالك؟ إيه للحين. للحين. الله يحفظهم. يحكون علي هم طبعا ما عندي تساوي، ما عيالي كبار خلاص الحين. إيه. بس أنا أستانس، يعني أنا أحب هالأجواء، أحب أبالغ. وفي شيء ثاني أنا أحبه، شفته مرة بالتلفزيون بالأفلام إنه بالعيد ينظفون البيت تنظيف جذري. صح.
صدق سويناه فترة كورونا يوم اللي انحبسنا، بس ما يعني طعم العيد غير اللي ينزلون الستاير يقسلونها او ارقال. هو صراحة يؤذي بس وناسه، بس وناسه تحس يعني البيت يبرق، خصوصية للايام هذه يعني صح. حتى اليهال يشعرون فيه، يعني انا سوري اقول يهال وهم كبروا الحين، بس الام دائما تشوف عيالها يهال يهال اطفال. احنا للحين زوارتنا امي تقول للحين ما يو اليهال، تقصدنا احنا ايه؟ يعني اقول لها ما خلاص، تقول لا يهال بالنسبه الله يحفظها لنا يهال. ان شاء الله الله يحفظها. انا عندي سؤال يعني قاعد يشاغبني كذي، ما شاء الله يعني اللي يعرف زيزي ابو شهري يعرف طريقه اللايف ستايل مالتها وطريقه حبها للحياه وهذا، لكن انا من ساعه قلت ان زيزي ابو شهري تحق الحق، لك فيديوهات تقارنين فيهم أي. تصرفات مجتمعنا وفيديوهات ايجابيه جميله جدا، يعني انا اتمنى ان حتى الحريم يستفيدون منها. على سال يعني على سبيل المثال يوم قارنتي بسالفه النقص أي. ان ترى نقصتي كذي ولا ترى ما تي كذي ولا هذا، الفيديوهات الايجابيه هذه شلون قاعد تبتكرينها؟ شلون قاعد يعني قاعده تصنعين المحتوى الحلو هذا اللي احنا قاعدين نشوفه؟ كله بناء على مواقف معينه انا امر فيها. حلو. ومرات في شيء يعني خلينا نقول احنا قاعدين بهالصاله، حلو، انت تشوف شيء انا ما اشوفه، ومرات انا اشوف شيء انت ما تشوفه. صحيح. واجبنا كلنا ان انت تنقل وجهه نظرك حقي وانا انقل وجهه نظري لكم. صحيح. علشان تشوف النظره مكتمله شامله. لان مرات انا اروح مقعد اقول كذي حق رفيجتي تقول ما شفت، اقول هذا الفرق بيني وبينك. صح. يمكن انت يلفت نظرك شيء معين، انت يمكن يلفت نظرك الاكل، انا يلفت نظري شيء ثاني. فانا دائما يلفت نظري امور معينه في مواقف معينه في قعدات معينه، مثل يعني تشب لمبه في راسي اقول انا لازم اقولها. صح. ولازم لما اقولها اقولها بطريقه مع العصر مع هالوقت، ما اقعد اقول يا وليدي ويمه، يعني انا في زمن حبابه، زمن مسلسل حبابه. لا بس ترى ستيل المطالع الكويتيه موجوده بالفيديوهات مالتك، يعني مودرن بس حلوه. زمن حبابه كانت تقعد وتقص قصه، الله يرحمها تحازينا مريم الغبان الله يرحمها، نقعد كلنا ما نرمش، خاف يطوفنا شيء من الحلقه. احنا الحين العيال ما فيهم مجال تقعدين ساعه تنصحينهم، ما تقدرين، ولا تقدرين واحد تين تقولي له ترى ما يتقبل. لكن لما انتي تعطيه دقيقتين او دقيقه مختصره من موقف انت مريت فيه يخليه يعيد حساباته ويفكر بأمر مختلف ويبتدي يشوف بعيونك. أنا دائما أقول لهم أنا أحب الناس تشوف الشيء بعيوني. صحيح. شلون أنا أشوف الشيء؟ أشوفه. قد يقولون أنت تبالغين، أنا مرة واحدة قالت لي أنت تبالغين، أنت تشوفين الحياة المثالية يعني؟ إيه المثالية. قلت لها من قالك أنا أطالب بالمثالية؟ ولكن أنا أطالب أن تشوفين في كل موقف الزين فيه، أخذي الشيء الإيجابي منه. بالضبط. وبعدين شوف على طاري النقص وما نقص وهالأشياء، كل إنسان أنا مؤمنة بالحرية المطلقة. حلو. زين. نحب الحرية المطلقة. إيه؟ يعني تعدد الآراء. اللي يريحك ما لم يضر غيرك سوى. صح. صح. يعني إذا واحد من كيسه ودافع من جيبه وفرحان ومتحلي حط 100 حط دينار مو مكلف أحد فيهم. صحيح. كيفه؟ إذا هالشيء يبسطه كيفه؟ يعني مرات في ناس يشترون ساعات، يشتري ساعات يكود ما يلبسهم، يطالعهم بس تمقل فيهم يستانس وهو يفرح فيهم، غيره راح يشوفه أن هذا ما عنده سالفة. صح. صح ولا لا؟ صح. في ناس ما يبون يتزوجون، ما يبون يسوون عرس، يبون يصرفون فلوسهم على سفر. في ناس يقولك ما أبي سفر، أنا أبي عرس. كيفهم؟ كل إنسان له مطلق الحرية. اللي أنت ما تحبه لا يعني هو خطأ، واللي أنا ما أحبه لا يعني لغيري خطأ. بس يفترض أن احنا نتقبل وجهات النظر المختلفة هذه وهذه خلاص الآراء اللي خير. وإذا جمعناها مع بعض ترى راح نوصل حق منظومة أجمل. زيزي كل ما تتقبل ما هو مختلف من غيرك كل ما ترتاح زيادة. صح. يعني يتلك نقصة ولا ياك قرقيعان بـ100 دينار مشكورين ما قصرتوا يسلم راسكم، يتلك غرفة كذي اللي فيها برميت وما برميت مشكورين وما قصرتوا، بدام تعنا والجماعة ويا بولك مشكورين وما قصرتوا. يعني ما له داعي أقعد أنا أقول هذا ليش حط كذي. كيفهم؟ تصدق أن هذا القرار لما أنا خذيته من زمان أن كل إنسان حر ما لم يضرني أو يضر اللي حوالينا. صحيح. يعني ما أحط يعني عبء على زوجي
او على والدي هذه قضيه او على نفسي. وحتى انا اقول يعني اللي يضر نفسه كيفه، كيفه هو اللي يضر نفسه، بس لا تضر غيرك. صحيح، لا تضر غيرك. فيعني لا تدش في منطقه الراحه الكومفورت زون مالت الناس الثانيه. الناس اي شيء اي طريقه اللي تحب تعيشها، ما يعني ما دام هي مرتاحه ومو مؤذيه غيرها، عيشوا عيشوا عيشوا. صح، انا مع الحياه الصراحه، طول بعرض وارتفاع بعد عشان يصير جميل جدا. طول عرض وارتفاع. ثري دايمنشن. زيزي، هذا الكلام اللي انت تقولينه جاي بناء على خلينا نقول علاقاتك الاجتماعيه الواسعه، يعني انت مشهوره ان انت أحب صاحبه واجب ودائما متواجده بالحزن وبالفرح، يعطيك العافيه ان شاء الله دائما. انت مع التوسع في العلاقات في المجتمع ولا المفروض الانسان يختار مجموعة معينة؟ لا، أنا ضد المجموعة المعينة. ضد المجموعة؟ لا ضدها، ضدها يعني مع كل، لأن المجموعة المعينة توجهك لاتجاهات معينة وتبتدين يأثرون عليك. طبعا يأثرون، لأن راح تشوفين كل اللي يسوونه هو الصح، يعني اللي يعجبهم هو الصح واللي ما يعجبهم هو الغلط. صحيح. لكن لما تختلطين وتفتحين حق نفسك آفاق من كل الأجيال، حتى الأجيال ترى على فكرة. نعم. يعني أنا الحين عندي صداقات بالثلاثينات بالعمرهم 28 30، هذيل يخلوني اشوف شيء انا ما اشوفه في العمر. يعني حتى الحين مثلا خلينا نروح مثلا، انا اروح اقعد في مول قهوه اشوف مثلا الشباب واقفين شعورهم مثلا. صح؟ صح صح. انا زوجي مرات ينتقدهم، اقول له هذا وقته، هذا عمره، احنا الحين طفنا هالمرحله، فاحنا نشوفه مختلف. صحيح، لازم ما نشوف الاشياء هذه مختلف. كل وقت له عمره، وكل وقت لو يعني لكل زمان على قولتهم أذان دولة ورجال. إيه خلاص، خلهم يعيشون بالطريقة اللي تشوفون. أنا كل ما وسعت أفقي كل ما صار عندي قبول للمختلفين أكثر، وصار عندي قبول لأي أمر جديد، وقمت أشوف وصار أكو حرية من الأطراف اللي أقعد معاهم إنه هم يبينون ثقافاتهم، حرية. وهذا ترى أمر وايد مهم، لأنه يبتدون يتكلمون براحة، ما يحطون محسوبيات بالكلام. صحيح، يعبرون عن مشاعرهم او يعبرون عن مكنوناتهم. صحيح، تقبل الاختلاف صار. أوه، هي الثقافه. اي بالضبط، وكل ما تتقبلين اكثر كل ما يصير عندك يعني راحه اكثر، انه يعني خير يا طير، هم طريقتهم كذي. يا نجله، احنا اخوان يعني من ام وابو وحده، وكل واحد فينا شكل، فكره مختلفه. طبعا. صحيح. فكر مختلف، توجهات مختلفة، سياسة مختلفة في تربية أولادنا، في تعاملنا بالعمل. فما بالك يعني إذا من أسر مختلفة وحياة مختلفة، لازم تقبل. أكو ناس عندهم أن كل شيء مو مثل بيتهم غلط. صح، وهذا أكبر سياسة غلط. إن لم تكن معي فأنت ضدي، هذه ما نحبها. لا، هو يشوف العالم من منطلق تربيته وبيته، فأي شيء مخالف لهذه المعتقدات فهو غريب ومرفوض. بس هم لازم انت يعني مرات في ناس تربى في تقاليد معينه، او خلينا نقول مو تقاليد، قيم معينه، ويكبر ويكتشف انها غير صحيحه. القناعات تتبدل. صحيح، لازم اغيرها انا. صحيح، القناعات تتبدل، مو بالهواش والخناق، يعني ابتدي اسلك مسلك مختلف. حتى لو انه يقولوا مثلا الوالد يقول مثلا ليش سويتي كذي، انا لي وجهه نظر. انا مؤمنه بالحوار، الاخذ والعطاء. صحيح، كل ما تاخذ وتعطي كثره الدك ترى تفش الحم. يعني اذا انت مو مقتنع انا اظل اقول 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 اطحن اطحن، يعني تعرف الهاون لما تدق. اي طحنه طحنه، هذه طحنه. اي ولازم تكون صبور. صح، حتى على المختلف. اذا حبيت مرات انت في ناس تحبهم ولهم اختلافات ودك يتغيرون، فلازم تكون صبور وياهم. مره تيهم بحاور، مره بزاور، مرة بكلمة طيبة، مرة يعني لين توصل وياهم بر الأمان. سعة وطولة بال. اي والله صراحة، سعة وطولة بال. تاخذ من عافيتك شوية، بس انت تقدر تشرج نفسك بعدين. صح، تسيرين على حبايبك تطلعين وياهم يعطونش بنزين. يعطونش بنزين. في النهاية ترى كل ما ذكرتي زيزي يرجع للإنسان. صحيح، في النهاية السلامة النفسي وتعايشه مع الناس هو مصدر سعادة. كل شيء اختيار، حتى الدرب، كل درب تمشينه بحياتك اختيار. صحيح، الشيء الوحيد اللي ما نختاره من أمنا ومن أبونا. صحيح، شكرا زيزي. شكرا على هذا اللقاء وعلى حضورك، وعساك من عواد إن شاء الله. أيامكم سعيدة، معيدة أنا اليوم. ينعاد عليك، ينعاد عليك بالصحة وكل عافية. أختنا زينب جواد بوشهري الرائعة الإيجابية الملقبة بزيزي بوشهري، جزاك الله الخير على هذا الحوار الطيب، وعلى يعني النصائح الحلوة هذه اللي فيها النطاع الكويتية، التاتش الكويتي أنا وايد أحبه.
ما تقصر. هاي حكينا بعد من هذا هو بس اللي مال اول مال التالي. قديمك نديمك لو جديدك اغناك قالوها. هذا كله اقول اتلخبط كله اقول قديم نديم الاحرف كلها تتركب على بعض اسهل. الحين اعلمك الطريقه لكن بعد ما ننقل حق اخواننا جاسم واسماء ونقول لهم يعطيكم العافيه بعد الفتره الدينيه. انا واختي نجلاء الكندري وصلنا معاكم الى ختام هذا الشفت انا ابي اسميه هذه الفتره. نعم. وننتقل حق اخواننا جاسم واسماء سيف بعد الفتره الدينيه. خير مشاهدينا وحياكم الله معنا في رابع أيام عيد الأضحى المبارك وبعودة علينا وعلى جميع السادة المشاهدين بالصحة والعافية. نشكر طبعا أكيد زملائنا اللي كانوا بالفترة الصباحية نجلاء الكندري وهاشم أسد أكيد على تغطيتهم مع ضيوفهم. أما أنا وزميلي جاسم اليوم إن شاء الله رح نستكمل معاكم الفترة المسائية مع ضيوف ونجوم في مجال عملهم. كل عام وانت بخير جاسم. وانت بخير يا أسماء وكل عام وانت بخير وعيدكم مبارك. اليوم آخر يوم للأسف الصراحة استمتعنا بهالأيام اللي كنا متواجدين وياكم من أول يوم العيد ولغاية اليوم. إن شاء الله موجودين لغاية الساعة 2 وعندنا ضيوف منوعين يعني عندنا فنانين وأكيد في مجالهم وحلو أن الإنسان مبدع. صحيح أغلبهم فنانين وخصوصا نحن تعودنا ترى في الأعياد نروح للمسرح نتابع أعمال الفن أكثر. فاليوم إن شاء الله راح يكون لنا نصيب كبير مع السادة المشاهدين ونغطي كثير من الأعمال الفنية خصوصا يعني بالفترة السابقة والفترة الحالية وتزامنا مع الأعياد. أكيد في مسرحيات. أكيد أسمع مدام يبتي طاري مسرحيات عيل شنو أنت سويتي بالعيد؟ خلاص بيخلص المشكلة. خلصت الإجازة تدرين؟ خلصت الإجازة بسرعة. أي والله. الأيام الحلوة يقولون تعدي بسرعة. أي والله. يعني اليوم يوم الجمعة صح؟ بس خلاص باكر السبت. احنا عيدنا كان مع السادة المشاهدين. عيدنا كان معاهم ننقل لهم فرحة الأعياد من خلال طبعا شاشة تلفزيون الكويت نوصل لهم لبيوتهم نقدم لهم خلينا نقول كثير من المواضيع المميزة والجميلة واللي قاعد في البيت يحب انه هو يتابع بالتلفزيون شنو هي أبرز البرامج الفنية. زين انت شو سويتي اسماء؟ طبعا شي طلعات خفيفة بسيطة يعني تدري انا واحدة من الناس يعني اتكلم عن نفسي ما احب الزحمة وايد فادور الأماكن اللي ما فيها وايد ناس وخصوصا مع هالظروف هذه الواحد لازم يدير باله حتى لو يطلع يستانس لازم يحتاط. أنا والله جايك من خيران وأحب أرجع خيران. زين يعني عندك كذي فعاليات. والله يعني شوي غيرنا شالي كذي مع الفعاليات مهمة ترى لازم الواحد يسوي له فكرة يستمتع لازم فيها. لازم تسوي الجدول والله ولا شنو عطلة طويلة. حرام صح حرام تروح العطلة من غير ما أنت تحس بالمتعة وخصوصا إذا عندك ترى أطفال صغار يعني لازم تونسهم وتسوي لهم أجواء حلوة إنهم يستمتعون فيها. صح وحتى الأجواء صايرة حلوة الحين الرطوبة اليوم ما لاحظتي؟ ما في رطوبة. إيه خرعتني لأن عبالي تروح برا تشيتوا. لا 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 أنا اللي أذكره لما وصلتني الجو أمس بالليل كذي فتشت الرطوبة. الحمد لله يا رب الحمد لله رب يدوم علينا خلينا نقول هذه النعمة. أيوة ويقولون الرطوبة ترى بشر بالخير. إيه توني بقول لك الرطوبة تبشر بالخير يعني. إن شاء الله إن شاء الله. مو حق الحين حق موسم الشتاء إن شاء الله. إن شاء الله أنا توقعت الحين يعني هاليومين قالوا. ليش؟ ما شفتي الرياض؟ اي اكيد الرياض ما شاء الله صار لهم تقريبا كم يوم امطار الله يرزقكم ويرزقنا ان شاء الله يا رب ان شاء الله قطوا علينا شويه جاسم اليوم حلقتنا ان شاء الله مثل ما قلنا في البدايه راح تكون فيها كثير من الفنانين المميزين في مجال عملهم تحديدا من مسرح ودراما فخلكم معنا مشاهدينا لا تبعدوا ان شاء الله عندنا كثير من المواضيع راح نغطيها في الساعتين اللي راح نكون معاكم على الهواء خلكم ويانا ذكرى جميله البعد العيد كثر يا قد أطل علينا يطرق بابنا فلنستقبله فهذا العيد أتانا يلم شملنا كعادته والفرح دوما في جعبته والأمل يسمو بعودته أهلا بالعيد لا نفترق حتى وإن مدت الظروف تبعدنا بل تبتغي منا الوقوف لا تكن وحدك
مبارك وكل عام وانتم بخير. تقدم بالتهنئة لمقام سيدي سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الصباح وسمو ولي عهده الأمين الشيخ مشعل الأحمد الصباح وكافة المواطنين والمقيمين في دولة الكويت بمناسبة عيد الأضحى المبارك. أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. أخوكم عبد الله طالب الفضلي، طالب كلية صيدلة في جامعة الإسكندرية في جمهورية مصر العربية. كل عام وانتم بخير وعيدكم مبارك. اتقدم بالتهنئه لمقام سمو امير البلاد الشيخ نواف احمد الصباح وسمو ولي عهده الامين الشيخ مشعل احمد الصباح وكافه المواطنين والمقيمين في دوله الكويت بمناسبه حلول عيد الاضحى المبارك. ينادي علينا وعليكم بالصحه والعافيه. ابنك المنصور جاسم الهديب، طالب كليه الطب في جامعه الاسكندريه في جمهوريه مصر العربيه. عيدكم مبارك وكل عام وانتم بخير. ينعاد علينا وعليكم بالصحة والعافية بحال أيسر وأيام أفضل يا رب. أقدم التهاني وكل شوق من أعماق الغربة لوطني الكويت الحبيب والمقام سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد ولي عهده الأمين الشيخ مشعل أحمد ولكافة المواطنين والمقيمين بدولة الكويت بمناسبة عيد الأضحى المبارك. أعاده الله علينا وعليكم باليمن والخير والبركات. ابنكم فهد علي الشمري، طالب طب بشري في جامعة الإسكندرية جمهورية مصر العربية. أود أن أهنئ صاحب سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وولي عهده الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والمواطنين والمقيمين في دولة الكويت بحلول عيد الأضحى. أعاده الله علينا وعليكم بالخير والصحة والعافية. معكم أخوكم حمدان عودة الخليف، رئيس الشعبة الطبية التابعة للاتحاد الوطني، طالب طب أسنان في جامعة القافلة. السلام عليكم، معكم الطالبة وفاء الجابر، طالبة طب بشري في جامعة الإسكندرية. أهني سيدي صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح وولي عهد الأمين الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولأهل الكويت كلهم، أقول لكم كل عام وأنتم بخير وعسى الله يعود علينا وعليكم بالصحة والعافية. رجعنا لكم من بعد الفاصل ومع ضيوفنا، أنا أسميهم المزايين الزقرتية، ما أدري سالفتهم من 2016 ما قاموا يطلعون مع بعض، ما أدري هم متهاوشين ولا ما أدري شو السالفة. ضيوفنا يوسف البوشي ومحمد صفر، حياكم الله وعيدكم مبارك. الله يحييك يا حبيبي وسعد نكون معاكم، وترى احنا مو متهاوشين. لا مو متهاوشين فعليا، احنا متهاوشين عين وينكم عن بعض. هذا بدت الإشاعات كذي، عرفت كذي تطلع إن مثلاً ما يطلعون مع بعض، أكيد متزعلين، بس إن شاء الله الله لا يجيب الزعل. لا إن شاء الله ماكو زعل، بس يعني ظروف، كل عمل له ظروف، عشان شيء مو قاعد نشتغل مع بعض. ترى من كثر ما أنتم مع بعض عبالهم إخوان ترى. صحيح. إيه بالصدق في ناس يضيعون بيننا حتى مرات يعني. صح. هو الفكرة إن إحنا يعني كنا مع بعض، يعني الناس ما لها الظاهر، يعني إحنا أعمالنا كنا مع بعض، حياتنا مع بعض، ولما يكون الواحد شغله دائماً مع، يعني أنا ومحمد كنا بشغلنا دائماً مع بعض. فمن الطبيعي الناس دائما يشوفونا مع بعض، بس هو الحين قاعد يشتغل وهو فنان اساسا مستغل، فنان كبير يعني، انا من وجهه نظري هذا حبيب. فنان صجي يعني حبيبي. لا لا هو يصير مرات دوتو اثنين يصير مع بعض، خلاص منسجمين مع بعض بالتمثيل، بس الاليه خلينا نقول هو اساسا حتى لو في اثنين منسجمين هو لازم تصنع لهم الشغل اللي يجمعهم دائما. يعني احنا بداياتنا كنا في اشياء تناسبنا ان احنا نطلع مع بعض ونسوي اشياء مع بعض، بس بعد فتره يعني احنا الحين كل واحد قاضي له اكثر من 10 سنين او 11 سنه بالمجال، نحتاج شيء اكبر يتناسب مع وضعنا الحين. يعني كل واحد وطموح. صح. كل عام وانتم بخير وعيدكم مبارك معنا اليوم. اكيد راح يكون لنا لقاء مميز وياكم من خلال الاعمال اللي تشاركون فيها، الفتره اللي طافت ايش سويتوا فيها. لكن خلونا اول شيء نتكلم عن العيد، يعني اكيد فرحه العيد لابد انها تكون موجوده في كل بيت كويتي عربي مسلم. فاحنا بنتكلم اول شيء عن العيادي، اول شيء توزعون العيادي؟ هو ما يوزع، انا متاكد. ليش ما توزع؟ شو بيسال يعرف عندي كل شيء هو يدري، بس انت ما دام مقتر فانت توزع العيادي. لا لا شو اعطيت بالفطر، بس طبعا عيال اخواني كذي يعني. الاضحى الكل تقريبا مسافر، مرتاح انا اي عيد الاضحى بس اسلم معاشات. اي قله توزيع العيادي والله. هو عيد يمعه هذا اكثر ما هو عيادي، يعني عيد الفطر هو اللي تشق الجيب، هذا تسولف وتضحك وتسوي لهم عزيمه ويعطيهم العافيه. انزين سؤال لكم مشترك، وينكم عن الدراما او المسرح خلينا نقول؟ جاوب ولا جاوب؟ والله هو احنا متواجدين تقريبا كل سنه، عندي عمل او عنده عمل او عملين ممكن، بس ما ادري شنو وين المشكله، انه مو قاعد نشتغل مع بعض. احنا انا
ممثل وهو ممثل. اما يعني المنتجين ما قاعد يصير لنا مثلا في طلب نبي محمد ويوسف مع بعض. برا باغلب الدول ممكن لما يصير في اثنين في بينهم كيمستري يطلبون هم المنتجين نفسهم او يشتغلون عليه. وهالشيء احنا قلناه يمكن 2013 حتى. لكن مع الاسف ما نشوف اي تجاوب ونشوف يعني مو ما في اي تجاوب ان احنا مو قاعد نشتغل، قاعد نشتغل. الو ها يوسف عندك اي والله قاعد اصور تشي انت محمد قاعد تصور اي والله قاعد اصور وكل واحد رايح ب يعني انتم موجودين بس مو مع بعض بس مو مع بعض اي وما في اي خلاف هذا اللي دائما دارج بين الناس انه في خلاف في خلاف لازم اذا ما كانوا مع بعض قالوا في خلاف قالوا قلت لك انا ابو حمود المساله انه هو يعني مثل ما قاعد أقول لك مثلاً لنفرض أن ساهر الليل وتو النهار ولهفة الخاطر اللي سويناهم بداياتنا اليوم هذا حق ناس تانين حق جيل أصغر منه حق ناس توهم جايين يبون يشتغلون بالفن شيب كلا راسه ما ينفع ما ينفع طالب جامعة احنا الحين لازم نشوف لنا شيء يعني أكبر وحتى الأشياء اللي قاعدتينا أنا أحس إنها مو بمكانها. شنو أنا عندي سؤال الحين بالنسبة للأعمال اللي قاعدة تقدم لك وتقول إن أنت تطمح إنه يكون شيء أكبر من اللي قدمته قبل خلاص هذه فترة وطبيعي أكيد كل إنسان في بدايته تكون في أعمال مثلاً أوكي إني أنا أقدمها بعد فترة يحس إنه هو لا خلاص حتى ميوله بدأت تتغير تفكيره تغير يمكن حتى العمر والنضج هذا يخلي الإنسان يتغير. شنو هي الأعمال اللي تتوقعها أو اللي أنت حاب انها مثلا تقدم لك كشخصيه يعني؟ والله شوف هي يعني جت بالصدفه كذي وخلنا نتكلم ونعطي الكريدت الصحيح حق مثلا عمل سعودي اسمه رشاش. يعني احنا المفروض مثلا مثلي انا ومثل محمد ومثل فنانين مثلنا احنا يعني المفروض ان عندنا اعمال مثل هذا النوع. المنتج لما يسخر يجيب لك مخرج ويجيب لك مؤلفين يشتغلون عشان يطلعون الطاقه والكيمستري والموهبه اللي بين هالاثنين نفس ما اي مكان بالوطن العربي. يعني انا قلت هالكلام من قبل مثلا حلمي ويا محمد سعد اشتغلوا مع بعض فيلم الناظر هذا تتشه صغيره هذا تتشه صغيره يو بعدين اعطوهم كل واحد فيلم. ليش؟ انهم عندهم المؤشرات انهم نجوم صح. احنا الحمد لله اشتغلنا اعمال حققنا نجاحات بالمسرح وبالتلفزيون وبكل مكان يعني والناس كلها تبي هذا الديو يكمل. بس احنا اليوم عشان نسوي شيء يتناسب مع اسمي واسم محمد لازم شيء يعني بالكتابه يكون جميل الوضع والاليه يكون فيها تحس انها قريبه من النجاح. انا ما احب احنا ما نحب خبط ولزق. انا اعتقد ان احنا ممكن يكون يعني هو ما شاء الله الحين 45 سنه عمره 90 انا 39 لا انا كم فممكن نلتقي بالدور الجاي الواحد صباحات بعد هذا وانت تتكلم انا قاعد اتخيل يعني شو الدور يعني الريال الكبير لا والله الصراحه ان احنا لازم قلت لك في يعني في عمل مسخر للاشخاص صح هذه صح مو أكيد. يعني مو مثلا في شخصيتين خليب محمد يوسف ومن حقك يعني كفنان ان تعبت على نفسك واشتغلت على اسمك بعد فتره تحتاج عمل يعني خلاص يكمل هالمسيره الفنيه الانسان لما يشتغل على نفسه يتعب طبعا. انزين محمد شنو الاعمال الجديده اللي راح؟ والله الحين اللي دارج اكثر قاعد نشوفه اللي هو نظام المواسم السيزونات اللي هي 8 حلقات 6 حلقات. اغلب يعني ربعنا اللي شغالين بالوسط الفني قاعد اشوفهم متجهين هذا الاتجاه. وحتى العمل اللي قبل شوي طرى يوسف هم نفس الشيء اعتقد هو موسم بعد اعتقد 30 صارت وايد ممله وايد متعبه وايد فيها مط على المؤلف على الممثل على الكرو كامل قاموا يقصرون الحلقات. الحين هذا توجه متجهين ناس عشان المنصات يعني اعتقد حتى تلفزيون الكويت يعني في صدد انه يكون له منصه خاصه فيه ان شاء الله. فهذا التوجه جديد اي هذا توجه جديد يعني واحنا ما نشوف انه بالعكس هو يخدم ترى مو جديد يعني هو انت تتكلم مثلا تشوف الاقدار ضرب الزلق والاعمال ترى كلها 7 حلقات 13 حلقه 11 حلقه صح بس انقطعت صارت 30 صار التوجه الحين لا رجع التوجه حق 8 حلقات. انا اشوف هذا افضل وايد في انه ممكن تقول الحدوته بشكل خفيف لطيف سريع ويوصل لقلب المشاهد وحتى بالبجت يكون. وعلى فكرة ترى يعني ما أقطع كلامكم بالخير يعني في منصة تلفزيون الكويت ممكن تشوفون أغلب الأعمال الدرامية فيها يعني تقدرون حتى تتابعونها. هذا تكمل على كلامكم اللي ذكرته. هذا شيء حلو يعني يمكن قبل ما كان موجود الحين تطور أنت قاعد تشوف السوشيال ميديا وعلى الكلام اللي قاعد يوصلنا حكي دواوين على قولتهم يقولون إنه قاعد يعني يدعمون هذا التوجه من خلال تلفزيون الكويت. فهذا شيء بالعكس يعني جميل واحنا نتمنى طبعا نتمنى يعني ان يحتوون الشباب يعني نتمنى ان اذا كان في منصه جديده والفكر جديد لازم يكون مثلا
مو بس محمد يوسف، في شباب مهمين بالكويت وايد، في خريجين كل سنه صح. اي يعني في مهمين، شباب مهمين وشطار يحتاجون انه او لانه لازم كلهم اعمال خاصه، لان سالفه انه ناس مثل يعني ناس تلزقها بناس ولا اليمعة اللي ما لها داعي. انت اليوم صار عندك عمل 8 حلقات 10 حلقات تقدر تقدم فيه رساله يعني ملمومه. نعم. فنتمنى انه يصير فيها احتواء. نعم. حق الشباب. واحنا نتمنى ان شاء الله ان رسالتكم تكون ايضا وصلت لكل حتى المنتجين من اصدقائكم اكيد اللي اشتغلتوا معاهم فترات طويله. نرجع لاجواء العيد يعني علشان نحسس الساده المشاهدين اننا فعلا للحين في رابع او اخر يوم للعيد. شنو ابرز الذكريات، ذكريات الطفوله معاكم بالعيد؟ ما في انسان ما يستحضر ذكريات الطفوله، كل عيد ترى احنا لما نقعد نتذكر كذي واحنا صغار شلون، خصوصا اللي عندهم عيال يعني اللي ما عندهم حق اخوانهم اللي يصيرون لهم. الصراحه يعني انا عن نفسي من يعني سالفه وانا صغير هذه انقطعت الافكار عندي بالعيد. ليش؟ العيد جاي يذكرني بالمسرح. اوكي. يعني المسرح هو اللي كنت يعني احنا عايشين سنين اهلنا ما نشوفهم بالعيد للامانه، يعني خصوصا انا ويا محمد يعني. كنا قبل العيد مع بعض بروفات، قبل العيد بروفات. بالعكس وبعدين رمضان قاعد نشتغل نصور صح. بعدين تي تسوي بروفات بالعيد قاعد تعرض المسرح تشوفه هلك بالعرض. كنا احنا طول عمرنا كذي وان شاء الله يا رب الايام تزين وتصير احسن. اخر مسرحيه متى كانت شاركت فيها؟ 2016. يعني فتره طويله. ايه اوكي عشان كذي بس الحين لا موجوده اجواء العيد يعني عايشينها يعني قاعدين ما قاعد نشتغل مسرح. اي ما دام من 2016 ما في مسرح. اي اي ففي اجواء عيد وقبلها من بعد اجواء العيد يعني كانت حلوه يعني بالعيادي يعني كان اذا قبل صب دوار الجوازات ناخذ العيادي من الرميثيه الرميثيه فهم الدوار الحين صار مجمع بوليفارد قبل خيول و المراحة كان في السيرك اللي يبونه السيرك اللي هناك خيمة السيرك فكنا ناخذ العيادي انا عن نفسي وتصرفهم هناك اصرفها هناك صح صح واحاول اني اتناسى ان فلان اعطاني عيدية ثاني يوم لا ولا عايد عليه والزك فيه يمكن ينسى انزين ما دام جبتوا طاري المسرح في مسرح جاي قادم والله شوف عشان نكون واضحين احنا عندنا مثل ما يعني كلام مع بعض انا ومحمد عندنا خطه حق وايد اشياء وعندنا امور وايد نفكر فيها واحنا عارفين انه ان شاء الله باذن الله الرده لما تكون مع بعض راح تكون رده قويه فاحنا قاعد ندور على الستيب الافضل بالبدايه وين يكون بالمسرح بالتلفزيون الستيب المناسب راح نخوضه يعني مثل ما قالك محمد هو السالفه مو سالفه زعله ولا بالعكس احنا اليوم ودي انا اشتغل معه اكثر من اول اصلا يعني لان احنا اليوم نضجنا اكثر اليوم عندنا شيء نقدمه شيء ثاني شكل ثاني محتوى ثاني فنتمنى سواء كان مسرح او يعني تلفزيون راح نلاقيكم بعمل انت الابو وهو اليد انا الولد انا ابو شوف الشيء انا الولد زين الناس تنطر لما فتره الشخص ينقطع لازم يعني يمثل انه هو دور كبير وشايف ايه خلاص هو كبر احنا ترى هو خلينا نقول هو الادوار اللي الدور اللي انا شايفه ان الادوار اللي احنا شايفينها سالفه ان هذول شنو عندهم بالحياه شنو ممكن نقدم لان الفنان ممكن انت تحجب من طاقته لما تجيبني وتجيب محمد ومعنا جاسم ومعنا اسماء ومعنا فلان وفلان ممكن احنا ما نبين بالشكل المناسب لان السالفه ضايعه احنا نبي شيء فيه تركيز على هالشخصيتين ومنها ان شاء الله نبني لنا شيء ان شاء الله يعني وبالعكس يعني الايام الجايه ممكن تكون في فرص اكثر حتى بالنسبه لكم أكيد. يوسف ومحمد طيب اشتقتوا حق العمل مع بعض مثل ما ذكرت من قبل شوي والاعمال اللي قاعده تقدم لكم يعني كثيره لكن للحينكم ما شفتوا نفسكم بالمكان المناسب يعني شنو هي الامور اللي تتمناها بالنسبه لك الفتره القادمه يعني يقدم لك عرض مثل اللي انت تبيه بالمسرح ولا بالدراما اكثر والله شو هو ممكن يكون ترى يعني في مقولة كانت تنقال قبل أن الفنان أو الشخص دائماً طماع يمكن يكون هذا أزيد عن طموحي قبل اللي أنا قاعد أخذه اللي أخذته العام ممكن هو أزيد من طموحي ممكن قبل 4-5 سنين واللي قبله وهكذا يعني بس هو الواحد بطبيعته يبي دائماً الأفضل حق نفسه لي جدا وهذا مغلط أي أكيد يعني فأنا لي قدام إن شاء الله راح نشوف أفضل ممكن يكون مو أفضل ممكن يكون بالنسبة لنا احنا نشوفها لا 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 انت دائما افضل لا 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 انا واقعي لا لان الراي بالنهاية حق الجمهور اكيد ممكن نقدم شيء الجمهور هو اللي راح يقدم وهم بعد ما يكونوا هذا بس هذا ما يعني ان احنا راح نوقف ما يعني ان احنا راح ما نحاول مرة ثانية بالعكس انزين السوشيال ميديا انا مالي شغل فيها مالك شغل هذا ملك السوشيال ميديا انا وين وين السوشيال ميديا انا ناقد يعني قاعد اتهمهم انا اول ما بدينا اللقاء انا ناقد سوشيال ميديا ناقد يعني لا
والله العظيم. لا الحين ترى الحين صار اسهل تقدر توصل رساله. لا مسخت شوف بالسوشيال ميديا مسخت. شوف احنا ما نبي يعني عيد وهذا. لا لا احنا ما نبي نتكلم عن شيء سوى كل واحد كيفه. اي اي كل واحد بلاكت. اي عشان امور كثيره بالحياه اللي كانت هذا صارت مو طبيعيه. صار الوضع يعني لا يعني مستحيل يعني عشان تصج الدينار صعب ما حد يدري بالثاني. لا لا ما يخالف بس انت ما ليش ما توصل انت رساله ليش ايه. انت الحين عندك الانستغرام وعندك هذا تقدر انت تحط لك فيديو يقنعك اليوم من زين انا اقول لك شيء يعني انا مثلا قبل فتره لا خلي اعلانات ايه. مو اعلانات مو هو اول شيء يمهد عشان يروح اعلانات طبعا. انا قبل فتره ما اقدر كان مش خير شفت قعدت فصار في التقيت مع البلوجرز اللي بالسوشيال ميديا ايفنت معين يعني صدق ان اكثر كلمه كانت تنقال لي ان انتم برافو عليكم ان انتم بعاد عن السوشيال ميديا سواء كان عني ولا عن محمد لان انا احس ان الفنان محرقه السوشيال ميديا محرقه يعني انا لما اشوف واحد 24 ساعه يطلع واشوفه بشخصيات بالتلفزيون يمكن ما صدقه. يعني انت ما تايد ان هو نفس الفنان يكون فنان وايضا عنده مثلا شهره بالسوشيال ميديا كاعمال ثانيه؟ لا في بعضهم ترى والنعم فيهم يعني انا في بعضهم اشوفهم انا اتابعهم يعني انا عندي سوشيال ميديا بس انا مو فعال ما بسوي اعلانات حق احد بس صدق في ناس انا اطالعهم يعني بس في ناس لا يعني يتخطى حدود مو حلوه على اساس انه يبي صح. متابعين بعدين ينطلق بالاعلانات وهالسوالف هذه على العموم خلونا من السوشيال ميديا. اي خلونا من السوشيال ميديا. لا تزعل احد بالعيد الحين. بعد شويه وديكم مطعم تصوروا لي. يعطيكم الف عافيه. وقبل لا نختم معاكم كلمه اخيره للساده المشاهدين خصوصا اللي ناطرين اعمالكم ان شاء الله الفتره القادمه. يا رب ان شاء الله يعني ما يعني الوعد صعب بس اتمنى من كل قلبي ان شاء الله يا رب يجمعنا عمل كبير وضخم سواء كان بالتلفزيون ولا بالمسرح نرجع نقدم نفسنا كديو بطريقة لطيفة تتناسب مع الفيدباك اللي جاينا بكل السنين يعني أنا للحين ما شاء الله 6 سنين مثل مشغلين مع بعض لليوم لأمس يقولوا لي وين صفر عنك فإن شاء الله يا رب نرجع رجعة قوية ومحترمة وتناسب أشخاصنا. بما أنك تكلمنا عن السوشيال ميديا فرتويت ايه زين زين انتم ربع متفقين يمكن مع كثير من الامور حتى افكاركم يعني متقاربه نتهاوش اكثر بس صح عشان المصلحه العامه يعطيكم العافيه ونورتونا الله يخليكم وان شاء الله نشوفكم في عمل مع بعض ان شاء الله باذن الله. شكرا يعطيكم العافيه واحنا راح نكمل جاسم اليوم من خلال ضيوفنا اللي راح ينورونا عفوا واكيد كثير من الفنانين اللي راح ينضموا لنا اليوم في حلقتنا تابعونا من بعد هذا الفاصل. العايدين الفايزين وكل عام وانتم بألف خير. باركوا يا احباب الفرح لذة وطاب اليوم يوم العيد والعيد نغني نشيد كل عام وانتم بخير وعيدكم مبارك. كل عام وانتم بخير وتقبل الله طاعتكم وعيدكم مبارك. العيد هالهلالة كل عام وانتم بخير وعيدكم مبارك ورجعنا معاكم مشاهدينا وبالتأكيد مثل ما وعدناكم اليوم راح تكون عندنا شريحة كبيرة من الفنانين اللي راح ينورونا في الاستوديو وأكيد كل فنان مجتهد في مجال عمله سواء في المجال الإعلام أو حتى المسرح أو الدراما نرحب بالفنانين ضيوفنا الفنان ضاري عبد الرضا حياك الله معنا كل عام وانتم بخير وعيدكم مبارك. الله يحييك كل عام وانتم بخير
والله عيد علينا وعلى ديرتنا الحبيبه بالخير والعافيه ان شاء الله، ويفكنا من هالجائحه ان شاء الله. امين يا رب العالمين. شكرا لك، وايضا رحب الفنانه شيماء قنبر، حياك الله معنا، كل عام وانت بخير. وانت بخير صحه وسلامه، وانا سعيده اني موجوده في هذا البرنامج الجميل، وطبعا عيدكم مبارك مؤخرا. يا رب سعيده. اول شيء خلينا نتكلم عن اجواء العيد، وخاصه الحين بعد خلاص اخر يوم من العيد، شلون العيد وياكم؟ تعطون عيادي ولا تاخذون؟ لازم تعطي الحين، تعطي الاخت خلاص دام شافوك بعد تمثل الحين بس الحين تزيد الشيله. الحين عيالي ينادوني حميدان حميدان، قلت له حبيبي مو حميدان بابا بابا. شيماء شلون العيد وياك؟ والله تمام الحمد لله، عايشين اجواء الاهل، يعني نتيمع ما نطلع، لان تدرون الحين الوباء الواحد على كثر ما يقدر يتحذر بالاشتراطات الصحيه، يعني نحافظ على هالشيء. صح اكيد. نعم اكيد، خصوصا الزوارات ويمعات الاهل وغيرها من الامور اللي تخلي الواحد مرات ينجبر انه هو لازم انه يوجب، لكن مع الفتره الحاليه يعني الظروف تحتم علينا ان احنا في بعض الامور ما نقدر نسويها مثل قبل، فايش كثر تغير العيد عليك فنانه ضاري؟ ايش كثر صارت الامور مختلفه؟ يعني حتى لو نرجع زمن من قبل سنتين كان الوضع مختلف عن الحين. صحيح، انا لانه واحد من الناس اللي حاشني الكورونا، فكنت حذر الحين الحمد يعني لله. الحمد لله على سلامتك. التعامل مع الموجودين، مع الوالده، مع الكبار بالعمر، شويه نحاول نكون يعني نعطي الاحترازات الصحيه حقها، وما نحسس نفس الوقت الاهل ما يفهمون الوضع اللي قاعد يصير. صح. فلما تنفر منه يحس ان انت، فتلاقيه من ادش ابدل هدومي كامله واعقم هذا وعدت. خصوصا لك تجربه يعني. اي والله الحمد لله عدت على خير يعني. الحمد لله. الحمد لله. شيماء اول شيء خلينا نتكلم عن عندك تقديم. اي. والدراما صح؟ صح. اي هو افضل؟ والله انا بالنسبه لي الاثنين، دائما يقولون صاحب البالين كذاب، بس لا انا بالنسبه لي يعني قادره وحابه الاثنين. الاثنين؟ اي اكيد ماكو احسن من انت. اتوقع ان قدمتي قبل الدراما صح؟ صحيح. زين والدراما ما تشوفينها انها صعبه فيها؟ لا بالعكس، لا بالعكس، طول ما ان الشخص قادر وهاوي هالشيء وحاب الكاميرا وايد وحابب نمط النصوص والتمثيل، بالعكس قادر انه يتقن هالشيء. بس التمثيل غير عن التقديم، التقديم انت راح تكلم الكاميرا، بس صح. بالتمثيل لا، انت قاعد تمثل وما قاعد تشوف الكاميرا. صح، انا معك بهالشغله، تختلف الاجواء يعني. دائما التقديم تكون في محور رسمي اكثر، بس لما تكون باللوكيشنات والتصوير مسلسلات يفرق معك، خصوصا ان انت ما تتحاور مع الكاميرا، تتحاور مع الاشخاص. فتصير في رده فعل يعني يمكن من البدايه، بعدين خلاص نتعمق بهالشيء وقادرين انه يكون سهالات الموضوع، مع الاستمرار خلاص يكون شيء سهل. نعم يعني الواحد يتعود خلاص يصير طبيعه عمله ومجاله. طيب بالنسبه لك يعني الاعمال اللي راح خلينا نقول تشاركون فيها، خصوصا الفتره اللي طافت كانت جدا صعبه على الناس، على المجتمع بشكل عام والعالم ايضا، ويمكن اللي تاثر فيها اكثر الاعمال المسرحيه والدراميه، يعني صار صعب شلون يمثلون عمل مع الاشتراطات الصحيه، وبدايه الازمه كانت يمكن صعبه والموضوع كان معقد، يعني ما حد كان فاهم طريقه انتقال هذا المرض، فودي نرجع حق هالفترات هذه والذكريات اللي مرت عليكم. احنا صورنا امر خلاء الجزء الثاني كان بدايه الحظر اللي فات، اخر حظر اللي هو من 5 الفجر ل 5 العصر. اكيد كان صعب العصر. يعني هذا كان المسموح لك يعني اللي يعني تطلعين تمارسين حياتك. ما بعد 5 العصر هذا حظر كان، فاحنا كنا نتاذى يعني الطلعه من البيت لازم تكون بالتايم، يعني ما في، كان حتى انت من نفسك ما في تساهل مع نفسك، وتكون حذر وتحفظ 100% عشان ما تعيد وايد كمشاهد يعني. اي عشان الوقت، لان هذا عندك مشاهد نهار مشاهد ليل، يعني شوفي اكثر واحد متاذي اتوقع من هالامور المخرج. اي لانه يقلب لوكيشن من نهار ليل، يحاول ياخذ اكثر لوكيشنات يخلصها الاساسيه، يعني في ربكه بس ما يحسس. اتوقع ضاري كانوا من بعد الحظر تقعدون انتم باللوكيشن ليه؟ هذه سويناها مره بس، مره وماخذين فيها تصريح لان بيسلمون البيت. ايه وفي مشهد يعني في مشاهد ليه لازم صريحه، يعني ما تقدر تتحايل عليها يعني. إيه. برا عند الباب وهذا، فما تقدر. فاتوقع حزتها كان في تصريح يعني مسموح يوم كذي وخلصنا يعني. حلو. شيماء انزين انت شنو يعني خلينا نقول الاعمال اللي جايه الجديده؟ باذن الله انا اساسا خلصت تصوير مسلسل سرك الخافي، هذا المفروض يكون ينعرض برمضان، بس مثل ما تطرق للامانه يعني المشاهد ما قدرنا نلحق بسبب كورونا الله يحفظنا من هالوباء،
فأجلنا وإن شاء الله راح نعرض قريبا بإذن الله. وأنا الحين قاعدة أصور مع مسلسل عندما لا ينفع الندم، إخراج مناف عبد الله يعطيه العافية، وإن شاء الله القادم أجمل بإذن الله. إن شاء الله. والمسرح؟ المسرح هالسنة أنا توقع مسرح ولا مرة؟ لا لا بلا، أنا كنت مع طارق سنتين. حلو. الفنان المبدع المتميز، وإن شاء الله هو المفروض يكون في هالسنة مع الفنانة هند بلوشي، بس ما صار نصيب يعني، تدري الحين كورونا كل مرة يأجلون، وكان في مسرحية ثانية هم أجلناها، فما ندري إن شاء الله لقدام. صحيح، وهذا الوباء أثر بشكل كبير على الأعمال المسرحية تحديدا، يعني مع الاشتراطات الصحية يعني العودة التدريجية الحين تبشر بالخير، يعني شوي شوي ترجع الأمور مثل ما كانت قبل وأحسن من قبل إن شاء الله يا رب. لكن ذكرياتكم مع العيد، يعني كل إنسان عنده ذكريات استحضرت كذي فترة العيد، أبرز الذكريات يعني اللي تستحضرك اليوم يعني من خلال برنامجنا. هو ذكرياتك هي حصولك على العيدية، شلون ترغب إنك تحصل على العيدية، شلون تسعى إنك تحصل على العيدية. هذا السعي هذا هو اللي يولد الذكريات، عرفت يعني. وغير هذا لما تاخذ حصيلة العيد تروح الألعاب الترفيهية، على أيام الترفيهية الأيادي قبل غير عن الحين، مبالغ بسيطة ياكل 20 قبل كنا ماخذ غرض، من يعطي 20 أصلا قبل صدقك أنت. بس كان الفلوس يلعب دور وقتها، الربع النص. أي أيام أي الدينار والنص والخمس دنانير، هذه شيء اللي خمس دنانير هو أكثر واحد أتوقع اللي معه، هذا مدلعك، هذا أمه دعيت له صدق يعني، هذه اليدة أو الأب والأب بس. إنزين شيماء، الحين عندك أتوقع برنامج يومي ما عدا اليوم الجمعة والسبت، قول وفعل. صحيح. ما تشوفين أن كذي راح يقيدك عن التمثيل أو خلينا نقول عن الدراما؟ لا والله بالعكس، ياخذ وقتك. أنا أول شيء سعيدة أنا رديت للتقديم، لأن أنا كنت بفترة أكمل دراستي خلصت ورادة، بس قادرة طول ما أن المسلسل اللي أنا فيه اللي موجودين أن ينسقون معاي، يعني لما أنا أوقع أقول لهم والله أنا عندي كذي 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 كذي، يتم الاتفاق وخلص الأمور، يعني تكون الحمد لله طيبة. نعم. تكونين مرتاحة يعني. إي إي من طريق الأعمال ما حاتي. نعم. طيب بالنسبة للفترة الجاية إن شاء الله، الحين في انفتاح وفي أعمال كثيرة، والتجهيز لرمضان يكون قبلها بفترة طويلة، يعني بالنسبة للأعمال وبالنسبة للفنانين، بالنسبة لك شنو هي أبرز التجهيزات اللي الحين قاعد تقوم فيها أو أبرز الأعمال إن شاء الله القادمة؟ أنا الحين قاعد أصور مسلسل من بعد الطوفان مع أستاذ الهام الفضالة والمنتج باسم عبد الأمير أبو أحمد، وشغالين تصوير الحين إن شاء الله، بس موقفين عشان العيد ومكملين. هذا حق متى ان شاء الله؟ هذا للحين ما ادري، بس اتوقع هذا برا موسم رمضان يعني. اي يعني قبل. اي بس رمضان للحين ما يعني شيء، يعني في كلام بس انا ما اقدر اتكلم لما يعني يكون شيء رسمي موقع صحيح يعني، بس للحين ما صار شيء رسمي يعني. نعم. وشيء ما والله انا مثل ما قلت لكم مسلسل عندما لا ينفع الندم حاليا. رمضان مثل ما تطرقوا هو بعد يعني في كلام، يعني في كلام مثلا بالامارات بحرين، بس انا للحين مو قادره ارد لهم خبر او اقول لهم اوكي. في عندي بعد بالكويت قاعده احاول على كثر ما اقدر اطلع بالسنه مره بسبب الوباء، يعني حتى يمكن ما اكثر، يعني يمكن هالمسلسل اوقف فتره معينه بسبب الوباء، يعني الواحد على كثر ما يقدر يحاول انه يحافظ. اصلا حتى السفر صعب جاسم الحين. اي حتى السفر صعب. انا يالي عرض بالبحرين من فتره حق مسلسل، يعني ما قدرت، لان البحرين فتره صارت عندهم كارثه كبيره من الوباء الله يحفظهم. صح. فما الحين ما شاء الله الحين الموضوع استقرت الامور في البحرين وفتحوا اليوم. أي. خلينا نتكلم عن ان انت عندك برنامج وعندك بالتلفزيون، ما تشوفين انه وايد طلعتك بالتلفزيون ولا لا؟ بالعكس، يعني مرات يقول لا ان انا قاعد اطلع برنامج واطلع هني دراما واطلع. لا انا اقول لك شغله، طول ما انا محافظه على اسمي من ناحيه ان انا بالسنه مره قاعد اختار مسلسلين. ما قاعد مثلا اقول لك ان انا قاعد اشهر صورتي وايد. وبعدين حلو لما اكون انا محط انظار الجمهور، الجمهور لاحق، يعني اذا انا مثلا اختفيت يوم يومين يسالون وينك ليش ما طلعتي. فلما انا لجأت حق التقديم مره ثانيه، بالعكس هذا يعطيني ممارسه اكثر بحياتي بشكل عام، سواء بالمجال او خارج المجال، بالعكس شيء وايد يفيدني. الله يوفقك. وبعد ازيدك من شعر بيت، يعني هم انا تطرقت للكتابه والحين انا كاتبه بعد، وان شاء الله اذا صار في وقت هالسنه انزل الكتاب الرابع، ما يمنع. الله يوفقك ان شاء الله. كلمه اخيره للساده المشاهدين، شو تحب تقول لمشاهدينا خصوصا في اجواء العيد؟ يعني ما نبي نبتعد وايد عن اجواء العيد.
والله نقولهم والله يعيدكم مع العيد إن شاء الله كل سنة لا فاقدين ولا مفقودين، والله يعني يفكنا من هالجائحة وترد حياتنا طبيعية أكثر وأكثر مثل ما كانت إن شاء الله. ان شاء الله يعطيكم العافيه. الله يعافيك، حياكم الله ومشكورين. يعطيكم الف عافيه. اول شيء يعطيكم العافيه، ما قصرتوا، ومثل ما قال الله يحفظنا من هالوباء، ودائما نقول انه يعني الواحد توجب عليه انه يحافظ بالاشتراطات الصحيه على كثر ما يقدر. يعطيكم العافيه، شكرا لكم وجودكم معنا اليوم وكملتوا فرحتنا في عيد الاضحى المبارك. راح نكمل معاكم مع بقيه فنانينا لهذا اليوم، تابعونا من بعد الفاصل. الفرح لذ وطاب، باركوا يا حباب، الفرح لذ وطاب، اليوم يوم العيد وللعيد نغني نشيد، اليوم يوم العيد وللعيد نغني نشيد، ردوا علي يا حباب، ردوا علي يا حباب. وللعيد نغني نشيد، اليوم يوم العيد وللعيد نغني نشيد، ردوا علي يا احباب، ردوا علي يا احباب. رجعنا معاكم مشاهدين، نستكمل معاكم فرحة العيد، فرحة عيد الأضحى المبارك. لما نقول العيد جاسم استحضرنا المسرح وأسماء يمكن انطبعت ذاكرتنا فيها، يعني صح، من فنانين قدموا كثير من الأعمال المسرحية المميزة في المسرح وأعمال درامية. لو بتتكلمين بناخذ البرنامج كله عن هذا الفنان. صح، أكيد صح، فنان قدير وله كثير من الأعمال الدرامية والمسرحية اللي تعودنا على طلتها المميزة، كل عمل دائما يكون فيه إبداع وتميز. ولما نقول العيد بعد يذكرك بشنو؟ أكلات العيد المميزة. لازم في أحد يبتدع لنا طبق مميز أكيد. نرحب بضيوفنا الفنان القدير داود حسين، حياك الله معنا، كل عام وانتم بخير وعيدكم مبارك. كل عام وانتم بخير وعيدكم مبارك، والحقيقة الواحد في هالمناسبة الجميلة هذه
يعني احب اتقدم باسمى ايات التهنئه والتبريك الى مقام حضره صاحب السمو امير البلاد وسمو ولي عهد الامين والحكومه الرشيده وكل الشعب الكويتي وكل انسان شريف مخلص على وجه هذه الارض الطيبه. حياك الله معانا ونرحب بالشيف عجيل الرفاعي، حياك الله معانا، كل عام وانتم بخير وعيدكم مبارك. صحه وسلامه وعساكم العايدين الفايزين ان شاء الله. الله يسلمك. ابو حسين، اول شيء خلينا نتكلم عن اجواء العيد. العيد اكيد يختلف في الحين، وخاصة بعد مع كورونا وغير عن قبل، فتشوف في اختلاف. قلت مع كورونا انا يعت مع لا 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 خلطت كلمتين يمين، انا مو مع كورونا، لا لا مع كورونا هنية مع كورونا هنية. شلون الاجواء اللي كانت قبل والحين؟ يعني شوف انت اذا تبي تتكلم عن الاجواء قبل كلش، يعني اذا قبل كلش لا الموضوع كان غير. يعني اذا تتكلم على السبعينات وذي ايامنا، او ايام كانت بالنسبه لي انا كان يعني حلم ان انا مثلا ابي الصبح يطلع بسرعه، انام ليله العيد علشان اقعد الصبح البس دشداشتي الجديده وسيده ما انطر، يعني يلا يمكن اول عيديه، بس اذا جمعت 150 فلس 200 فلس هذا انا يعني صاير ملياردير، اطقهم واطير وين في اطير سينما الفردوس، اصف دور عشان ادش الفيلم، تدش الفيلم، تطالع الفيلم، تخلص تروح بالاستراحه سندويشة كباب، تروح بنك نقل عن شكك ما شنو، صج ب 200 فلس ب 200 هذا، يعني انت اقول لك الواحد هني يحس انه هو غني صاير خلاص. اذا سلم الحمره بعد تذكره يعني يجمع لك مبلغ. اي فكان الجو يعني عيل كانت العطيه كم يعني؟ طبعا احنا نروح مثلا اذا يا عمي اذا يا خالي ولا شيء، تروح تقطويك تطالع يعني، ها تعطيني عليك شوي طيب. مثلا اذا عطى اخوك تروح له تسوي له شيء. انا موجود ترى انا ما اخذت للحين، عرفت شلون؟ فيلا يعني اذا انت قدرت تجمع لك 300 400 او نص دينار، نص دينار انت يعني ماخذ شيك بنص مليون حق العيد كامل يعني. اي مرتاح النص البنفسجيه ذيك الايام. وانت يا عجيل قول لي، اتوقع عجيل مع الطبخه ها؟ انا لا بس إيه؟ قبل اكيد ما كان يطبخ ايادي بعد. لا احنا نشوف نشوفهم شلون يطبخون عندهم في بين الجذور، يطبخون متى؟ قبل صلاه الفجر بساعتين كذي يقومون يجهزون وهذا. انت من تسمع المواعين وتقرقع بالمطبخ انت تفز من نومك، اطول خالص قاعد يطبخون قاعد يسوون، نغسل وهذا ونجهز وهذا، واللي يطلعون من المسجد يلا الغدا عاد احنا الغدا يكون الصبح. ايه هذا العيد يعني معناته الصبح. زين يعني ريوقكم متى؟ ما في ريوق هذا ريوق العيد. البلاليط متى ياكلونه؟ البلاليط شوفي في ناس مدري تريقون فيه. ابي البلاليط انا. لان على فكره خليني اقول لكم على شغله عشان بس احنا نعرف شلون نتعامل مع هذا الانسان الجميل. ليش؟ الريال هذا فلتشاوي من فلتشة والنعم. اي فمره سوالي قال بسوي لك بلاليط، انا خابر البلاليط عليه قرص بيض. اي لا شنو قول لهم سويت سمكه زبيديه هو يعني حالي بلاليط ولا غير؟ اي البلاليط العادي شلون يعني العادي على بيض، بس هذا احنا اهل فين شغال على زبيدي، لانه كان بالاول زبيدي طيح ماكو الكود بثلاث دنانير ونص، دينارين ثلاث دنانير على حسب الزبيديه العوده يصير ثلاث دنانير و750 اول تدري، نزيد على 50 فلس نزيد في المزادات هناك عندنا في فلتشة. هذا الحكي قبل 80 81 82 كذي. وفي ناس يعني اذا طلعوا من المسجد الناس المصلين صلاه العيد عاد ينادون تعالوا حياكم، اللي ينادي اللحم بس اللي ينادي يقول اصبور ومرقه اللي راح يصير عليه ضغط ومحمر الناس كلها عليه هناك. زين سمك الصبح هذا احنا كله كذي، والبلاليط زبيدي الناس العزيزين علينا يقول لنا يعني يقولنا الناس من الكويت ويقولنا فلتشة نحط لهم يعني هذه الحلى مالنا او في المناسبات هو يصير اكثر شيء يعني هذا نفس الحين الكيك مثلا كأنك جايب كيكه. زين عيد ميلاد شو تسوي؟ تحط الشمعة ببطن الزبيدية ولا شو تسوي؟ ما عندنا عيد ميلاد اول. ما زين ايش فيك؟ ماكو شيء. يعني انا صدمني انا بلاليط اطالع وزبيدية. شلون تقبلت الشكل يعني؟ ثلاث ايام انا فاقد الذاكرة لاني ما ادري ايش كليت.
لا بس شلون كان الطعم؟ لا الطعم جميل لان شوفي السمك على على هذا البلد في زعفران كل شيء يصير فيه حله ها؟ اي تكسر الحله تكسرين الحله عيل شكلك تحب هذا المطبخ شنو هو؟ سولتة كراميل سولتة كراميل اي الكراميل مع الملا كذي حالي و اي شوي اي ايوه يعني لازم كراميل على القهوه استغرب شلون القهوه المره وتحط عليها هذا أيه؟ الكريمه هذا انا استغرب هو طريقه اكله جميله يعني ياكل ساعات استغرب يعني شو جيمر شلون لا انا هذه ما سويتها هذه زياده هذه زياده هذه عندك هذه زياده بهارات يعني في مره انا سويت معكرونه العاديه معكرونه الطيبين يسمونها معكرونه بس على شنو بيض معكرونه على بيض زين عادي بروتين هو اي بروتين يقول شلون معكروني على بيض لان احنا مو متقبلين هذه الافكار بس هو يعني بروتين بالنهايه وعادي تحط عليه مثل احنا كنا قبل اي شيء يسوون له بالعكس والله الحين ترى المطاعم قاعد تشوف في شغلات غريبه ترى في لو حطوا عليه اسم غريب كذي راح يكون لا لا وفي يعني انا قاعد اقول له يعني انت الحين بدل ما تقول والله بلاليط و شنو يعني يسميه؟ سمى قطع من النودلز مع نعم. سمكه البحر الاستوائيه التي مش عارف كذا وهذا المبحره المبحره اي وهذا وعنوانها الطول بدال ما تبيع الدينارين تبيعها ب 20 دينار لا لا بس انا يطلع براليط وزبادي لازم نبطل مطعم اوكي اي اوكي بعدين نتفق بعد بعد اي بعد بعد الهواء فزين خلينا نتكلم عن الاعمال خاصه المسرح والدراما شنو الشيء الجديد الحين عندك مسرح ولا لا 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 انا يعني قطعت المسرح اي لا الحين انا يعني على اساس كلموني والله بس يعني الحين اللي احس ان الشغل بالمسرح الحين ريل ورا ريل قدام يعني انت تبي تشتغل انت ما انت عارف شنو الظروف ما انت عارف شو اللي بيصير ما انت عارف في اي لحظه ممكن كل شيء يتسكر علشان مع الوضع الحالي بالضبط الوضع الان شويه متذبذب فبالتالي انت ما تقدر اذا تبي تشتغل عشان تسافر برا تعرض برا في بعض الدول اللي الامور عندها مفتوحه ممكن لكن انك انت تعرض هني شوي صعبه وخصوصا يعني ام بعد في نفس الوقت اتباع الارشادات الصحيه والشغلات هذه كلها ضروريه ايضا والجمهور واللي بيدش مطعم ولا مو مطعم يعني انت الاجواء هذه انت انا ايضا اخاف ان انا اخاف من الاختلاط ايضا يعني يجب انك انت يعني ايضا تحط احتياطك ما 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 تدخل فيها ان لا تختلط وايد بالضبط وهذا طبيعه شغلكم اصلا حتى لو مطعم حتى لو مطعم هذه نصيحة يعني حق إخواني حتى لو المطعم أيضا أنت خلاص عود نفسك هذه خلاص هذه أصبحت سياسة لازم تمشي عليها كمامك يكون موجود في الأماكن تحافظ على نظافة اليدين تحافظ على مثلا لأن في ناس حتى وهم ماخذين تطعيمهم وهم قاعد صح أكيد في كثير من الأشخاص صح. وإحنا يعني الواحد يحط باله وخصوصا بالنسبه لكم كفنانين يعني اختلاطكم وبعضكم داخل مسرح البروفات وغيرها من الامور هذه يعني تصير فيها اختلاط انا اقول لك على شغله الحين احنا مثلا انا كفنان اروح اختلط مع ربعي وكل شيء لكن بعد البروفه ولا واحد فينا يدري ان هذا وين يروح وهذا وين يروح وهذا وين يروح اكيد طبعا فبالتالي واحد ممكن يروح يقعد بدوانيه يروح بمكان يروح وهذا الشيء صار مع كثير من الفنانين يروح يجيبه ويقطع على الربع كلهم فممكن يعني هي عدوى الموضوع مو غشمره ابدا يعني كلش هذا بالنسبه للمسرح بس للدراما شلون الوضع الدراما ان شاء الله الحين طبعا بالمرحله الحاليه في مراحل الكتابه الناس قاعدين يكتبون المؤلفين وهذا وكل شيء وطبعا الحين في هالجو يعني صعب ان الواحد يصور حتى لو خارجي لان الراكور يتغير ممكن انا اروح كذي اللقطه اللي بعدها وهي هالطوب الرطوبه ان شاء الله حاضر زين عجيل وين راح يكون وياك؟ عجيل حبيبي هذا انا ما استغني عنه اكو اصدقاء الله سبحانه وتعالى يعني يوهبك اصدقاء ويوهبك ربع الله يحفظك تقول ساعات الحمد لله ان الله اعطاني هالاخو وتقول وين من زمان انا هذا ما شفته فهذا حبيبي نظرات الخجل اي والله الحين احنا نستانس عليه لما نقلب لونه احمر الله يحفظكم ان شاء الله ويدومنا المحبه يا رب ان شاء الله احنا سعداء جدا اليوم بحلقتنا كان في يعني شخصيات حتى في بدايه الحلقه فنان محمد صفر يوسف البلوشي ربع حيل فحلوه هذه الصداقات اللي تتم لمده طويله وما تنقطع يعني احنا اليوم ندور الصديق الوفي اللي يبقى معاك الحمد لله انا والله احاكي اكثر ما احاكي زوجتي
هاي راح تزعلها الحين على الهواء. بس لا لا ما يخالف، بس ما دام يطبخ بس بعد في تنافس صاير بينهم. ايوه. شنو ابرز الاكلات اللي تسويها ولها طلب يعني الناس تحبها وتحب طريقتك فيها؟ وايد يعني، بس هم اكثر شيء السي فود. السي فود اي اكل بالسمك. ما فكرت ما فكرت تبيع؟ ما فكرت انك تسوي وتبيع؟ شلون ابيع؟ تبيع الطبخات من وسط؟ يعني نبيع يعني قاعد اللي يطلبني وهذا. عنده متابعين بالسوشيال؟ عنده مطبخ هو. عنده مطبخ. اي اي اي. بس انه شنو الحين في الوقت الحالي الناس شويه تخاف يعني؟ تخاف وهذا، وانا ما الومهم صح من كثر ما نشوف وهذا يعني، بس الواحد يقول الحمد لله على كل حال. وانا من ناحيه يعني اخاف بعد انا ناس حتى مالوت التوصيل ما ادري شنو هو صح. يعني الواحد هم يطق بريك شويه. الفترة هذه الحالية غيرت وايد أشياء بالعالم، حتى بتفكير الإنسان نفسه. يعني في بعض الأشخاص كانت عندهم الأمور عادي بشكل عشوائي، بدأ ينظم حياته أكثر وبدأ يصير دقيق أكثر وحريص. يعني يمكن لأن الوضع الحالي خلى الإنسان كذي يخاف، لكن لا يصير وسواس. لا ما يصير زيادة. لا ما زي يعني أنا كنت أول من مطعم لمطعم، أروح المطاعم كلها. شو اللي صار الحين؟ الحين طقيت بريك، وهمس سويت عملية تكميم، قعد في البيت بعد أطبخ طبخي أنا، أكلي أنا. من دخلت المطابخ وشفت شنو نوعية المواد اللي يحطونها والشغلات هذه، أنا قمت عندي ستاند، قمت أخذ الأماكن المواد اللي معينة. تبني اللي تطبخ أنت؟ شنو مواد؟ اي يسمونها مواد الطبخ. اه اوكي. الادوات يعني قصدك بهارات مثلا؟ شنو المواد؟ انت يا بالك بنى المواد بنى يعني. انا على بالي بيبني. انزين عيل عيل اجل ما فقدت فيلتشي، ما قاعد تروح لها ما تزور؟ والله بشهر 12 انا كنت فيها، بس تروح يضيق خلقك شوي. لأن تعيد الذكريات، كل شيء متهدم، كل شيء طايح، كل شيء يعني. بس لا الحين زين، في منتجع، في شوي كم يعني في احنا كيف في الجاوية وولدنا فيها تضيق خلقنا. انا اقول انا اتحكي عن نفسي، باقي الربع في ناس يقعدون، بس يقعدون ما في احد. يعني وين جيرانك؟ وين اللي تلعب وياك؟ وين المدرسه اللي درست فيها؟ المغفر، المطافي، كل شيء كل شيء كل شيء كل شيء. الله يحفظكم ان شاء الله يا رب ويبعد عنا. يقول مغفر ما ادري الظاهر هو كله ياخذون المغفر. مغفر حق مغفر يعني احنا زين. ما تقدر تقول شيء. شيطان والله. ها؟ الظاهر يسوي شيء. شوف تذكر المدرسه اوكي، تذكر الفريج، السكه، المغفر. المغفر ليه؟ على بالي يا على بالي. لانه قاعد يستحضر ذكرياتي انا شذي توقعت، بس انتم تفكيركم راح. والله ما ادري انا ناظرهم يا حليله، شفته ذاك اليوم قاعد يكلمني. زين مسوي شيء؟ اي قاعد. لا والله مو مسوي شيء. حرام عليكم. فنان داوود حسين، يعني فعلا الذكريات الحلوه يعني تمر على الانسان، وحلو ان الانسان شذي يكون دائما متفائل، يتذكر كل شيء حلو بحياته. صحيح. ترى الواحد يحتاج بهالايام هذه انه هو كل شيء حلو يتذكره، يبتعد عن الامور والاخبار اللي تضيق الخلق اللي الواحد يسمعها. فحلو منكم هالتفاؤل هذا والروح الايجابيه، وحق حلقتنا بعد يعني ياثر حتى على المشاهدين. لكن يعني انا بقول لك شيء، يمكن نوعا ما شيء ضايق يعني حتى كل المواطنين والمقيمين والخليج والعرب، ان الفنانه انتصار الشراح ربي يحفظها ان شاء الله، يطول في عمرها ويمدها طولة العمر ويشافيها يا رب العالمين. ولما نقول الفنان داوود حسين يرتبط اسمه باسم الفنانة القديرة الله يحفظها إن شاء الله انتصار الشراح، يعني في الأزمة اللي هي تمر فيها. عفوا تضايقت شوية، لأنه يعني من نسمع الأخبار ونقراها عن فنانتنا القديرة يعني يضيق خلقنا. اي نعم. فياريت كذي رسالة للفنانة القديرة. شوفي أنا دائما يعني طبعا أكيد أنا أتمنى من الله سبحانه وتعالى أن أختي العزيزة سالم ترجع من رحلة العلاج بموفور الصحة والعافية يا رب، والله يمن عليها بالشفاء العاجل بإذن الله. وإذا كانوا الحين المتابعين والناس اللي قاعد يتابعون تلفزيون الكويت الآن وقاعدين يشوفون كل واحد فيهم لو يرفع إيده ويطلب لها يعني الشفاء بالدعاء، الله يشفيك. أبواب السماء تكون مفتوحة إن شاء الله، وترجع يعني أم سالم
بالشفاء العاجل. أنا طبعا أحاول قدر المستطاع أن أنا أخذ الأخبار، أخبار أختي العزيزة من أختي مريم القلاف، لأن ما 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 ما, ما نقدر مثلا ما كنا نقدر نوصل مثلا، أو ما كنا نقدر مثلا، الزيارات كانت غير مسموحة، ما حد يرد علينا، ما حد هذا. والوضع الصحي يعني الوضع الصحي كان، فأختي مريم القلاف هي كانت تقدر توصل، فكانت توصل لي الأخبار الحمد لله. بس ديك الأول أيام كانت شوية، بس بعدين شوية زادت الحالة، بس إن شاء الله يا رب الحين بعد رحلة العلاج ترجع إن شاء الله، وكلنا إن شاء الله نكون موجودين بالمطار باستقبالها بشكل يليق بتاريخ الفن إن شاء الله. إن شاء الله يا رب ما تشوف شر إن شاء الله. عيل خلينا نتكلم أبو حسين عن الأعمال الجاية للدراما، في أعمال جاية حق رمضان؟ إيه إيه أكيد، أنا حجو في يعني إن شاء الله معروض علي بعض الأعمال، بس ما في 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 مرحلة الكتابة، في طور الكتابة إن شاء الله. أول ما بس الأمور يعني تبين وتوضح إن شاء الله، أكيد تلفزيون الكويت أول ناس بيعرفون الموضوع هذا كله، فما يحتاج يعني في النهاية هذا بيتنا، هذا المكان اللي إحنا تأسسنا وربينا فيه وطلعنا وأخذنا فرصتنا من بداياتنا، فأكيد أعمال كثيرة مميزة جميلة، ويعني لو الواحد يذكرها كل عمل له ذكريات حلوة صراحة، حتى مو بس عليكم علينا إحنا يعني لما كنا نتابع. أكيد صحيح صحيح. زين عيل أجي الحين يقول لك هذا عيد اللحم صح؟ إي نعم كله. إيه ما تأكل أي سمك الحين؟ على أربعة أيام ما كليت سمك. أنا؟ إيه. أنا بس بس أول يوم. بس أول يوم. ورديت على السمك. بس بعدين يصوم. يصوم. بعدين يصوم. وبعدين. ليش؟ لا بعدين. اليوم عازمك على كباب أنا، إيش فيك؟ لازم تعزم على سمك. لازم. توني. والله توني مريقة مسوي له بيض والحين بقديه كباب. بعد. بعد انكر. قدام العالم انكر. بعد شوي بتروحون مو ناكر بس بيض عيون شيلوا كباب. يعني شيلو الله الحين صار بيض. يقول لك انا رايح وقايم ومسوي لكم ايش مسوي؟ شنو مسوي؟ قوقو قوقو حتى لو شيء بسيط بعد. لا لا انا ما قلت شيء، بس مسوي بيض عيون كانه مسوي. انزين لحظه يعني هذا المجهود ما يستحق انه يقول لي شكرا على الاقل؟ والله العظيم قلت لك ما دام تعازمه المفروض هو يعزمك. قلت له قاعد يبسط الموضوع، شو مسوي لي يعني بيض عيون؟ فا يا ابو بدر والله قلت لك مشكور والله قلت له لا والله. انزين لما انا بس ابي الحين قدام المشاهدين لما تسوي الاكله وتصورها، تخيل حاط انت مثلا سمك ودقوس وسلطه، شلون تصور؟ قول لهم تكفى يلا هذا العيش، يلا يلا صور 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 صور. اي ليش شنو ماكو؟ اي الحين طبختنا نطبق زبيدي. ايوه دقوس معبوش طريقات يجوع الناس يعني اكثر. اي والله يقعد عندي يقول دقوس، انا عبالي تلفونه قاعد يرن ولا شفت تلفونه. شنو علاقتك بالمطبخ عيل؟ انا علاقتي بالمطبخ نفس علاقه يدتي باللغه الاسبانيه. اوكي كلش. اذا يدتي تحكي اسباني انا اعرف المطبخ. صار صديقك الصدوق بيض وشاي، بس غير كذي ما اعرف اسوي صراحه. وبس تعرفت على الشيف وبس هو اللي قاعد. اي استمتع لما اشوفه. بس ليمتنك ها منو هو؟ والله انا وزني زاد من عداني والاشياء هذه لازم. لا انا ذاك اليوم قبل يعني السنه اللي طافت انا ما عمري شفت داوود يقصص بصها شيء، وهذا ما شفته كله اشوفه داخل. ذاك اليوم انا بروحي قاعد اقصص. هذا بعز الكورونا اول ما طلعت. اي اول ما طلعت اللي ممنوع يعني يطلع. ممنوع هذا. قلت له ابو حسين ها قصص بصل. قال ولك ما اعرف قلت تسوي كذي هذا. خليته يقصص بصل. زين الحين صار يقصص. اي خليته يلا شوي شوي ابي ساعدني. بعدين مواعين ابو حسين؟ لا لا خاف يخليك تغسل المواعين بعدين كل شيء هذا كل شيء ما اقدر اقول له لا ايش اسوي احبه ما اقدر اقول له. الله يديم. ابو حسين شلون نادي العربي؟ الحين ليش احنا قلنا بصل؟ بعد الحين بعد الحين بعد شلون نادي العربي؟ خلاص الدوري باخذ الدوري بعد ايش تبي؟ اي بس مني حاجيك والله ان شاء الله يا رب ان شاء الله يا رب يعني يتمون على السنه ونشوف السنه الجايه. احنا متحفزين احنا حتى السنه الجايه الفرق قاعد يدججون فريقهم كل واحد بالمحترفين وبالدنيا، فنتمنى ان شاء الله نكون التنافس حلو. هذا كله اخاف بس هالمره ولا راح يصير كل سنه؟ بس هالمره ولا بعد راح يصير كل سنه؟
لا راح يصير ان شاء الله ان شاء الله يعني ان شاء الله يرجع العربي ان شاء الله نحاول ولي بالعكس انا اشوف نادي العربي الحين تغير من لاعبين من اداره من كل شيء انا اللي عجبني شيء واحد الحين بالشيء يذكر يعني عجيل الرفاعي اللي عجبني فيه انه قد زاوي بس عنده هويه نادي العربي شلون ما ادري والله عرباوي ما ادري قال عشان يسوي لا لا انت قايل انت قايل لي قد زاوي لا لا بس عندي هويه النادي العربي طلع لك المرحوم والله العظيمه محمد الملا الله يرحمه والله عرباوي شلون انا عرباوي بس اذا القادسيه يمثل الكويت برا شجع القادسيه لا لا واذا اي يجي في فريق ثاني يعني القادسيه واي نادي ثاني من انديتنا اشجع القادسيه بس اذا العربي لا هذا انت قلت لي انت قدساوي بس عندك هويه العربي انا عشان كذي كنا بالضبط بلاليط وزبيدي لا 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 انا عرباوي 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 اكيد عرباوي عرباوي بس لا 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 العبد تشجع صح اكيد ترى مو غلط يعني طيب نبي كذي وصفه غريبه غير الزبيدي والبلاليط شنو اغرب الوصفات اللي تسويها شكلك يعني تحب ملك الوصفات الغريبه سويت مطبق ميد مطبق ميد مطبق ميد ايه مطبق ميد مطبق ميد هذا شلون مطبق ميد يعني الميد تحطه داخل مطبق ميد اوكي الميد حطيناه قليناه وحطيناه على العيش ايه؟ وهذا وشغل عدل تكفى سأل اقول له جرب منو قاعد يجرب فيه جربت مطبق ميت شلون شلون الطعم كان لا الصج نبي ساعات يسوي مطبق شوك لا لا هذه قويه امرقه صبور شو مسوي بعد صح امرقه صبور على باميه باميه يلا تكفى زين ليش هالافكار هذه والله ما ادري غريبه اذا يتريق اش وجيمر لا انا مو انا والله مو انا زين زين التقديم مالك نيه تقديم برنامج شيء والله حلو ترى والله والله إيه؟ يعني ان شاء الله اذا 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 اذا, إذا وجد او اذا لقيت البرنامج اللي يعني او اذا عرض عليه وقعدت وشفت شيء بالعكس انا يمكن قدمت وايد حتى في مصر وحتى أي. مثلا في دبي وهذا فليش لا بالعكس حلو لان شوف هو التقديم بالنسبه للفنان يفرق بالنسبه للتقديم بالنسبه للمذيع انتوا كمذيعين لكم 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 هيبتكم ولكم قعدتكم ولكم ايضا اسلوبكم ولكم ثقافتكم ولكم هذا كل واحد فانا كممثل شويه يعني يعني فاتح فبالتالي اقدر اتغشمر مع الضيف اتوقع يكون المسابقات يكون البرامج المسابقات هي يكون مسابقات يكون لقاءات مع فنانين مع فنانين لقاءات مع 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 لاعبين كره يكون هذا كله وارد ومفتوح يعني يكون فيها حس مختلف يعني مع الفنان خصوصا مو اي فنان ترى بالضبط فانت تقدر انت وكوني انا مثلا امون على على ربعي انا لما اي واسوي لقاء مثلا مع اخوي طارق العلي انا اعرف طارق اخوي اخو دنياي فانا حافظه فانا عارف تفاصيل اقدر اتغشمر معاه لما اسوي لقاء ويا اخوي حسن بل انا فاهمهم عارفهم فاحنا نسوي لقاء مع اسوي لقاء مع عجيل وعارف تفاصيله اي عارف تقدر في بعض الناس لما تكون حيل يعني هما اصدقاء مع بعض ولما تقابله تحس حيل غريب يعني اني انت تتكلم شخص تعرفه وتعرف كل نقاط الضعف والقوه وهو يعرفك فالحوار ما راح يكون فيه مصداقيه 100% يعني في شغلات وايد ممكن اي انا لما سويت برنامج في القاهره اسمه فاصل ونعود كانوا يدشون عليه فنانين مصريين انا ما اعرفهم صراحه اول مره اشوفهم يعني انا اول مره مثلا اشوف هاني رمزي حبيبي وصديق يعني احبه بس او لما شفته في البرنامج اول مره اشوفه فكنت اقول حق المخرج واقول حق المعدين اقول لهم اعطوني ساعه قبل التصوير بس اروح اقعد ونسولف تاخذ وتعطي معه تعرف شخصيته اكثر اي لغايه ما انت بس تعرف الاخذ والعطاء لما تدخل الاستوديو ذيك الساعه خلاص انت تكون الغيت الحواجز فتبتدي تتكلم هذه لعبه حي. المذيع الشاطر الناجح لازم يسوي هالشيء هذا فحضرتك يعني فنان القدير وما شاء الله عليك يعني متمكن حتى من الجانب الخاص كان انت برنامج 2012 اتوقع مع مخرجنا محمد بولند صح محمد بولند حبيبي اكيد سوينا برنامج شو كان التعامل مع محمد بولند مسابقات جميل اكيد يعني شوف ساعات المخرج يعني 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 لما يعطيك لما تاخذ من روح المخرج لما تاخذ من 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 يعني طاقته هذه كلها تنعكس امام المشاهد اكيد صح التيم كله من بالضبط. اعداد والكل يرتاح الكل يرتاح يعني غير لما يكون مثلا في تنشنه ولا شيء ولا هذا الواحد مو عارف شلون يركز شو يقول ايش ما يسوي لكن لما يكون
الواحد هادي، المخرج الهادي اللي يعرف شلون مثلا يتعامل راح يريحك على الهواء. ايوه ما يوترك هذا يعني يكون واثق من نفسه وعارف وش قاعد يسوي. لكن دائما اللي صرخ اعرف ان هذا خايف من الخطا، لكن اللي واثق من نفسه لا بالعكس انا اسوي شغلي كله جاهز عشان ما اخطا. يعني محترف يكون اكثر في شغله. يعطيكم العافيه. قبل لا تختفي السوشيال ميديا. اي السوشيال ميديا شنو؟ اي شلون السوشيال ميديا وياك؟ انا بالنسبه لي السوشيال ميديا انا يعني اشحن تليفوني واقعد بس. وبس مالك بالانستغرام عارف انه شيء واحد تليفون ينشحن وتسولف فيه وبس. لكن بس احسن زين سويت خلاص بس يعني كافي الاعمال اللي تقدمها. يعني خلق بعد تعال ودش ما ادري شنو واعدادات وما ادري شنو لا ما حسين على الاقل تنزل لك الفيديوهات تنزل لك مقاطع من انزل اوكي هذا اعرف انا مثلا انزل صوره انزل هذا واكتب هذا كله اعرفه خلاص الفانزات يعني بس اي بس مساله انه مثلا هذه التفاصيل الثانيه اللي شنو حط بالك وهذا لا 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 ودش لا لا هذه ما اعرفها هذه هو عنده كل شيء. انا قاعد اقول له منشني قال منشنك ما اعرف شنو قلت له سوي كذي قال ما اعرف قاعد احاول مالك الا انت اللي تعلمه خلاص قاعد اعلم بس سوى ماكو فايده ويا التليفون صدق من كثر ما يحط اكل بالتليفون انت تطبخ له وهو ريحه تليفونه مربيه ذاك اليوم التلفون علق وياي من كثر الحراره سوى قمت وحطيته بالفريزر عشان شويه لحظه ليش؟ اي والله حطيته بفريزر هذه الحركه ما تنفع ترى مع التليفون لا قالوا بالعيش اذا بالماي بالعيش اي صح هذاك اول التفاصيل اي التليفون القديم بس هذا لا حطيته بفريزر ماكو صار زين اوه اشتغل اوكي زين يعني تجيب نتيجه مع التليفونات الجديده بالحراره اذا كان الحراره والله ما ادري ايش اقول لك يا ابو حسين بس والله انا ليش اقول يعني انا افكار هو غريبه أنا عجيبه شوف انا قاعد اعيش ماساه بس مستانس لا 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 الله يحفظكم ان شاء الله يطول باعماركم نورتنا فناننا القدير داود حسين فعلا استمتعنا معاك اليوم في هذا اللقاء شكرا لك شيف عجيل الرفاعي نورتنا ايضا في اللقاء وجاسم لازم تاكل لحم صح بالعيد هو لازم لحم بس ما دام الحين السمك هنيه ومدام هو طبخاته كله سمك فتقريرنا راح يكون عن السمك زين حلو إيه علشان هو انت الحين شوف التقرير اوكي وبعدين علشان تسوي لنا طبخه يلا خوش والله طول العمر رحنا على طول ناكل لحم فلازم التغيير السمك طبعا لا ما في غنى عنه وحتى لو يغلونها ويقولون قاطعوا ما نقدر نقاطع لازم هم نشتري سمك الاضاحي يمكن يوم اول يوم اللي ياكل من اضحيته واللي يوزع الناس تاكل اللحم بس بعدين يردون على السمك وعلى الاشياء دي والدياي والباقي الاكلات والله اكثر الناس يجون الصبح ياخذون على المزادات اكثر السماكه يجون الصبح ياخذون على المزاد الحين المتوفر كله ايراني وبطياره بعد لان البحر مسكر عن صوب ايران فيجي بطياره يعني يكون فريش اكثر من اللنجات ان شاء الله حبيبي رحم الله والديك يعني الحمد لله يعني مش طايح شوي وعيد اللحمه بس الحمد لله يعني الامور ماشيه تمام الحمد لله والله هو قلة السمك بس اللي مأثرة في السوق شوي قلة السمك المحلي اللي مأثرة في السمك في السوق شوي وعلى العيد بقى إن شاء الله وعليك خير بعد العيد بقى الأجازة بتاعت العيد وعيد الأضحى طبعا الناس بتاكل لحوم طبعا يمكن بعد العيد إن شاء الله الأمور تمشي بإذن الله مع فتح المطار إن شاء الله في 1/8 والأمور تصير كويسة إن شاء الله رب العالمين وأنت بخير وبصحة وسلامة وشعب الكويت ومصر والدنيا بحالها كلها بخير إن شاء الله رب العالمين طايح ولا نازل؟ الحمد لله زين هذا صيف شهر 7 معروف قاعد شوية يجي سمك إن شاء الله وايد يتعدل السوق أول 8 بعدها ينزل روبيان كويتي تيجي سمكة وياه وايد بس الحين عيد الأضاحي موسم الأضاحي موسم اللحم يعني. إي معلوم الناس تاني اللحم ما كم يوم يصير لحم لا لا الحمد لله ماشي الحمد لله هذا 5/4 ونص اليوم ب4 بالو الايراني كويتي اوكي غيره لا هندي باكستاني وبنغالي هذا ما يفيد بس اطيب شيء هذا كويتي ايراني اوكي بس هذا اللذه وحده المايه واحد لذه وحده غير السمك هذا الباقي
شوف هو اول يوم عاده خصوصا بالعوائل اجتماع العائله ككل لو صارت تضحيه يصير الغداء بيت ابوك مثلا هذا شيء يعني ما في عليه خلاف. اليوم الثاني انت لازم تروح بيت انسباك مثلا وهكذا بس تغير. والله انا توني راجع من الجليب هناك كان في سوق سمك يمي اغلى من هنا هناك القبقب ثلاثه هني 2.5 2 مع ان هني الناس هناك ماكو احد انا دشيت السوق الحالي ما عندي احد مع هذا غالي. احنا في يوم العيد نبعث تهانينا احنا في يوم ها قد اطل علينا يطرق بابنا فلنستقبله فهذا العيد واتانا يلم شملنا كعادتي والفرح دوما في جعبتي والأمل يسمو بعودتي أهلا بالعيد لا نفترق حتى وإن مدت الظروف تبعدنا بل تبتغي منا الوقوف لا تكن وحدك منعزلا فما من هام إلا فرج ولكل معكم مشاهدينا ويعني صدق حلقتنا اليوم صراحة مميزة جدا بوجود فنانين مميزين يعني من خلال المسرح والدراما جاسم يعني حلقتنا اليوم فيها قابل كبير من الكوميديا أيوة صراحة والله صدق يعني أنا مستمتعة جدا فيها من قبل شوي لقاءنا المميز كان مع الفنان داود حسين ونكمل بعد ختامها مسك الصراحة أيوة مع فنانين متألقين بالدراما والمسرح ونقول ملك الدراما بعد موجود معانا وملكة الدراما والمسرح أيضا ملك المسرح بعد ملك المسرح إيه أكيد والكوميديا رحب فيكم قبل الله أكيد نبتدي معاكم هذا اللقاء نرحب بالفنان القدير طارق العلي حياك الله معنا كل عام وانت بخير الله يحييكم وعيدكم مبارك وعساكم عايدين ترى اليوم احنا جايين كلنا فنانين بباص الحين ناطركم انتم اخر ناس حياك الله معنا نرحب بالفنانين مشكورين على انكم يعني شرفتونا بهاللقاء وهم خليتونا نعايد هالناس والناس عايدونا من خلالكم الله يحفظكم ان شاء الله تبزور الكويت الجميل يعطيكم العافيه وانا بعد بدوري بما ان دشيتي لا رحبت مسكينه بس انت قاعد دشيت كلامي في التحيه رحبت انا ابو محمد واحد هو يرد عني بس هم انا اقول انا تشرفت اليوم انا وياكم لحظه بقول لك الفنانه هند بلوشي غنيه عن التعريف يعني يما في ديت بعد خلاص شفت شلون ما بعد كلامك كلام حبيبتي نورتي والله اليوم جاي ايش اسمها اي زري 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 يعني اللي قاعد هني مكانها يتورط ويا هلا عيد عيد ابو محمد عيد اذا ما نبرد كذي ما نحس عيد بس طيب انزين ابو حمود اول شيء خلينا نتكلم عن اجواء العيد شلون العيد وياكم قبل ولا الحين شنو اجواء احسن قبل ولا الحين كل وقت له وقته اي طبعا قبل هم كان حلو لانك تاخذ عيادي الحين شوي يضيق الخلق ليش انت صاير كنت لكن انا اقول لك شيء احنا ليش نعول كله قبل ليش كله قبل؟ لأن قبل الآن يعني العيد ما عاد يعني خلينا نكون واقعيين ما عاد له طعم صحيح والسبب أن في الجائحة كورونا اليوم اليهال حتى ياخذ عيد وين يروح مسكين يعني الحين تو يمكن إغلاق بعض الأماكن الترفيهية أو شغلة بعض الكل والله يا أبو محمد اي مصلحة الطفل بس يعني هالفترة إن شاء الله اي طبعا إن شاء الله هالفترة. يا رب إن شاء بس الله بس قبل كانت يعني خلينا نكون واقعيين تبون عيد ولا تبون طق لا ما نبي نبي عيد نبي عيد انت بتوحقنا أبو محمد بالعيد وقاعدين والله يعني الناس أنا بعطيك واحدة كذي على الطاير لازم تشفر اي هذا احنا ان قبل يعني على جيلنا وهذا كان في مدينه ترفيهيه في اماكن تسليه الفتره الاخيره وين تروح ماكو مسرح مطاعم يعني يخل هذا بس حتى الالعاب يعني اتمنى اليوم هذا نداء للاخوان في المشروعات السياحيه ان فعلا نبي مدينه ترفيهيه نبي الطفل يعني لا تصير مقتصر على بعض الشركات مثلا لا كان عندنا مدينه ترفيهيه يضيع يوم بيسوون مدينه ترفيهيه بيسوون احنا ما نبي بيسوون تكفون الغوا هالمصطلح بيه هذا شيله
زين ما يصير ما يطلع شيء فجأة. لا 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 سني شو لا أخذ وقت مو عيد أنتم تبون عيد هو فعلا إيه؟ أخذ وقت الموضوع إيه؟ يعني وقت طويل جدا يعني جيل كامل انحرم من المرافق الترفيه يعني على طول لأن عندها أول يوم حتى ذاك خلقي إنه أنا بروح مسرح وحاز بخاطري إن عيالي ما يعني أول سنة تمر على عيالنا أو خلينا نقول هذه ثاني سنة ماكو مسرح طفل دمرت نفسية عيالنا يعني إيه ما بتروحين مسرح خالي طارق قلت له إيه هالسنة ما في مسارح ما في مسارح حق الطفل بس كبار بس إحنا كبار علشان الاشتراطات عشان الاشتراطات شغلة هو طبعاً نشكر الحكومة إحنا مو ضد القرارات المصلحة المواطن لكن إحنا نقول إن شاء الله يا رب ناشد الناس اليوم الحكومة ما تمشي من كيفها تشوف إحصائيات صحيح إحنا اليوم من خلال هالعيد نقول خلونا نعيد صح بعد شرط. روحوا طعموا لحق أنا بعطي كبدي اللي لا خلاص قام يروحون والله لا اسمح محمد اللي هو يعني مشكلة في ناس هو بروحه صار دكتور وهو يحلل وهذا الناس شهادات لا قيمونك الحين يقول لك الأكسفورد سيئة لحد ياخذه أخذوا فايزر وصاف هذا يعني اللي التفت حق كلام الناس بس هو على الجسد الجسم يعني الحالات الوفاة اللي صارت مو شرط من من نوع الإبرة معين اللي ماخذها ما ناشد الناس مدام احنا قاعدين وياكم ونقول لهم اللي يبي انا بعضهم يجون والله احنا مو مطعمين بندش مسرحيه ليش ما طعم صح ليش لان قرار دوله احنا كلنا طعمنا صحيح ما في طعم عشان تعيش عفوا يعني بس الشخص لما يبي طعم اليوم مو علشان يدخل مول ولا عشان صحته هذا بالاول يعني هذه جائحه وباء عالمي بس يعني. للاسف ان الاغلب اصبح انه هو لهذا السبب اصلا طعم خلي دش مو بس خلي طعم بس طعم هي طعم ثقافه ووعي بس خلاص يرحم والله بيطعمون ابو محمد جيه طعمي خلاص والله وصلت طعم طيب بالك بتحس عرق تدري تطعم فايزر زين ابو محمد والله وش زينه وش انزين خلينا نتكلم عن المسرح الحين شو اللي عندك بالعيد عندنا أنا والله بسأز على برنامجك قالك كان تكفى عيدة إيه الأكل لا بعد أنت برامجك ناجحة ما شاء الله يحفظك حبيبي أنا ما جاملك بس أحبك شخصيا يعني ونعم بعد ولا ما عليك زود يعني ولا قصورا فيك حبيبي عندنا فرحان نسيب زعلان مسرحية اجتماعية طبعا بطولة جميلة معاي كوكبة حلوة من الأسماء خالد أقولهم سريع خالد العجيري بشام حجية محمد الوزير الأسمراني شهد سلمان من عمان غادة الزجال انت ذكريني زين اليوم انا مستانس ان عندي كوكبة شبابية حلوة دائما يقول طارق انت ما تجي معروف ما يخالف خلينا نعرف من مسرحي وينطلق ما عندي مشكلة لان احنا هذه حاجة عندي امير مطر فيصل السعد عبد الله البصيري محمد المنصوري بعد الوزير. محمد الوزير قلنا هذا زين وليد علي ها وليد علي وليد علي هذا عجيب شخصية هذا يعني لازم كاركتر هذا لازم أيقونة كويتية رياضية واتمنى من هيئة الشباب الرياضي يستفيدون من خبرته يعني فعلا بس عصبي خلي يعصب بالكرم يعصب ومن يقول هذا بس أنا بقول صراحة أنا رجل يعني عيد بابي أكذب وايد يقولون بس تفوز أنت بس بالكرم أول لعبة بس يا أخي خلنا حقانيين هذا اللي قاعد يقولون اسمح لي اسمح لي الحين أنت تلعب مباراة تحط الأقوال اللي عليك ولا اللي لك احنا اغاني الرياضيه ما يحطون اقوال منتخبنا منتخبنا انت لما تفوز قاعد تصور ليش ما تصور لما منتخبنا لما تخسر خسارته ما يصير لا لا اخوي هذا اعلام اعلام يعني الاعلام انت يعني دارس وعارف منطقي يعني منطقي بيصور لما يفوز ليش لما يخسر يصور بس وليد لاعب امانه لاعب جبار تبارك الرحمن الله يحفظه والله معطيه ميزه يعني غريبه يقعد في عندنا تكاية هذا اللي مثل المسند الله تعالى شوف شكله يقول ايش حقك كذي ترى اي والله يسوي لا 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 تكنيك يا ابو محمد لا تكنيك لا بس لا يخسر شوف يا جي بحد يحب الخسارة من يحبه عاد من ويا ابو الاعلامي احمد ما تقي وجه له تحيه واشي ما يصير واشي خلاص يا وليد انا اضحك انت تسكر شلون يعني الحين انا اسكر عشان لا تكون
شرط ابي افتح لكم شلون يعني تبي تلعب على كيف يا عصب شو مايكم هذا بعد ها لا بس عدله بس خلاص زين كذي اوكي بس المهندس صوته لازم يبون يضبطون كل شيء صوت لا بس وليد جبار الله يحفظه الله يحفظه وبعدين يتدخل حق المسرح محلل رياضي جميل صح بس امرد المسرح عندنا اليوم شباب طاقات رهيبه حلوه المخرج طبعا الاستاذ علي اسف لا هند امس كان سهرتنا على مسرحيتنا ليلى مثلا المؤلف احمد فارس اشراف العام وانا دائما احيي اخوي عيسى العلوي انه يثق يعطي ثقه بالشباب يقول انا المسرحيه مو بس طار وهذا لا ترى الناس تشوفكم انتم حماده امتن واحد فينا يا حلوه هذا دمك عندنا واحد متين والله عادي شفت الغرب هذه عادي ممكن تصير مطرح لا عندي عادل فرحان الاغاني و يعني مجموعه مهندس ديكور قاسم شليان ديكور ما شاء الله على هالسنه يعني طبعا كلهم افكار حلوه اليوم انا اتمنى انا مو دعوه حق الجمهور يجون يشوفوني ابيهم يشوفون هالشباب طاقات جميله ورهيبه الله يحفظهم والجمهور اكيد يفتقد المسرح خصوصا الله. بالنسبه للاعياد والفتره اللي طافت يعني أشكرهم. كانت حيل صعبه الجمهور يعني طبعاً. جمهورنا اللي حضر اللي عجبني ان حيونا ولابسين يعني كم ملتزمين كمامات وملتزمين ملتزمين يعني حتى في عزكم الله وعز الله السامع المشاهد نظافه المكان ولا هذا مهتمين وهذا اللي يعجبك ترى جمهورنا حلو يحضر ويصفق ويساوي يحب يتفاعل صحيح بس طعمه عشان زين خلينا نروح حق العنصر النسائي عند هند البلوشي هند بعد بالنسبه لك اكيد المسرح شيء وايد حلو مميز خصوصا مثل ما ذكرنا في البدايه قلتي ان العيد يعني مسرح فخلينا نتكلم اكثر عن المسرح وتواجد ايضا فيه يمكن الفتره اللي طافت يعني هم كانت صعبه عليكم المسرح تحديدا مسرح الطفل اصبح وسيله مهمه من وسائل الترفيه في الكويت تحديدا يعني يتعنون لها من برا الكويت يعني يوم من السعودية يوم من إخوان الخليج كله يجون يحضرون مسارح الكويت يمكن تصدرت في الآونة الأخيرة الكويت في المسرح سواء الكبار أو الطفل فيا المسرح عوض عن اللي تكلم عنه أبو محمد المدينة الترفيهية وحديقة الشعب وهذول الأماكن اللي فيها ألعاب ياهالي اللي أسرة كاملة تقدر تطلع تروح تقضي يوم كامل عيد بعد الزوارات وتخلص عيدة وعيالهم أنا هالسنة واجهت مشكلة يعني وين أوديهم والأصعب أن الثمان كل شيء مسكر يعني يدوب بيت بيتين بتوجب الوالدة وعمك خالك يدك ماكو خلاص خلص العيد ردوا البيت لا هو ثمان تسكر المحلات بس الزوارة ما تسكر لا الفكرة أن إحنا العادة الزيارة الأرقام محمد الزوارة الظهر العصر ما كنا نزور ليه بالليل بالليل خلاص كل واحد شط خذ عياله وطلعهم وداهم مول وداهم العاب وداهم مطعم هالسنه ما في تشويسز يعني كان كل شيء مسكر لكن احنا سوينا حق روحنا فاسيلتيز بالبيت يعني حلوه الانجليزي فاسيلتيز يا سلام فاسيلتيز ها انت فاسيلتيز بالمسرح ليش ترى انا دارسه قبل اللغه العربيه لفه شوي قبل اللغه العربيه انا بالجامعه دارسه سنه كامله انجليزي بس حسيت الموضوع بس تشكن طلعت رحت عربي المهم فاحنا متشوقين لعوده المسرح فاسيلتيز يا الله طبعا البركه في الكبار بلشوا قبلنا وان شاء الله نتمنى مع اذا التزم الجمهور اكثر ونشكر طبعا حكومتنا وقوانينها لان اكيد خايفين على عيالنا بالنهايه اكيد اكيد ولين نزلت الارقام ان شاء الله راح تبطل باذن الله ان شاء الله فاحنا ندعوكم جمهورنا الغالي انكم تروحون تطعمون وتكفون هذه الامور هذه كلها عشان ترجع الدنيا مره ثانيه زين دراسه في استاذ جاسم تفضل لا استاذ جاسم فاسيلتيز يا ما له علاقه والله محمد شوف اليوم احنا في نقطه مهمه بعد ما دام تكلمنا عن الجمهور المسرح اليوم في المملكه العربيه السعوديه الاخوان مع المستشار التركي ال الشيخ قاعد يقدم لنا دعوات نحضر الفعاليات في المملكه العربيه السعوديه من خلال هيئه السياحه اليوم في دوله الامارات العربيه انا يمكن انا في عز الكورونا جاتني دعوه وقدمنا في دبي اوبرا مسرحيه ابو سند صحيح بيت ابو سند شغال المسرح الكبار وانا بالعكس الاعمال الكويتيه هي دائما مميزه لا حتى مو قضيه اعمال كويتيه اليوم ايضا في لا صار المسؤول مؤمن في المسرح ودوره شوف ركز دوره في نشر الوعي حق الناس اكيد ثقافه وايضا ترفيه اليوم محتاج الناس ترفيه شوف صحيح. اليوم مثل اخوان عندنا بالكره فتحوا شوي الملعب
عرفت شوي صار ترفيه كل ما يعني شوي حاله استثنائيه ابو محمد الحين. نعم. بس هالسنتين يعني هذا الشيء مو بس بالكويت يعني في العالم دايم. كله صار فيه هذا الاغلاق طبعاً. وبدت مثلا حسب الدول يعني طبعاً. الحالات فهذا يعني اجراء في دول تفتح وتغلق اي هذا حسب طبعا الحالات عندهم تحسب احنا الحلو ان احنا الحمد لله ما قاعد نتراجع يعني تقدم في الموضوع يا رب ان شاء الله لان كل شيء كان مقاس بوقت معين يعني يمكن كنا في فتره من الفترات نختنق من القرارات والقانون بس بعدين عرفنا ليش لمصلحتنا بالنهايه ان احنا في ناس مثل ما قال محمد ردت احنا ما حصل لنا ان انغلقت امور بعد ما فتحت فحلو التدريج في الموضوع في ناس بطلوا وردوا الحين سكروا حتى دول اوروبيه قاعده تصير نشكر الاخ الدكتور معالي الدكتور باسل الصباح والاخوان في الجهاز الطبي كل العاملين في وزارة الصحة الداخلية الشيخ ثامر الدفاع كل وزارات الدولة اللي بعز الأزمة هادين بيوتهم وقاعدين يعني خصوصا وزارة الداخلية منتسبينها قاعدين بهالشوارع يحموننا ويحرصون علينا وشافوا أجواء مطر حر برد كل ضباط رتب وأفراد كلهم إخواننا نقولهم مشكورين من خلال العيد بيض الله ويحكم جميعا والله يعطيكم حتى الاعلام ترى انتم لكم دور مهم قسم الله انتم الان هادين بيوتكم واهلكم وهالفرحه هذا وقاعدين تونسونا شكرا حتى وزاره الاعلام انا دائما اقول الاعلام ها وزاره مهمه حالها حال الداخليه والدفاع صح. والحرس الوطني طبعا اكيد نعم. من اهم الوزارات توصل الفكره والرساله يعني شكرا للجميع حتى الوزير عبد الرحمن الطير يعني دراستك هي قاعده توخرك عن خلينا نقول الدراما من قلبي يعني لان تعبت صح. لان في يعني وايد قاعد تجي عليها امور تعرقلها يعني اخرها كورونا طبعا ما قدرت باقي لك شو اللي بتاخذينه ايش كثر باقي لك شلون ايش كثر باقي لك ما باقي لي شيء خلاص مناقشتي ان شاء الحمد لله الحمد لله شنو دراستك فيه رسالتك شنو عنه رسالتي في المسرح ان شاء الله عن العقد الاجتماعي واثره في المتلقي عن المسرح طبعا الكويتي من 2000 من سوري من سنه 1970 هي بداية المسرح الكويتي الحقيقية إلى الألفية الثالثة. ما شاء الله عليك الفنانة هند البلوش يعني مهتمة حيل بتطوير نفسك يعني مو بس على مجال عملك. خلاص دكتور يعطيك العافية بس احنا بعد دكتور انت بعد لا 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 بعد خلاص يعني ما نقدر نتكلم حلو الفنان انه يكون عنده فن ونجم وها ويكون عنده لازم يطور من نفسه لازم يكون عنده طموح بشهادة بمنصب لا انا معز لهذا تقاعدت وقعدت اهم شيئين انا بها رسالة لي وان الشهادة شنو تعني لك يعني تعني لي ان اصلت شيء انا دائما اتهم فيه انا اسف هذا المفروض كلام لا عادي حبيبي بس انا مثلا يقول خروج عن النص قلت له تعالوا انا اليوم بدرس عن الكوميديا وبدرس عن جامعه الاسكندريه اوجه لهم تحيه جميعا وبدرس عن خروج عن النص اي وبقدم رسالتي بالخروج عن النص واصلت شيء ها طبعا كبحث ان الخروج عن النص فيه له اصول هم على بالهم تعالوا ما يصير يعني الثقافه او الشهاده او الدراسه للفنان ما تتخير عن الاخلاق عند الفنان اهميتها يعني احنا دائما مقوله كنا نسمعها من الكبار فنانين اهرامات الكويت ان الفنان اخلاق اول شيء يعلمونا اياه الفنان اخلاق تلتزم مواعيدك تحترم ربعك تحترم اللي اعلى منك في المكان تحترم نفسك في المكان في اللوكيشن مع ناس مع جمهورك انت فنان قبل لا تمتلك الموهبه فانا برايي ان الثقافه بعد ما طبعا كملت ودرست انا من اوريدي انا يعني من اول احب الدراسه من وانا صغيره واحب القراءه أم قليب. لكن ام قليب يعني كان ودي اقول عن نفسي ام قلب بس أم قليب. ما حبيت اجرح من نفسي يعني يعني تركزين على عيالك وايد موضوع الدراسه إيه اكيد وايد يهمني بالدرجه الاولى يعني شلون كنتي مع الاونلاين يعني الامهات شويه كان ضغط عليهم يمكن لان عيالي مثلي يعني الحمد لله خذوا مني حب الدراسه واوريدي عيالنا احنا بشكل عام بنتها عبوره تنن انا اموت عليها اقول لها لا تجيني بعبوره حتى جسم ولدها ما يهلي فيني لما يشوفني عبير شوفوا انا بقول شغله الفنان يدرس هذا له هو صح. لكن ايضا هناك في فنانين هواة ولهم اسم ولهم مكانه ولهم ثقافه طبعا يعني هذه الدراسه لك انت صح تصير دكتور تصير ماجستير لكن اليوم فعلا مو شو دكتور ماجستير بس الفكره من انه يثقف الفنان نفسه ابو محمد انا بعد ما درست عن النقد وقريت عن هذا صرت اقرا النص بشكل مختلف اساسا النص ما قمت اشوفه ان الناس لازم احفظه واقوله مثل ما هو في نصوص تجيك بمحاذيرها في أخطاء
احنا من حقنا كفنانين مسؤوليتنا اليوم نناقش بعض الامور اذا حسينا ان هي ما تتماشى مع عاده او تقليد او ما تتماشى مع وضع اجتماعي او مو منطقيه. انت كممثل تقدر تمثل شيء مو مصدقه؟ ترى حكيك وايد حلو. عطنا يا خلنا وين دهشت بالنقد. تفضل خلاص تصير مذيع يعني. اي انا والله خدقتني العبره والله. تحب المجال مجال النقد صح؟ تحبين وايد النقد. اي هذا اذا ما تنقد ما تقعد راحه. وايد كان شيء بناء وبالعكس يعني تصلح فيه امور. النقد اساسا بناء بالفن اكيد. يعني احنا للاسف دائما اقولها ان الصورة النمطية عن النقد انه هو لازم انا اطلع فيك عيب ولا ترى انت لازم فيك عيب يعني لا. بجرح الشخص لا هو النقد للارتقاء بمستوى الفن او الابداع اللي انت تقدمه فسلتي. هذا ما له علاقة. لا ما له بالنقد. بالتالي انا انتقد الشيء الزين قبل المو زين. انا لما انا اي اقول والله ابو محمد عملك ينن وعافيه وبرافو ولا ابو محمد راح يعطيني اكثر. اقول له في كذي كذي بس هل حتى ركز عليها ابو محمد يا ليت كذي كذي مو اي لا اضاءتك كذي لا هذا ليش ما يعرف يتكلم لا انت ما تعرف تمثل شيء مزعج ما كسر عزايمك انت شلون تعطيني. ايوه النقد النقد ترى مجال كبير مثل المسرح التمثيل مثل الاخراج علشان يعدل الخطا اللي هو فيه. اقدر على فكره ايضا في مجالات ودراسات في النقد تشيب الراس. انا يعني خلال دراستنا نقد النقد نقد النقد برافو في نقد النقد يعني عميق جدا 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 يعني مو شيء مو مشوار سهل ان انا احط اكاونت اكتب الناقد. ماذا تملك من ادوات النقد حتى تنتقد فنان بحجم مثلا طارق العلي ولا عشان انت قاعد ترى والله بنتي هينه الله لا تعطيني فرصه لانك قاعد تقدم رساله فالظاهر ايه قاعد تسوي برافو علينا حق الدكتور هناك مصر ست يمكن ما معطينها ملاوي يا استاذ انت رسالتك حلوه ومبروك عليك مع مرتبه الشرف عيديها مره ثانيه زين غير السؤال خلاص غير السؤال نخاطر اجواء جدا ما اقدر اقعد جد يمك ابو محمد اشوفك وايد بالسناب شات. انا مساحة ترى كنت اتابعكم وكان مستانس طبعا اشكر الاعداد واشكركم انتم ايضا ترى اليوم بعد حتى المذيع اذا صار يعني لا قبول عند الضيف يجاوب ياخذ راحته فانتم يعني سامحونا احنا خذنا راحتنا خذوا راحتكم بالعكس يعني الساده المشاهدين يبونكم. انا شفت محمد صفر والبلوشي تكلموا عن السوشيال ميديا وانهم انا اعتقد ان اليوم هذا جزء مهم السوشيال ميديا للفنان تواصله يمكن صار اقرب حق الجمهور عاد هو يستخدم السوشيال ميديا صح يعني اليوم احنا في نقطه لازم في ناس طلعوا بلوجرز او يعني لعبتهم السوشيال ميديا وهذا او مثلا حق الاعلان مسوق وهذا احنا فنانين ينادونا عشان نسوق شيء زين ففي فرق احنا ظهورنا يعني حتى يعني كثرت قبل التليفون او قبل السوشيال ميديا ايه يقصد ابو محمد انه حتى كوجود كمعنوي ايه يعني كمعنى انه فنان يا يغطي مو بلوجر يختلف في ذوقه يختلف في رايه يختلف في امور في طريقه تقديمه البلوجر شغلته يعني نحترمهم طبعا هذا والله يرزقهم وهذا مجالهم احنا ممثلين ساعات ينادونا بس ايضا انت كممثل يعني أهم لا ترك كل يوم صح. كلام في كلام الشباب قالوه صح البلوغر هذه شغلته صح. إذا ما يظهر كل يوم ما هذا ينسونه هذا شغله أصلا إيه فأنت متابعينك يتابعونك لفنك مو إنك أنت تسوق حق شيء يعني تقول والله أنا ويا هند في معرض الفلاني لا ينادونك انت ك يعني اعلان صح. هذا يستغلون اسمك كطار العلي غير البلوجر او الفاشينيستات او يعني ايضا هذه مهنه مو سهله يمكن يقول فاشينيستا لا فاشينيستا مو سهله مهنه لا فن بعد فن شلون انت ترغبني اشتري هالبضاعه شلون تخليني اصدقك والبلوجر عرفت فانت صحيح. اليوم انت جاسم يوم من الايام طلعت واشتغلت في عمل تسويق لاماكن معينه حلوه كطبيعه وكسفرات صح. وهذا اللي ياخذونه في ناس قالوا يعني كانتوا احنا ما مو شغلتنا نسافر نصور دول او صح. بس انا فنان والله طارق نبي هالاعلان الحلو تعالوا يعني انا وهند نسوي اعلان سي حلو لكن البلوجر او هذول لا شغلتهم صح شغلتهم ان هم يسوقون حق اي منتج ويعطيهم العافيه يعطيهم العافيه يعطيكم انتم العافيه بعد يا حبيبي تواجدكم معانا اليوم نورتونا شنو خلصنا؟
بس خلصنا ما شاء الله الوقت مشى بسرعه اليوم. من متى بديتوا؟ من زمان. في من الصبح من الساعه 9 الصبح. لا في تبديل، في تبديل لاعبين كان. في لاعبين قبلنا. شفت اللي الصبح؟ من الصبح كان اول الصبح؟ هاشم اسد ونجلاء الكجري. هشام، هشام ها؟ اي والنعم هاشم، يبا هاشم اسد هشام. منو هاشم؟ منو الحين في هاشم الاعلام مذيع زميلنا. انا اسميه هشام، كل اسميه هشام. تسميه انت هاشم؟ اي هو المذيع نجلاء الكندري. اي والنعم فيهم كلهم. طبعا كان في مجموعة من الزملاء طوال ايام عيد الاضحى احنا يعني كنا نتابع. هذا اللي احنا نقول لكم، انتم مشكورين، ها دير بيوتكم واهلكم. ويعني اليوم ايضا تلفزيوننا هم نشكره في رمضان، كان شعلة من النشاط، واحنا نستانس لما نشوف تلفزيوننا وقنواتنا في تطور. والله تلفزيوننا يعني ابو محمد حتى في عز كورونا لله الحمد كان فعال وكان نشط، ويعطيهم العافية الشباب من إعداد، من إخراج، من الكاست الفني، حتى رغم قلتهم كانوا ينجزون برامج توعوية. صحيح. فعلا يشكر الله هذا المجهود. بس سمو الرئيس الله يحفظه، رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، شكرا على اختيارك، ترى لا هي مجاملة ولا بشيء من الوزير. اليوم جبت لنا شاب الأخ عبد الرحمن المطيري، يعني من عنق الإعلام. صحيح. لأنه كان في هيئة الشباب. صحيح. عنده خلفية، مع احترامنا اللي سبقوه يعطيهم العافية، لكن احنا نقول مشكور على هالوزير، ونقول حق الوزير مشكور على اللي جبتهم معاك هالشباب اللي على هذا التطوير الاستراتيجي، لان من يتطور تلفزيون الكويت احنا نستانس. طبعا اكيد. مشكورين جميعا. شكرا. في غدا ولا بس المخرج كنا طالب لكم بعد شوي احنا ما نقول المخرج تاخذ الوجبه وتركب الباص. والله عيسى الفلجاوي ام علي كوثر اكيد مكتبه موجود. يعطيكم العافيه. ام علي قعدتني من النوم عشان ما اطوف الحلقه. راح يطول. يعطيكم العافيه. لا داق على مرتي قاعد يريلك، تقول قاعد يريلي قاعد. احنا وصلنا للختام معاكم. شكرا. يعطيكم الف عافيه جاسم. وصلنا للختام. حلقه الصراحه جدا مميزه، استمتعنا اكيد شخصيا فيها. اكيد بهالاربع ايام كلها ايام العيد. وانت يعطيك العافيه بعد جاسم. ومع ضيوفنا. يعطيك العافيه. انت اللي قواك الله. اي انت وراك بعد برنامج راح يرد البرنامج ان شاء الله من يوم الاحد. ان شاء الله من الاحد. يعطيكم العافيه. شكرا لكم مشاهدينا، ونقول لكم مع السلامه. مع السلامه.